لكره اليد. الحقيقه البطوله دي احنا محتكرينها سنين طويله جدا، ولكن هذا الفريق ما خدش حقه اعلاميا بشكل كبير، وعشان كده احنا النهارده ملوك الصقلات واقفين جنبه. الفريق ده حقق يمكن اكتر فريق في مصر تحقيق للبطولات المحليه، ويمكن دوري وكاس يمكن ما نفتكرش ان النادي الاهلي في كره اليد سيدات خسر يمكن اي بطوله محليه اتعملت سواء دوري او كاس داخل مصر. النهارده بيخوضوا المباراه النهائيه، المباراه مش هتكون سهله. النهارده اللقاء النادي الاهلي وسبورتنج في النهائي في استاد القاهره. خلينا اقول امبارح زعنا لحضراتكم مباراه قبل النهائي والنادي الاهلي والنادي الشمس، وفاز النادي الاهلي 28-23 في مباراه كانت قويه، فرق 5 اهداف. الحقيقه مباراه كانت مذاعه على قناه النادي الاهلي حصري، وكان النهارده وضع طبيعي نكون مع نجمتنا. يمكن ده لقطات من مباراه امس، الحقيقه كان يعني لازم علينا نكون جنبهم النهارده ونحتفل ان شاء الله بيهم باذن الله باذن الله بالفوز النهارده، خاصه ان الفرقه دي بتستعد لابطال الكؤوس. يمكن اللي بيتاهل لابطال الكؤوس السنه دي بيكون حامل اللقب السنه اللي فاتت. بطوله ابطال الكؤوس ستكون على صاله الامير عبد الله الفيصل في بالجزيره ان شاء الله، هي وبطوله ابطال الكؤوس ايضا للرجال. يمكن هيبقى موسم حافل، هي عوده كمان للفريق ده للفريق الكره اليد النسائيه الفريق الاول، عوده لافريقيا مره ثانيه، يمكن اخر اشتراك كان يمكن من 20 سنه او اكتر. خلينا نتكلم على المواضيع دي بالتفصيل، ونتكلم عن التاريخ، ونتكلم على الانتصارات الحقيقه اللي حققها هذا الفريق. الاول لازم ارحب بضيوفي، ارحب بالكابتن سلوى سليمان نجمة النادي الأهلي السابقة في كرة اليد. أهلا بك يا كابتن. أهلا، منورانا. ميرسي، ربنا يخليك. والحقيقة يعني وحشة كبيرة، وبنبقى سعداء جدا لما بيشرفنا نجوم زي حضرتك معانا في الاستوديو. ميرسي، ربنا يخليك. طبعا بنرحب كمان بكابتن سامح لبيب نجم النادي الأهلي السابق وأحد أبنائه اللامعين في كل مكان. أهلا بك يا كابتن سامح. أهلا بيك يا كابتن عيسى، منورنا. ربنا يخليك. إن شاء الله نبارك لبعض النهاردة بالفوز بإذن الله. إن شاء الله مباراة الكأس إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. كابتن سامح، يمكن أجل حضرتك، حضرتك حضرت امبارح مباراة نادي الشمس، يعني سريعا كده نعرف سير المباراة كان ماشي إزاي، من أبرز اللاعبين اللي كانوا عندنا. خلينا نتكلم عن مباراة امبارح شوية، لأن إحنا امبارح ما طلعناش كاستوديو تحليلي، بس محتاجين نتكلم عن مباراة امبارح. اتفضل يا كابتن. هو مباراة امبارح يعني من بداية المباراة الماتش كان مأزم شوية، لان انا من اعتقادي ان انا كنت قاعد بره وشايف اللعيبه ان فرقه الاهلي نازله، كانت نازله كسبانه الماتش فالماتش كان يعني صعب عليهم شويه، لكن في الاخر وكالعاده ان فرقه خلاص الماتش فرق 5-6 جوان. بس بيتهيألي يا كابتن يمكن الشد ده بيبقى خير اعداد لاي، يعني مثلا بيبقى خير اعداد لمباراه اليوم، يعني لو المباراه مش وان سايد جيم مفيش اي احتكاك، مفيش قوه، مفيش زي ما بيقولوا ايه، اللاعبات ما كرشوش نفسهم امبارح في الملعب. يعني لما بتلعب ماتش جامد ليله ماتش مهم تبقى استفاده كبيره. طبعا دي ده هنلاحظ النهارده في ماتش النهارده، هنلاقي فرق طبعا، فرق بين الناس اللي اتفرجت على ماتش امبارح وهتتفرج على ماتش النهارده، هتلاقي ان شاء الله فرقه ثانيه خالص غير فرقه امبارح. هم دايما دي فرقه الاهلي بتنزل لما تبقى ماتش معاها مأزم شويه، الماتش اللي بعده بتبقى حاجه ثانيه خالص. بالظبط بالظبط. طب كابتن كلمني مين كان ابرز اللاعبات امبارح في النادي الاهلي؟ امبارح كانت يعني انا شايف ان ابرز اللاعبات بتاعتها كانت شيماء، اللي هي شيماء محمد، هي بصراحه احدثت فرق امبارح. دي يعني منضمه حديثا للنادي الاهلي من نادي المعادله. دي النادي الاهلي واخدها تقريبا اعاره السنه دي عشان تلعب معاهم بطوله افريقيا. وكانت حارسه المرمى اللي هي موني. اللي هي امنيه خالد. دي برضه كانت عملت فرق معاهم امبارح. وبقيه اللعيبه طبعا كلهم ما كانش يعني كان كلهم في المستوى العادي بتاعهم، بس دول اللعيبه اللي ابرز اللاعبات. طبعا ابرز اللاعبات. طب خلينا نقول يا كابتن، يعني هل كان في حضور جماهيري امبارح في مباراه الشمس؟ حضرتك كنت شايف الملعب، هل في مهتمين حضروا ولا كان الحضور الجماهيري قليل؟ لا، هو طبعا كان في حضور جماهيري كبير، وكل الناس المنتميه لكره اليد كانت في ناس كثيره امبارح في المدرجات. طبعا والماتش بصراحه كان يعني الناس كانت مبسوطه انها بتتفرج على الماتش كده. يعني ما كانش صحيح. ماتش وان سايد جيم، الماتش كان في الملعب، فالناس كلها كانت مبسوطه انها بتتفرج على الماتش فيه منافسه. صحيح. لغايه اخر وقت، يعني لغايه الدقيقه 20 او الدقيقه 24 كان في منافسه بين الفرقتين يعني. صحيح. طب كابتن سلوى، يمكن حضرتك مريتي طبعا بالاحداث دي كتير، ولعبتي بطولات كتير ما شاء الله، وحصلتي مع النادي على بطولات اكتر، يعني كلميني عن تاريخ البطوله دي مع النادي الاهلي. احنا هل حصل ان احنا خسرناها مره؟ يعني كلميني عن تاريخ النادي الاهلي لكره اليد السيدات. هو بالنسبه لبطوله الكاس، يعني احنا الحمد لله بالنسبه للنادي الاهلي احنا يعتبر محتكرين بالنسبه للدرجه الاولى. ممكن يبقى في ماتش صعب، لكن البطوله بتاعتنا لا. تمام. يعني من زمان، من ايام ما كنت بلعب، البطوله الحمد لله يعني كل البطولات بتاعتنا. لكن ممكن يبقى في ماتش صعب، وفي فرق محترمه، يعني الشمس فرقه محترمه جدا. بالظبط. سبورتنج فرقه محترمه جدا، كانت سموحه ايامنا فرقه محترمه جدا، ففي فرق بنعملها حساب، بس الحمد لله في الاخر الدنيا بتبقى في صالحنا يعني. طب قولي لي يا كابتن، يعني خلينا نقول ان النادي الاهلي
يمكن عنده اكبر قطاع ناشئات كره يد في مصر، دي حقيقه ما حدش يقدر ينكرها. بتفرغ يعني نجمات كبيره او كتير لمنتخبات مصر. طب ليه احنا مش شايفين ده في المنتخب؟ يعني شايفين المنتخب بعيد، منتخب السيدات بتاعنا بعيد افريقيا. هو بقالهم يعني في بقالنا كذا سنه ما فيش منتخب اول للسيدات، ما بيتعملش اصلا، ما بيتعملش اصلا منتخب اول للسيدات. لكن منتخب 98 خدوا بطوله افريقيا، سافروا كاس عالم، منتخب 2000 خدوا بطوله افريقيا. فبالنسبه للناشئات الدنيا يعني ماشيه حلو قوي يعني بالزبط. وربنا يسهل لو اتعمل منتخب يد سيدات، في عناصر كويسه جدا وفي عناصر محترفه كمان، مروه عيد وجمعه، رحاب جمعه، الاثنين محترفين في فرنسا ومستواهم هايل وفرق كبيره ومحترفين في انديه كبيرة بتنافس على الدوري. يعني مروه في نيس تقريبا، فرقة كبيرة. فان شاء الله يعني لو الاتحاد ان شاء الله ركز على منتخب سيدات، بتوقع كده ان شاء الله هيبقى فيه طفره. طب خلينا نتكلم على الماتش النهارده، شايفاه ازاي يا كابتن؟ شايف نادي سبورتنج طبعا نادي كبير، نادي محترم، نادي بيعمل شغل كبير جدا في الالعاب الجماعيه والعاب الصالات. الحقيقه نادي سبورتنج يعني طفره كبيره عندهم. شايف المباراه ازاي؟ هي المباراه صعبه، ونادي سبورتنج من الأندية اللي الفترة الأخيرة طالعة بقوة من الناشئات والناشئين. هو ده اللي بيعمل الفرق. صح، قطاع الناشئين، قطاع الناشئات هو اللي بيعمل الفرق فعلا. بس ان شاء الله ربنا يسهل، يعني احنا قدها النهارده ان شاء الله. طب قولي لي يا كابتن، نفس النهائي ده كان السنه اللي فاتت بين الاهلي وسبورتنج. بس الحمد لله احنا كسبنا السنه اللي فاتت، فرق كان فرق كويس، مرتاح يعني. ما كانش مع ان الماتش برضو في الاول زي ماتش الشمس كده كان مأزم شويه، كان مأزم وبعد كده. بس كانت مباراه السنه اللي فاتت كانت في نادي سبورتنج، كانت في على ملعب نادي سبورتنج. طب خلينا نقول يعني النادي الاهلي دلوقتي في مرحله الاستعداد. النادي الاهلي عنده بطوله كبيره جايه، بطوله افريقيا على ملعبه. طبعا كابتن بيسا طبعا رئيس الجهاز اكيد بترتب اوراقها طبعا مع كابتن ياسر، مع الجهاز الفني كله، مع كابتن صلاح بيجهزوا اوراقهم، بيشوفوا فرقتهم ناقصه ايه. شايفه مباراه الكاس في توقيتها ده تفيد الفرقه قبل بطوله افريقيا لابطال كؤوس؟ اكيد طبعا، اكيد نبتدي بقى نركز على العناصر المهمه في الفريق، نشوف الدروب حاصل في انهي مركز بالظبط. ممكن يا ريت طبعا ان احنا يعني نستعين بعناصر خارجيه في بطوله افريقيا يعني ان شاء الله. الحاجه دي مش اكيد مش هتبقى غايبه عن الجهاز. اكيد طبعا طبعا أكيد. طبعا لان هم بيجوا الفرق الافريقيه بتيجي معاها محترفين. بالظبط بالظبط. احنا ايه المشكله ان شاء الله البطوله عندنا في الاهلي، فان شاء الله يعني نظهر يعني تكون بطوله قويه ونعمل بطوله حلوه ان شاء الله. طب يعني خلينا نقول ابرز اللاعبات في نادي سبورتنج، يعني عندك فكره مثلا مين ممكن النهارده نركز عليهم؟ الخط الخلفي عندهم ايه؟ اللي بيلعب لاعبات الدايره، صناع الالعاب، يعني عند حضرتك خلفيه عن نادي سبورتنج نقدر نوضح ليه للساده المشاهدين؟ نادي سبورتنج الخط الخلفي عنده كويس قوي، حارس المرمى بتاعته كويسه جدا هايله. ولعيبه الدايره برده كويسه جدا. يعني احنا افهم من كلام حضرتك ان هم كده دفاعا وهجوما الحقيقه منظمين. هم فرقه هم فرقه كويسه، بس ان شاء الله احنا يعني قدها ان شاء الله. طبعا ان شاء الله ان شاء الله. طب كابتن سامح حاجه لحضرتك، يعني كلمني برضو اكتر عن فريق نادي سبورتنج. يمكن كابتن سلوى قالت ان هم هجوما ودفاع منظمين، يمكن محتاجين نتكلم كمان عنهم، نشوف اخبار الدفاع ايه. بيلعبوا 5-1، بيلعبوا 6-0، يعني كلمني عن دفاعاتهم، اسلوب او طريقه لعبهم. هو بص يا كابتن هيثم، فريق سبورتنج هيبقى مختلف خالص عن فريق الشمس. في ايه يا كابتن؟ لان ايه، فريق سبورتنج بيلعب لعب جماعي، فده هيبقى اريح للنادي الاهلي. فريق الشمس بيلعب لعب فردي، فاللعب الفردي دايما عامه بيبقى متعب شويه للفرقه دفاعا، وفاهم ازاي؟ انت تبقى واحد على واحد ويسيب كوره، غير لما تبقى في فرقه بتلعب جماعي اعرف ادافع عليها كويس. صحيح. فالنهارده هيبقى ماتش بالنسبه للنادي الاهلي هيبقى ماتش هاندبول، يعني هيعرفوا يلعبوا على فرقه سبورتنج. فرقه سبورتنج فرقه يعني التكنيك بتاعهم في الهاندبول عالي، فرقه كلها من هم صغيرين كلهم لاعبين مع بعض، فكلهم متعودين على بعض. فيبقى شكل اللعبه هيبقى مختلف. عندهم الوينجين بيجروا فاست بريك كويس، عندهم باك ليفت كويسه، الجون بتاعتهم جون مميزه جدا، فيرود بتاعهم كويس، ففرقه جميع عناصرها مكتمله، زائد ان عندهم غيار، لان هم كان عندهم قطاع ناشئين زي ما قالت كابتن سلوى، عندهم قطاع ناشئين كويس قوي فبيطلع، كان عندهم 98 كويس، عندهم الفرقه اللي كانت قبليها كانت كويسه، فعندهم دكه كويسه. فالماتش النهارده هيبقى ماتش في الملعب، يعني ماتش بس طريقه لعبه مختلفه غير نادي الشمس. غير نادي الشمس خالص، لان بيلعب لعب جماعي، الشمس بيلعب لعب فردي، ما بيلعبش لعب جماعي. طب خلينا اقول يا كابتن ان يمكن سبورتنج هي ممثل اسكندريه. خلينا نقول ان سبورتنج اغلب اللاعبات الكويسين مثلا او اللي بيظهروا في اسكندريه
ما فيش غير سبورتنج او سموحه بيتهيألي يعني ما فيش فخلينا نقول ان سبورتنج يعني عندها قطاع يعني لو اتكلمنا عن المحافظه كبيره فيها قطاع كبير فخلينا اقول ان سبورتنج طالع يعني بقاله كام سنه طالع ممكن نشوف سبورتنج في سنه من السنين بيعتلي المنصه ولا احنا ان شاء الله برضه حتى في المستقبل ممكن يكون برضه محافظين على المكان. بص احنا بقالنا يعني الواحد بقاله انا بقالي 20 سنه 25 سنه بمرن ربنا يديك الصحه ما شفتش فرقه بتطلع من النادي الاهلي في الدرجه الاولى صحيح يعني حتى لما بيطلعوا احنا برضه بنطلع اللعيب الناشئ اول ما بيخش في سيستم الفرقه بتاعت الدرجه الاولى بتبقى قصه مختلفه خالص صحيح فاحنا الحمد لله يعني طول العمر ده كله ما شاء الله مفيش فرقه لا دوري ولا كاس كسبت النادي الاهلي. طب كابتن خليني نقول النادي الاهلي النهارده ايه مفاتيح لعبه؟ ايه النادي الاهلي يعني محتاج النهارده يعمله عشان يريح الماتش على نفسه؟ هي الدفاع اهم حاجه ركز في دفاعك كويس وفاست بريك هي دي دلوقتي بقت الهاندبول دلوقتي. طب ترشح ايه في الدفاع؟ يعني اسلوب الدفاع بتاعنا دفاع متقدم فوق الدايره بشويه على على هو الاهلي مش هيلعب دفاع متقدم الاهلي عنده ثلاث عناصر تحت اطوالهم كويسه فبيلعب اللي هم مين يا كابتن مين بقى اللي تحت؟ زي ساره ايوه ساره شعبان ولا ساره الخولي؟ ساره الخولي تمام وعندهم اسراء وعندهم ياسمين عبد الرحيم اسراء سعيد وياسمين عبد الرحيم دول الثلاث لاعبات عندنا ما شاء الله وعندهم كمان دنيا شيف برضو في الدفاع كويسه فعندنا عندنا عناصر في الدفاع ما ما يعني ما مش مستاهله ان انا العب دفاع مفتوح بالظبط بلعب 6-0 واقفل كويس بيجيبوا لوكات كويس عندنا جوان تقيله ورا بتشيل من بره عندنا غاده وعندنا هند غاده حسام وهند اشرف وامنيه خير امنيه خير ما شاء الله الثلاثه ثلاث اجوان كويسين نجوم فمش محتاج زائد ان انا فاست بريك بتاعي كويس عندي اثنين ونجين كويسين يعني حضرتك شايف ان الدفاع المتقدم فوق الدايره يعني مش الدفاع المتقدم ممكن. هيدي لان الفوت ورك بتاع فرقه سبورتنج حضرتك لسه بتقول الموضوع ده صح عالي مع الفلاوده بيلعبوا مع الفلاوده كويس فانا هفتح الملعب كده فانا مش مستاهل ان العب دفاع عالي صحيح كابتن حضرتك كابتن سامح يعني مشتركه مع كابتن سامح في هذا الكلام الدفاع المتقدم مش هيبقى مفيد لينا نرجع على الدايره احسن خصوصا لو الفرقه اللي قدامنا مهاراتها عاليه فالتعديه بتبقى لو عدى من مان وراح خلاص يبقى هو جون فاهم حاجه التغطيه يعني اهم حاجه من الدفاع ان هم يغطوا على بعض فدي بتفرق في الدفاع قوي المساعده. طب خلينا نتكلم عن الوينجين بتوعنا او لا سوري انا اسف الوينجين بتوع سبورتنج ناحيه الشمال وناحيه اليمين هل هم صراع هل هم بيقدروا يلعبوا 5-5 بيخلقوا مساحات يعني كلمينا عنهم. الوينجات بتاعت سبورتنج الوينج رايت تصويبها كويس قوي يعني ممكن تدخل من زاويه ضيقه جدا وتصوب تصويبها عالي عالي جدا فعايزه دفاع كويس عليها يعني المفروض الوينج ليفت بتاعتنا تركز معاها تركز معاها ما تديهاش المساحه الكبيره تقطع الباصه اللي جايه لها من نص الملعب يعني متهيألي احنا محتاجين شويه نركز مع الباك رايت هو الدفاع اهم حاجه هو طول ما الفرقه دفاعها كويس وتبتدي من اول الماتش يعني بلغه الهاندبول كده ان هي تركب على الفرقه اللي قدامها بالزبط. الماتش بيريح معاها لو حصل الماتش لكن الماتش اما بيشد يعني بيحصل توتر لكن من الاول يعني فرقه الاهلي فرقه كويسه فرقه تقيله صحيح فلما بنبتدي نركب من الاول على الفرقه اللي قدامنا الماتش بيريح بقى بقيه الماتش ونتفرج على الهاندبول حلو نتفرج على باصات حلوه ما بيبقاش فيه شد اعصاب صح. طب كابتن احنا عربيا فين؟ هل احنا بنشارك بطولات عربيه ولا ما شاركناش ولا ما بيتعملش بطولات عربيه لكره اليد؟ لا احنا يعني بعيد. يعني بيتهيألي بطوله افريقيا دي اللي جايه دي هتبقى هي الفاتحه يعني ان شاء الله كان نتيجه افريقيا اللي جايه دي لا احنا حطينا نفسنا على الطريق الصح بالظبط ان احنا بالزبط. كره اليد سيدات محتكرين محليا لازم يبقى لنا تواجد عالميا افريقيا سواء او عربيا صح. فانا شايف ان الفريق ده يعني معلش هتكلم بامانه مظلوم اعلاميا ان الحقيقه عندنا نجمات كبير خرج لاعبات على اعلى مستوى عندنا رحاب جمعه بتلعب فرنسا مروه عيد بتلعب فرنسا ولاد النادي الاهلي او بنات النادي الاهلي يعني بتهيألي لو شويه اهتمام اعلامي الفرقه دي هتبقى ليها وضع تاني طبعا طبعا هو صحيح. الاهتمام الاعلامي بيفرق مع اي لاعب صحيح بيديله ثقه بنبتدي الناس كلها تبقى في سبوت عليه صحيح. فالدنيا بتختلف تماما نعم وده دورنا ان شاء الله كملوا الصلوات واحنا في ظهرهم مهما راحوا خلينا استعرض مع حضراتكم سريعا اسامي الجهاز الفني الكابتن بيسا حسني المدير الفني ورئيس الجهاز كابتن ياسر صلاح مدرب عام كابتن صلاح بهجت مدرب حراس مرمى كابتن سميره جمعه مخطط احمال الكابتن سيد امين مدير اداري محمد فهمي اداري محمد بعلوشه اخصائي علاج طبيعي
محمد عوض طبيب، دكتور محمد عوض طبيب. خلينا نقول برضو نستعرض لحضراتكم اسامي نجمتنا في الفريق طبعا، ان شاء الله يكونوا اصحاب الانجاز الكبير، والحقيقه رافعين راسنا الفتره اللي فاتت كلها. معانا طبعا غاده حسام حارس مرمى الفريق، هند اشرف حارس مرمى الفريق، ايضا امنيه خالد حارس مرمى الفريق، بيضم ثلاث حراس مرمى، ده طبيعي في اي فرق كره اليد. عندنا مي هشام كابتن الفريق اللي كانت معانا في ملوك الصلاة يوم الحد اللي فات ونورتنا في الاستوديو، طبعا نصر عيد اللعيبة الكبيرة، عندنا سارة الخولي، سارة شعبان، إسراء سيد، ياسمين عبد الرحيم، ياسمين وحيد، دنيا صقر، نور أحمد، دنيا شريف، يارا شحاتة، دعاء حلمي، شيماء محمد. الحقيقة خلينا نقولها كابتن يعني سامح، احنا عندنا يعني مش جيل واحد، الفرقة فرقة في أجيال، يعني لو شفنا مي أكتر خبرة، يجي وراها مجموعة من اللعبات جيل وسط، دايما لما بنلاقي تعدد أجيال في الفريق ده بيدي تقل للفريق. هو كابتن هاشم دي ميزة اللي أنا قلتها لك، إن فرقة النادي الأهلي دايما بتلاقي مساعدة، يعني أنت عندك بنتين من 98 بيلعبوا مع الدرجة الأولى بالظبط، هتلاقي بنتين من 95 نفس القصة، كل ما بيطلع كل يعني كل مرحلة بتطلع لك اتنين تلاتة مع بتوع الدرجة الأولى، نعم. فعشان كده بيبقى الأجيال إيه، الفرقة عمرها ما تقع، نعم. دايما تلاقي الفرقة واقفة على رجليها، ودايما الفرقة واخدة بطولات، ده سمة من سمات النادي الأهلي، وبتبقى دايما عندك الخبرة وعندك الشباب، يعني عندك الجري بالظبط بالظبط. فده ده قوة النادي الأهلي. وأنا الحقيقة يعني ماتش امبارح الشمس يعني ما اتفرجت عليه، لقيت فيه روح حلوة، يعني لقيت البنات متحمسين، عندهم تارجت، عندهم هدف، حلو إن نشوف ده. ما انت ده الميزه في النادي الاهلي يا كابتن هيثم، ان انت ما عندكش حاجه اسمها تاني ولا تالت زي الاخير. صحيح. انا دايما بلعب على المركز الاول، فانا بنزل حتى مهما كان الماتش مأزم، انا لازم ببقى نازل، ما ينفعش ان انا اخسر، لازم اكسب. صحيح. هي دي ميزه من مميزات النادي الاهلي. صحيح. وهو يعني بس برضه بيبقى في حاجه يا كابتن، برضه نفس الكلام بالنسبه لفريق السيدات لكره الطائره، بتنافس نفسك، ده موضوع صعب يا كابتن. يعني انت مثلا انت اول مصر وسنين طويله، فانت لازم تحط لنفسك هدف وتشتغل عليه، هدف ضد نفسك، ضد يعني بتصعب الدنيا عليك، الموضوع ده بيبقى صعب، غير لما بيبقى عندك منافسين انت عارف بتلعبهم. هي برضه دي المشكله، زي ما قلت لك كابتن سلوى، دي المشكله اللي احنا بنعاني منها طول عمرنا، ان احنا النادي الاهلي ما فيش حد بينافسه، مع احترامي لكل الانديه يعني. فانت بتلعب الماتشات كلها يعني ما عندكش هدف. صحيح. فالميزه بقى ان السنه دي في بطوله افريقيا، ان النادي الاهلي لازم يبتدي يركز انه عنده بطوله افريقيا، والبطوله افريقيا دي بطوله مش سهله، عشان الناس ما تفتكرش ان احنا داخلين على جايه لعيبه، تونس جايه بفرقه جامده، لا هتبقى بطوله قويه. احنا لو هنبص للفرق، اصل لعبت بطوله افريقيا دي ثلاث اربع مرات مع فرقه الدرجه الاولى بتاعت النادي الاهلي. ماشي، كنت مدرب مدرب، فعارف بطولات افريقيا. يعني انت ترتيبك في الفرقه دي، يعني لو جت تونس، انجولا، كوت ديفوار، الكونغو، كل ده انت بعديهم. بس بقول لك ايه يا كابتن، صاله الموت ما عندناش مستحيل، عشان يعني ان شاء الله الناس كلها يعني بص معلش بالذوق بالعافيه تبقى ناس ان شاء الله يعني بالذوق يعني. امبارح يا كابتن اداره النادي طبعا الاستاذ محمد الجرحي طبعا رئيس اللجنه المنظمه، حتى هو كتب الكلام ده على صفحته الحقيقه، وبن كل التحيه والتقدير ليه، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، لانه الحقيقه بذل مجهود كبير، اتحط عدد تذاكر معين، تذاكر باسعار رمزيه يا كابتن، يعني التذكره ب 5 جنيه للبطولتين الرجال والسيدات، ومش تذكره ده كارنيه. اتقسم الموضوع، التذاكر اتباعت مجموعه الجمهور النادي الاهلي 950 تذكره، خلي بالك الصاله تشيل حوالي 2500 كرسي بس. الموضوع ده صعب جدا، لان انت عايز ترضي اعضاء النادي، وعايز ترضي الجماهير. الله ينور عليك يا كابتن سالو، عايز ترضي الجماهير والفي اي بي. في من الفي اي بي دول، مش ما بتكلمش على الشخصيات العامه، شخصيات عامه تيجي تقعد في الايه في المقصوره، ولكن بنتكلم على الفي اي بي اللي هو فرق رياضيه مشاركه. ما دلوقتي الفرق الرياضيه اللي جايه هتقعد فين؟ بالظبط. وفرقه عايزه تتابع المباراه، مش قاعده مع الجمهور، بتاخد برافو على حضرتك. صح. فطبعا امبارح تقسيمه الملعب والكارنيه اللي اتعمل نفذت التذاكر في لمح البصر، يعني امبارح الناس بتدور، وده يدل على حاجتين، يدل على تنظيم رائع، وده مش غريب على النادي الاهلي، ويدل على وعي، على وعي من الجمهور. الجمهور بيحب يعني دي، معلش يا كابتن معلش انا اسف، دي بطوله سيدات، الناس بتقول لا ده الجمهور بيعملها زي كون بطوله رجال. امبارح يا كابتن، وامبارح كمان الاستاذ محمد قال لك انا هطرح 200، وخد موافقه من الجهات الامنيه يطرح 250 تذكره كمان. يعني قصدي اقول لك الجمهور مع الـ مع الـ مع البطولات دي، لا بيبقى اللاعب رقم واحد. طبعا يعني وده امبارح، يعني شفنا امبارح الجمهور في الملعب، يعني انت امبارح في ماتش عمومي سيدات الجمهور ما يعرفش ان في ماتش عمومي سيدات، هنا يعني الجمهور كله في المدرج. انا شايف علم النادي الاهلي موجود في الملعب. فدي حاجه طبعا كانت حاجه مميزه، ودي ميزه في مميزات جمهور النادي الاهلي. صحيح. خلينا نقول كابتن، يعني وجود الجماهير هيبقى ان شاء الله في بطوله افريقيا، والنهارده اكيد هنشوف مجموعه من الجماهير يعني يبتدوا يسخنوا بقى معانا عشان بطوله افريقيا ان شاء الله. يعني بيتهيألي الجمهور بيبقى حاجه تانية خالص،
يعني اللعب مع جمهور بيفرق وبيدي روح مختلفة تماما للماتش. وعايز اقول لك على حاجة يا كابتن كمان، وخاصة جمهور النادي الاهلي. فعلا والله ما بقول الكلام ده يعني عشان احنا قناة النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي يحرك الصخر مختلف. مختلف يحرك الصخر. صح والله صح. العظيم يعني انا هقول لحضرتك حاجة، انا لما تشوف مثلا الالتراس هم قاعدين في المدرجات وبيعملوا دخلاتهم وهتافهم الواحد وهتاف منظم والتزام، احنا شفنا الالتراس في كذا بطوله اقيمت كان اخرها بطوله كره السله اللي كانت في شهر ديسمبر اللي فات 2016، مش السنه اللي فاتت اللي قبليها، وخدها النادي الاهلي منتهى الالتزام. ما شفناش رجل امن واحد في الصاله. بطوله العربيه للطايره وكان كابتن محمود الخطيب وراح الملعب وكان ممكن الجمهور ينزل يحتفل معاه، الجمهور واقف ما فيش ملتزم ما عداش السور. قصدي اقول لك انه الحاجات دي كلها بتبقى مؤشر لعوده الجماهير تاني. ما خدي بالك العاب الصالات دي هي اللي بتسحب، يا ريت فعلا الكره وراها في حته، لان الصالات لما بتتملي جمهور وتيجي بعد كده تقول لا ده تشجع بقى لو انا في ملعب كوره والدنيا واسعه، لا ادخل الجمهور، وده اللي بيحصل دلوقتي. بالظبط. ولا رايك يا كابتن؟ لا، هو وجود الجمهور مهم جدا، ويا ريت تبقى خطوه يعني صحيح. الدنيا ان شاء الله يعني تتحسن، وبعدين الناس بتحب النادي الاهلي يا جماعه. صح. نفسها تشوف لعيبه النادي الاهلي ونفسها تبقى قريبه منهم، والوعي زاد يا كابتن خلي بالك. طبعا انا والله ما بقول الكلام ده عشان انا بقول بس يعني لو حد حتى من المسؤولين يسمعنا، وعي الجماهير زاد يا كابتن. يعني انا شايف ان هو ما عادش خدنا جمهور ان يبقى الامن واقف الامن وعامل ستار دلوقتي ما فيش امن في الملعب والناس ملتزمه. فعلا فاحنا ممكن دلوقتي شفنا تحرك ان حته ان الجمهور يخش باعداد اهو. احنا بدانا بكره الكره الطايره السيدات، ان شاء الله البطوله هتبتدي كمان يومين ثلاثه ان شاء الله، احتمال فني يوم 5. خلينا نقول انه هتبقى بدايه كويسه ان شاء الله. زي ما بنقول يمكن فريق كره اليد الكابتن بيقول ترتيبنا افريقيا، مش عيب نقول الحقيقه ونلمسها، شغل عشان بالظبط. ولكن انا بقول مع الجمهور لا، ممكن نضرب فرق ما كناش نتخيل احنا ممكن. صح بروح الجمهور بتفرق تماما في الملعب. صحيح. وقربهم من اللعيبه وهم في الملعب. صحيح. بتحس بحافز، بتحس ان هم بيلعبوا معاك. صح. فبتدي روح مختلفه تماما للعيبه وللجهاز، والجمهور نفسهم بيبقوا يعني هم بيحبوا يا جماعه النادي الاهلي. صحيح. يعني ده لعلمك المحرك الاساسي هو حب النادي الاهلي. وخليني اقول حاجه برضو للساده المشاهدين، احنا كملوك الصالات هنا انا بس يعني بيصعب عليا لما بقرا في موقع او حاجه او تضليل الحقائق زي ما بيقولوا، احنا ملوك الصالات رجال وسيدات. محدش ابدا يقدر يقول ان ملوك الصالات رجال بس او سيدات بس، ملوك الصالات رجال وسيدات. يعني نجمع بطولات النادي الاهلي رجال وسيدات، محدش يجي زي في الحقائق او يقول او قصه او بتاع النادي الاهلي مثلا في الطايره سيدات محتكر البطولات 30 سنه 40 سنه، نفس الكلام في كره اليد سيدات. والحقيقه احنا شايفين دلوقتي طفره كمان، يعني دي لقطات كمان بشكر والله الفريق بتاعنا، يعني دي البطوله العربيه اللي اتلعبت كره الطائره سيدات، كابتن حمدي الصافي ان شاء الله يشرفونا باذن الله، بطوله افريقيا كمان، الجمهور عامل ازاي. قصدي اقول ان ملوك الصالات مش بس رجال، سيدات وعندنا نجمات على اعلى مستوى، والنجمات اللي عندنا لو اديت لهم الفرصه سواء الطايره اللي احنا شايفينهم طبعا من اكبر لاعبه كابتن الفريق نهله لغايه اصغر لاعبه يقدروا يلعبوا بره، نفس الكلام بالنسبه ليد كابتن سامح، نفس الكلام. يعني عندنا لاعبات يقدروا يروحوا، رحاب جمعه طلعت، عندك مروه عيد وبنات النادي الاهلي يقدروا يحترفوا. يعني قصدي اقول لك ان احنا ما بلاش يعني نزيف الحقائق، النادي الاهلي كملوك الصالات هو رقم واحد محليا وعربيا وافريقيا، والحقيقه ده يعني الطبيعي بتاع النادي الاهلي. يمكن كابتن سامح عايز اعرف راي حضرتك في كده، لان دايما بلاقي يعني مش تضليل او تزييف الحقيقه، يقول لك لا ملوك الصالات رجال بس، لا مش رجال، احنا بنتكلم رجال بس. بص عايز اقول لك حاجه، افكر بس كابتن سلوى سنه 93 بطوله افريقيا الانديه في كانت معموله هنا في مصر، احنا خدنا المركز الثالث في بطوله افريقيا، كانت كابتن بيسا بتلعب، كانت حارس مرمى في النادي، كانت بتلعب كابتن بيسا. كانت بتلعب، كان اول منتخب ليا انا وكابتن محسن عبد الرحمن، وخدنا مركز ثالث. لعبتيها يا كابتن؟ ما شاء الله. بس دي كان اخر اشتراك لينا يا كابتن، ما اشتركناش بعديها. لا اشتركنا انديه بعد كده، كنت انا مع كابتن موسى الله يرحمه، بس كنا بره. دي كانت اخر بطوله في مصر وخدنا فيها مركز ثالث بالظبط، فما كانش فيه بقى لا جمهور ولا كان فيه الكلام ده. دلوقتي مع وجود الجمهور، مع الحماس اللي انا شفته امبارح من الجمهور، امبارح لعيبه الاهلي بعد الماتش لما الجمهور حياها، يعني مش عايز اقول لك اللعيبه عيطت. صحيح. فاهم ازاي؟ انا بقول لك احنا شايفين الحماس، احنا يعني البنات بيجيبوا الجون وبيجروا وبتاع، لا في هدف. لا الجمهور لا هدف. يعني جمهور واللعيبه من جواها خلاص، ما يعني فاهم، عايزه تحقق هدف وعايزه تعمل لنفسها انجاز. فدي صحيح. حاجه لازم صحيح. الناس تبقى ايه شايفه
ان فرقه النادي الاهلي عندها هدف لازم تحققه ان شاء الله في بطوله افريقيا دي، تعمل مركز كويس ويبقى شكلهم كويس تبتدي من النهارده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نبتدي من النهارده ماتش سبورتنج، مع كل التقدير والاحترام لنادي سبورتنج، الحقيقه نادي سبورتنج بتربطه بنادي الاهلي علاقات طيبه جدا الحقيقه، ودايما العاب كتير بيكون طرفها النادي الاهلي ونادي سبورتنج، كره السله رجال، كره السله سيدات، يمكن اليد كمان سبورتنج سيدات في الناشئات بالظبط، فدايما بتلاقي الطرفين نادي سبورتنج ونادي الاهلي، فطبعا بتربطنا علاقات طيبه. كل التوفيق طبعا نادي سبورتنج، يعني نادي محترم وتربطنا بيه علاقات جيده، ولكن الحقيقه برضو خلينا نقول ان دي اهم بطوله يمكن قبل بطوله افريقيا استعدادا، خلينا عارفين احنا فين. هي طبعا دي حاجه مهمه بالنسبه للاعبات ان هم يبقوا مركزين ويبقوا واخدينها بقى خطوه خطوه، يعني دي البدايه النهارده ان شاء الله عندهم نهائيات الجمهوريه، ده الكلام ده كله هيحصل قبل بطوله افريقيا ان شاء الله، يحققوا ان شاء الله البطولتين دول يبقى داخلين على بطوله افريقيا. ممكن يعملوا معسكر خارجي يا كابتن؟ عندك اخبار بمعسكر خارجي ولا هيكتفوا بس بالمعسكر الداخلي؟ لا بصراحه ما عنديش اخبار ممكن لا. ممكن يكون هيكتفوا بالمعسكر الداخلي عشان في اشتراكات كتير ممكن عشان كتير الدوري وكاش غريب. صحيح صحيح، بس هي اهم حاجه يركزوا ان موضوع ان هم موضوع المحترفين ده مهم بالنسبه لهم، لازم على الاقل. وانا بضم صوت لصوت حضرتك، لازم يكون في اجانب، مش شرط يبقى في يعني قصدي اقول احنا طبعا مروه عيد احنا حاولنا نجيبها ولكن فريق نيس يعني حضرتك معلش احكي لنا القصه دي يا كابتن. كانت لسه مروه كاتبه على الاكونت بتاعها ان هي كان نفسها طبعا تبقى مع الاهلي، لكن فرقتها عندها ماتشات مهمه في الفتره دي. طب ومروه بتلعب في مركز ايه يا كابتن؟ مروه بتلعب باك ليفت. باك ليفت يعني زي ما بيقولوا يعني من الاماكن المهمه او المراكز المهمه جدا بالظبط في كره اليد، هي لعيبه مميزه طبعا. ونصر عيد اختها، نصر عيد اختها، وكانت معانا برضو كابتن حنان عيد. كابتن حنان عيد مدربة 2007 بنات 2007، وكانت واخده البطوله وكانت مشرفاني هنا في الاستوديو. هم عيله يعني كلها يدويه زي ما بيقولوا. طب قولي لي يعني، خلينا احنا كنا بنتكلم قبل الهوا على وجود محترف طبعا كابتن بيسا، طبعا كل الاحترام لوجهه نظرها، احنا لا نتعدى ابدا على وجهه نظر كابتن بيسا لان هي طبعا ادرى بفرقتها طبعاً وكل الاحترام والتقدير وتعظيم سلام طبعا لرايها هي وكابتن ياسر وكابتن صلاح. بس طبعا عارفه الجمهور بيحب يشوف اجانب، بيحب يشوف زي الباسكت زي اليد، بيحب يشوف محترفات، يحس ان النادي الاهلي قوي مدعم بالظبط مدعم. مش عيب، احنا عندنا مجموعه من اللاعبات كويسين جدا بالظبط، ولكن بالزبط مع التدعيم برضه بتبقى الدنيا احسن. ايه رايك يا كابتن؟ طبعا، بس هي وجهه نظر طبعا كابتن بيسا وكابتن ياسر، اكيد هم اضرب الفرقه طبعا بالظبط، واكيد هم عارفين ايه المركز بالظبط اللي هم محتاجين فيه تدعيم. صحيح، وان شاء الله ربنا يسهل يعني بإذن الله. ان شاء الله. طب كابتن خلينا نرجع لمباراه النهارده، المباراه الاهم، مباراه سبورتنج والاهلي في نهائي كاس مصر. المباراه مقامه على صاله رقم 2 في استاد القاهره. خلينا نقول انه المباراه بتبقى دايما في نقط قوه ونقط ضعف هنا وهنا بالظبط. لو حضرتك احنا قلنا لو الاهلي محتاج يلعب سريع على الجناب دفاع، هل نادي سبورتنج بيفكر نفس التفكير ضد النادي الاهلي؟ هل محتاج يدافع محتاج يلعب؟ يعني احنا برضو نحط نفسنا مكان نادي سبورتنج كمان نشوف احنا كاستوديو تحليل يعملوا ايه عشان يوقفوا خطوره النادي الاهلي. الدفاع اهم حاجه طبعا. هل دفاع متقدم ولا دفاع متاخر زي ما احنا فضلنا؟ لا يعني، هو الدفاع بالنسبه للاهلي ممكن يكون متقدم لان عندنا باكات بتشوط حلو من بره. من بره، انا خدت بالي كمان امبارح في مباراه النهارده ما شاء الله احنا موفقين كمان. فالباكات عندنا كويسه في الشوط من بره قوي. وده كمان الحارس المرمى بتاعهم هايل بتاع سبورتنج. فمجرد ما ابتدى الدفاع يتقدم على الاهلي وابتدت خطورتهم تقف من بره، فده اكيد هيريح نادي سبورتنج. صحيح، وخاصه في وجود حارس مرمى كويس بالظبط، هيقدر كور اللعيب اللي يفوت من مانو او اللعيبه اللي فوت منها وراح على الجون في جون يقدر يصد كويس. وفي الحاله دي بقى بيبقى الشغل على الوينجات هو احسن حل. صحيح، يعني لو الباكات وقفت بنبتدي نشتغل على الوينجات، في ماتشات كتيره جدا بتيجي من الوينجات. من الوينجات لا، الوينجات دورهم مهم جدا خاصه بالزبط في الفاست بريك كمان، اللعب السريع والموجه الاولى والثانيه والثالثه، حضرتك اضرب مني بالكلام ده طبعا بالزبط. بس خلينا نقول برضو انه يعني اللعب السريع مطلوب، ولكن برضو اللعب المنظم هو ده اغلب وقت المباراه. يعني انت لو بتلعب سريع مطلوب وكل حاجه، ولكن في اغلب وقت المباراه احنا بنلعب زي ما بيقولوا يعني سيت بلاي او لعب على الواقف، برضه محتاجين تكتيك، محتاجين مين شايفه مين عندنا اللي يقدر يخلق المساحات، عنده مهارات عاليه يقدر يفوت ما بين الدفاعات سبورتنج. نصرة مميزه جدا في النقطه دي ولعبها رجولي جدا نصرة جدا جدا، وفي الدفاع يعني راجل يعني راجل لا ما هو حتى كانت ضيفتنا برضه هنا في ملوك الصالات نصرة كمان بتلعب كره قدم في نادي الطيران، حارس مرمى. عندنا كل الاسرار، عندنا ما فيش. والغريبه انت عارف يا كابتن سامح حضرتك، كنت بسال نصر، دي حاجه طريفه يعني، بس ايه اللي عايش فيها نصر عيد طبعا لاعبه النادي الاهلي، لعيبه كبيره
اتفرجوا عليها النهارده. وكمان نصرة ليها اختها مروه بتلعب في نادي نيس الفرنسي، وحنان اختهم الكبيره مدربه. نصرة لما كانت معانا ضيفتنا قالت انا بلعب كره قدم، فانا توقعت انها تقول لي بلعب فورورد، بلعب باك، حارس مرمى. بلعب حارس مرمى. بس انت ما بتلعبيش حارس مرمى في اليد. في اليد. فقالت لي ما هو ده بقى التميز. قلت لها طيب انت مين بس كده؟ قالت لي عصام الحضري. قلت لها طب في اليد مش فاكر بقى قالت لي مين بصراحه. بس نصرة حاله خاصه بصراحه. يعني حاله خاصه بصراحه. هي نصرة تعتبر ترمومتر فرقه النادي الاهلي. صحيح. لو هي فايقه ومشيه الملعب الفرقه كلها بتبقى عاليه. صحيح. في الدفاع وفي الهجوم. لو هي عندها دروب شويه ومش فايقه بتبقى الفرقه كلها. يعني عارف يا كابتن، انا بتوقع لنصرة لو لعبت بأداء ان شاء الله ربنا يحميها من الاصابه يا رب ان شاء الله، لو لعبت يعني بمستواها الطبيعي هتاخد كاس في بطوله افريقيا، كاس حاجه، يعني ممكن كاس احسن لاعب، كاس كان احسن لاعيبه في مركزها. يعني قصدي اقول اللعب برجوله ده ممكن مع الافارقه يعمل شغل طبعا، وهي عندها المقاومات انها تعمل الكلام ده يعني. ولا ايه رايك يا كابتن؟ طبعا. وبعدين هو في حاجه ثانيه، هي لعيبه مميزه بس اللي حواليها كلهم طبعا، يعني ده مليون في الميه يا كابتن. احنا بس بنقول ايه بنبتدي يعني هنقول حاله انها بتلعب كره قدم وبتلعب يد، بالظبط حاله طريفه، انما كل اللاعبات طبعا يعني لان اللي هنقول لعبه جماعيه مليون الميه. واللعيب اللي بيباصي كره حلوه كانه هو اللي جاب الجون، اسيست، برافو عليك، يعني بيبقى هو اللي جاب الجون. ده مش اللعيب اللي بيباصي كمان، ده لو حارس المرمى مطلع الكره بسرعه، بالظبط هو السبب في الجول. صح. يعني صح. ممكن حارس المرمى طلع الكره بسرعه وحصل بعديها باصتين ثلاثه، بالظبط، بس هو الاساس، هو الاساس في الهدف، بالظبط، هو البدايه، هو اللي نقل لنا الكره بسرعه. بالزبط. لا، اليد لعبه ممتعه جدا، لعبه جداً. ممتعه جدا. والحقيقه اللي معلي امتعنا فيها كمان يا كباتن، انا رايي يعني الالتحامات، هي لعبه عنيفه، بالظبط لعبه عنيفه. فده يعني معلش، يعني احنا هنتفرج النهارده على فريق السيدات، انتوا مش هتحسوا ان ده فريق سيدات، انا بقول للساده المشاهدين، هتحسوا ان في لعب وخشونه وضرب. فده ميزه اليد، كل ما يبقى في احتكاك في اي رياضه كل ما يبان المهارات اكتر. بالظبط بالظبط. طب خلينا اقول يا كابتن، يعني مين من اللاعبات النهارده تتوقع، انت شفت مباراه امبارح وشفت حالتهم الفنيه شكلها ايه، حالتهم النفسيه كمان، مين من لاعبات النادي الاهلي تتوقع النهارده انه ممكن يعملوا الفارق؟ ده توقع، وهن يعني هنتكلم بعد المباراه. ان نصرة وشيماء، نصرة وشيماء، وشيماء دي في الناحيه الفرديه. لكن في الناحيه الجماعيه عندنا ساره حسام، ودي دي باك ليفت ضريبه من بره. وعندنا اسراء، دي برضه لعيبه مميزه. وعندنا ونجات طبعا، مي هشام وساره حسام، دول يعني 80% من الشغل هيبقى عليهم. صلاح حسام ومي هشام. صلاح حسام ومي هشام. الونجين دول هيبقى لهم شغل كبير. طبعا. طبعا. ومي بصراحه يعني بتتميز بالسرعه برضو. يعني ربنا يوفقها. طيب يعني دول، خلينا نتكلم في حراسه المرمى، تفتكر مين ممكن تبدا او يبدا بيها؟ كابتن ياسر النهارده. هو طبيعي كابتن ياسر بيبدا بغاده. بيبدا بغاده. دايما. هل امبارح لعب بثلاث حراس مرمى كابتن ياسر وكابتن بيسا ولا ما لعبوش؟ امبارح لعبوا باثنين حراس مرمى في الملعب، وكانت في اللي هي هند كانت بتنزل في ضربات جزاء. هند كابتن ممكن تشوف تغيير النهارده ولا غالبا هيكون في حراسه المرمى؟ لا، هو بيبقى ثابت خلاص، هو بيبتدي بغاده عامه، ولو غاده مش موفقه شويه بتنزل امنيه. وخلينا نقول يا كابتن، يعني هل غاده وامنيه برضو حضرتك ادرى كمان، هل هم جيل واحد ولا جيلين مختلفين؟ غاده وحسام وامنيه خالد. لا، غاده يتهيألي قبل، يعني جيل قبل امنيه، يعني امنيه 96، غاده 93. بس مطلوب ده على فكره في حراس المرمى، مش جيل واحد. طبعا. يبقى في خبره اكتر. في لسه طبعا. والميزه ان هم الثلاث اجوان 3-1، يعني الثلاثه قلبهم على قلب بعض، والثلاثه كلهم واحد جون. روح النادي الاهلي يا كابتن، ده حاجه مسلم بيها من غير طب يعني كابتن، خلينا اسالك برضو حته المراكز، خلينا نعرف الناس الفريق، احنا قلنا اساميه، خلينا نقول مراكزه. اتفضلي يا كابتن سلام. في نبتدي من الوينج رايت ساره الخولي. وينج رايت ساره الخولي، تمام. 19. وبالنسبه لونجات ليفت في يارا شحاته. طب ساره الخولي مين ممكن يكون معاها في الوينج رايت؟ في امينه. امينه، طيب. ومين تاني بقى حضرتك، احنا بنتكلم في الناحيه الشمال بقى؟ بالنسبه للباك رايت. في اسراء، صح يا كابتن سامح؟ باك رايت اسراء. في دعاء. ودعاء، تمام. ودنيا صقر. دول ثلاثه بيلعبوا في الباك، في الباك رايت. رايت. تمام. طيب مين على الدايره يا كابتن برضو؟ دنيا شريف. دنيا شريف، هل معاها حد تاني؟ دنيا شريف. ياسمين عبد الرحيم. ياسمين عبد الرحيم. الاثنين دول على الدايره. طيب هسالك بامانه بقى، خلينا نقف شويه عند دنيا وعند ياسمين. دايما لاعبين او لاعبات الدايره بيكونوا
خلينا نتكلم بامانه بيكونوا الناحيه الهجوميه ضعيفه شويه. هل عندنا دي الحته دي ولا الاثنين هجوميا جامدين؟ هجوميا ولا دفاعيا؟ لا انا بتكلم على هجوميا عندنا ده، يعني قصدي اقول ان هو في بيكون يعني محتاجين اللعب الدفاعي اكتر، محتاجين شغل زق ضرب. الناحيه الهجوميه والتنظيم عاليين فيها ولا لا؟ طبعا هم يعني يعتبر لعيب الدايره عندنا كابتن هيثم في الهاندبول، اللعيب الدايره لازم يبقى قوي، لان لعيب الدايره بيزق هو اللي بيفتح للباكات، وهو بيفتح للهفات، وهو اللي بيطلع يحجز، وهو لو اللعيبه مزنوقه بره هو اللي بيطلع يسلم عليهم، بيحللوا المشكله صحيح، فمجهوده كبير. فاحنا عندنا الاثنين دول يعني دنيا شريف وياسمين عندهم حلول يا كابتن، عندهم حلول طبعا، لعيبه موازين ومهاريا عاليين ما شاء الله. طيب خلينا نتكلم، احنا اتكلمنا عن الـ عن الـ عن الـ طب خلينا الوينجات نشوف الوينجات اخبارهم ايه يا كابتن. احنا عندنا زي ما قال الكابتن سلوى، عندنا ساره الخولي وعندنا مي هشام وعندنا يارا شحاته تمام، وكابتن ياسر برضو ساعات بيحط دعاء او دنيا اللي هم اللاعبات اللي بيدوم الشمال ساعات بيتحطوا في الوينجات يعني فاهم ازاي؟ بيحب التكتيك بتاعهم باك باك ممكن يلعب وينج بس هو فدول بس عندنا اللعيبه المميزه في الحته دي يعني. وساره طبعا يعني في الوينج رايت في الوينج رايت مميزه بصراحه يعني. بس افهم من كلامكم يا كباتن عندنا حلول. انا بقول لي الموضوع ده فنيا عشان شوف يعني انا يعني بستشف من كلامكم عندنا يعني لو اتزنقت كابتن بيسا او كابتن ياسر في تغييره من لعيب للعيب او من مركز لمركز او وفره عدديه، لا ما شاء الله لا عندك كل مركز في كل مركز على الاقل اثنين لعيبه في نفس المستوى، وعندك لعيبات في مراكز ثانيه ممكن تستعين بها في مراكز ثانيه، دي في حد ذاتها برضو بتدي لفرقتنا تقل فني كبير. فخلينا نقول الحمد لله ان احنا كبنش. طيب هل يعني عندنا لاعبات خارج التشكيل كان المفروض يكونوا جوه التشكيله يا كابتن، ولا هو ده تقريبا قوام الفريق؟ لا هو ده تقريبا قوام الفريق. قوام الفريق لا ما عندناش حد بره يخش على دول يعني، مفيش اصابات بس. طب كابتن يعني ما عندناش مثلا حد من الناشئات الفتره اللي فاتت بيتمرن مع الفريق الاول حاسه انه بروميسنج ممكن في وقت من الاوقات يخش؟ عندك فكره مثلا عن اللي طالع مين كويس معانا؟ هو على طول كابتن بيسا بالدعم الحقيقه صحيح. يعني على طول بالدعم الدرجه الاولى، والفرق الصغيره دلوقتي ابتدى التصعيد يعني كابتن سامح فريق 2000 على طول، ممكن من 2002 يبتدي تصعيد، من 2002 2000 يبتدي يتصعد ل 98 صحيح. فده بيبقى حافز للبنات نفسهم و بيبقى استعداد كويس ليهم ان هم يحتكوا بفرق اكبر. فبالنسبه للدرجه الاولى على طول تفريغ من من السن الاصغر بالظبط. يعني احنا الحمد لله يعني نقول مرتاحين 10 15 سنه ما فيش مشكله عندنا خالص. فرقه الدرجه الاولى فيها 2 من 98 بيلعبوا اساسي في الدرجه الاولى خلاص. حضرتك قلت لي طب كابتن خلينا نتكلم برضو عن قواعد اللعبه، يعني الاتحاد بيحط ساعات زي ما بيقولوا مثلا يقول لك لا انا عايز 5 لاعبين مش عارف ايه اللي فوق السن كذا لا يبطل، دايما اتحاد اليد بيبقى سباق ببعض القوانين الحقيقه بتكون ليها مردود كبير في كره اليد، هل ده موجود في السيدات ولا لا؟ موجود طبعا القواعد السنيه دي موجوده في السيدات بس موجوده في الاعمار السنيه الصغيره. ايه الجديد اللي خدوه كاتحاد اليد؟ يعني في لا لسه اتحاد اليد ده ما خدش كل لا يعني دي. مش قصدي الاتحاد اللي موجود او ايا كان، بتكلم على الفتره اللي فاتت، يعني ايه اللي اتاخد في كره اليد سيدات من قرارات شايفين ان هي فرقت في اللعبه؟ هو طبعا موضوع الثلاث اشواط بس انا وجهه نظري انا الشخصيه ان الموضوع ده احنا مش محتاجينه صحيح. لان كل ما فيش حاجه اسمها بره حد هو بيلعبوه عشان بطوله البحر الابيض المتوسط تمام، عشان يخدموا بيها المنتخبات في السن ده، طالما المنتخبات في السن ده لعبت وخلصت ممكن نرجع بقى للاصل بتاعنا الشوطين، ارجع بقى للاصل تاني العب هاندبول العادي صحيح. لكن في حاجات ببقى انا بعملها او الاتحاد بيتخذ القرارات دي عشان اخدم بيها المنتخبات صحيح، فما فيش مشكله خلاص احنا خدمنا المنتخب يعني احنا لسه يعني ممكن نشوف نرد تاني الشوطين عادي الطبيعي ان احنا لازم نرد الشوطين طبيعي لان ده ضاع فرص فرق كتير قوي. هو عايز يوسع القاعده ماشي، لكن انا في السن بتاع مثلا 17 سنه 18 سنه مش محتاج اوسع خلاص بيلعبوا درجه اولى خلاص فمش محتاج ان انا احط لهم القوانين الاستثنائيه دي يعني. صحيح. ويتهيألي ان الاتحاد ده هيبتدي ياخد القرارات دي ان شاء الله الفتره اللي جايه. طيب في حاجه ده بالنسبه للتنظيم للوقت المباراه، هل في حاجه بخصوص السن؟ هل مثلا حطوا اعمار معينه؟ لان انا ليه بسال؟ لان دايما الحقيقه اتحاد اليد دايما سباق سواء اللي موجود او اللي قبله كله، كل من ساعه كابتن حسن مصطفى ما كان رئيس اتحاد وتتوالى بعديه الاتحادات كان دايما بيقود الاتحادات في الافكار الجديده والاسلوب. هل في حاجه بالنسبه للاعمار ولا هو فاتحها برضه ما عندوش مشكله؟ لا بالنسبه للاعمار هو عامل ميزه الطول ان انت تصعد من 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 مرحله لمرحله لازم يبقى طول بيعدي مرحله معينه، يعني انت مثلا من 98 عشان تصعد درجه اولى تقريبا 176
جميل. ومن 2002 عشان تصعد 2000 100 حاجه 100 برضه تقريبا. عايز احجام معينه او اطوال معينه تلعب عشان تفرق، تعمل فرق مع الفرقه الاكبر. ودي ميزه بصراحه يعني. برافو. دي ميزه. برافو. والحاجات دي طبعا هتخدم المنتخبات. صحيح. بحيث ان اللعيبه اللي مثلا 98 عايز تعلي الاطوال. بس فتعلي اطوال وتعلي الخبرات بتاعتهم. صحيح. فاهم ازاي؟ صحيح صحيح. طب انت يا كابتن شايف ان ده برضو يفيد المنتخبات؟ هل لما نستعين بلاعيبه او ناشئه من سن اصغر بس تكون اطول، ده بيديها خبره ونفس الوقت الفرقه الكبيره بتستفاد؟ الفرقه الكبيره بتستفاد، بس لازم طبعا مهاريا تكون كويسه، لان ممكن حد يكون طويل ومش مهاري. بالظبط. وممكن يعني احنا زمان موضوع الطول ده طبعا ما كانش موجود. ما كنتش هلعب اصلا. لا بس يا كابتن حضرتك كنت لعيبه كبيره طبعا. ربنا يخليك. فالمهارات بتفرق. يعني ممكن مهاريا السرعه تعوض فرق الطول. صحيح. لكن هما الاختيار بيبقى بالطول، وفعلا بيبقوا مهاريا هايلين. هايلين. فبنبتدي نشوف عناصر كويسه جدا. خلي بالك انت بتاخدي قرار وتشوفي مردوده او فايدته ايه. بالظبط. ومفيش قرار بيدوم على طول، حتى لو كويس او وحش ما بيدومش على طول، بس بيتهيألي ده المهم يعني بالبلدي كده نشغل دماغنا. بالظبط. نشوف ايه اللي مطلوب ونعمله. الحاجه الايجابيه نستفيد بيها. بالزبط. والسلبيه نبتدي. بالظبط. طب خلينا برضو نرجع تاني لمباراه النهارده، يمكن لو نقدر يا جماعه بعد اذنكم بس يعني الاعداد معايا، لو نقدر نجيب تشكيل نادي سبورتنج يبقى كتر خيركم برضو اسامي الجهاز عشان نحط برضو ضيوفنا او طبعا نجومنا في الاستوديو التحليلي برضو يقولوا لنا ابرز اللاعبات للجمهور مين اللي يقدر يركز عليهم، فاستاذنكم لما يبقى في التشكيل جاهز بس تبعته لي. الحاجه الثانيه خلينا نرجع النهارده لمباراه النهارده، انت حضرتك بتقولي منتخب مصر، يمكن النهارده لو في مدير فني منتخب مصر اكيد طبعا النادي الاهلي ونادي سبورتنج هيكون ليه زي ما بيقولوا اكتر اللاعبات هيكونوا منهم، لو الطبيب يلعبوا. هل نفس الكلام ده في الدوري العام هتلاقي برضه نادي الاهلي ونادي سبورتنج في الفاينل؟ او الشمس. والشمس. منافس يعني يعتبر. يعني احنا سكتنا في الكاس كانت صعبه عشان قابلنا الشمس امبارح. هو المفروض ان احنا يعني طبعا يعني اعلى منهم، بس فرقه الشمس طالعه في جميع المراحل السنيه بقوه. سواء بنات او بنين. بقى لهم فتره مستمرين كده لان بيحصل ساعات طفره وبعد كده. بالظبط. بقى لهم كتير يعني بقى لهم كذا سنه. بس السنه دي من الواضح ان في شغل. وفي كنترول في نادي الشمس. طب يعني كابتن سامح ممكن حضرتك تستعرض معايا مشوار فريق سبورتنج لوصوله الدور النهائي؟ فريق سبورتنج لعب دور الثمانيه مع سموحه طبعا المنافس التقليدي في اسكندريه، ديربي اسكندريه. والماتش زي ما احنا شايفين خلص 18 17 فرق جون. يعني الماتش كان لا ده فرق جون، انا فاكر 28. انا اسف كنت 28 فرق جون. الماتش متأزم لان هم الفرقتين دول يعني مع بعض حتى لو فرقه عاليه او فرقه اقل. ديربي اسكندريه الاثنين مع بعض يبقى ماتشهم في الملعب. بس مش ملاحظ حاجه يا كابتن، السكور كان قليل 18 17، واضح انه كان ماتش عصبي شويه. ما هو ماتشاتهم المنافسه بينهم بتبقى فظيعه يعني 18 17 ده فرق جون بيتهيألي. لا ده لو ده اللي يدل ان المباراه كانت دفاعيه وشداق وخبط. يعني الجون كان بيجي بالعافيه. الجون كان بيجي بالعافيه. بعدين النصف النهائي لعبوا مع الطيران اللي هو السيمي فاينل، النتيجه 31 23 طبعا. بس برضه خلينا استوقف حاجه يا كابتن معلش، الطيران برضه في كره اليد كان اسم كبير طول عمره، بس الحقيقه الفتره دي شايفين فيه بعد شويه، هل الكلام ده حقيقي ولا نادي الطيران فعلا موجود على الساحه كره اليد بقوه؟ لا للاسف الشديد ان هو نادي الطيران يعتبر من الانديه العريقه في كره اليد. بالظبط. عشان كده بقول لحضرتك. بس احنا في حاجه كابتن ياسر طبعا مش هنختلف عليها، الماده. احنا طالما مفيش امكانيات ماديه مش هيقدر يحافظ على اولاده. بس فدي مشكله نادي الطيران ان هو مفيش امكانيات، مش قادر يحافظ على اولاده ومش قادر يجيب حد كمان يلعب. ثلاث اربع لعيبه بتوع الدرجه الاولى مشوا. انما نادي الطيران الحقيقه عنده كفاءات فنيه. طبعا عنده كفاءات وعنده جهاز ناشئين. عنده قطاع كمان تحت. عنده قطاع لعيبه كويسين مميزين. صحيح. يعني بس على الدرجه الاولى لا، انت محتاج تحط فلوس كتير. بس كده. طب اتفضل يا كابتن. يبقى النصف النهائي كان سبورتنج والطيران. خلص 31 23 فرق كبير. يعني فرق كبير طبعا. فرق سبورتنج كانت مميزه في الماتش ده يعني. والطيران بقى يعني الاهلي وسبورتنج اهو طلعوا في النهائي ان شاء الله. وان شاء الله نتمنى نتفرج على المباراه قبل النهائي. كانت امبارح برضو، عايزين نوضح للساده المشاهدين سواء احنا او مباراه النادي الاهلي ومباراه سبورتنج كانوا امبارح. بس ده مش غريب شويه يا كابتن، يعني يحطوا ماتش النهائي وقبل النهائي ورا بعض يومين ورا بعض، مش محتاجين يوم راحه ولا ده عادي؟ هي دي مشكله ان انت هتلعب ماتشات الجمهوريه الاسبوع الجاي على طول. طب ما يوم يعني قصدي اقول النهارده احنا امبارح لعبنا قبل النهائي، امبارح كان يوم الخميس. اديني جمعه والعب سبت. هي بص بتختلف يا كابتن ياسر في ايه؟ ان هو بيبقى مرتبط بمواعيد الصاله.
صح، برافو عليك. صح، يعني هي دي الازمه. لا صح، هي دي الازمه. لا ده ازمه في كل الاتحادات. انت عشان تاخد ميعاد مباراه لازم تشوف الاتحادات الثانيه حاجزه ايه، والالعاب الثانيه العاب الصالات كلها بتلعب، وصاله 2 دي اكبر صاله هناك. هي دي المشكله. طيب خلينا نروح لكابتن سلوى. يا كابتن يعني نستعرض مشوار النادي الاهلي، اتفضل يا كابتن. بالنسبه لدور الثمانيه، الاهلي لعب مع الجزيره وكانت النتيجه 28-18. طبعا ملاحظين الفرق، يعني تعتبر المباراه كانت من جانب واحد يعني اللي هو الاهلي يعني. تمام. امبارح نصف النهائي كان الاهلي والشمس، والنتيجه خلصت 28-23. تمام. طيب انا بيبلغوني فريق الاعداد انه الشمس والطيران بيلعبوا على التالت والرابع دلوقتي يا كابتن، والنتيجه 21 للطيران 20 للشمس. يمكن مفاجاه؟ صحيح، بس هو المباراه ما انتهتش، بس يعني النتيجه دي بالنسبه لنا مفاجاه، لان احنا الشمس بنتكلم ان هي في حد يمكن الشمس احبط امبارح بعد الهزيمه ولا ايه؟ هو عامه ماتش الثالث والرابع ما بيبقاش فيه روح، بيبقاش فيه يعني روح. خلاص. لا بس ميداليه يا كابتن، ميداليه طبعا، بس يعني بيبقى فقد روح البطوله. صحيح، فده مش مؤشر لاي لا 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 مش مؤشر. وبعدين نادي الشمس ممكن في اخر الماتش بيقلب الموازين. رايك كده يا كابتن برضه؟ طبعا رايي مع كابتن سلوى، بس هي إيه برضه ان نادي الشمس مش هيفضل ان هو يطلع من غير ميداليا. وبعدين هو نادي الشمس طلع كل اللي عنده امبارح. صحيح. فنازل النهارده هتلاقيه نازل برضه ايه، مش زي المباراه بتاعت امبارح، بس هو هيعرف يجيب الماتش ان شاء الله. يعني انا عارف ان نادي الشمس هيعرف يجيب الماتش. عنده خبرات وعنده طبعا عنده خبرات وعنده لعيبه تقيله. طبعا. فيعرف يجيب الماتش يعني. طب بس انا عايز اعرف النتيجه يا جماعه بعد اذنكم دي، احنا ده الشوط اللي احنا في الشوط الكام؟ يعني برضه هتبقى مؤشر اكتر لو في النهايات يبقى لا بيقرب يعني برضه. وبالتالي ده ممكن يكون في اوائل الشوط الثاني، النتيجه دي في اوائل الشوط الثاني. اوائل الشوط الثاني. الشوط الثاني بالظبط، هم بلغوني الشوط الثاني. طيب خلينا نقول برضه انه شمس طيران ثالث رابع، ان شاء الله اهلي سبورتنج اول ثاني. خلينا نقول النهارده برضو حته، يعني انا بتوقع ان هيبقى في حضور جماهيري اكتر من امبارح شويه. يمكن الجمهور هيجي النهارده يتفاعل، بيسخن عشان بطوله افريقيا اللي جايه للطايره ان شاء الله اللي هتنطلق الاسبوع ده. بيتهيألي ده هيبقى دفع كبير جدا للاعبات لما يفاجئوا ان كاس مصر اول مره يبقى ليه تغطيه ليه حضور جماهيري. بيتهيألي انا بتوقع ان الفرقه دي هيبقى ليها شأن تاني بعد ما اتحط عليهم السوق. انا معاك طبعا، جماهيري واعلامي. الفرقه دي مع وجود الجمهور، مع ان هم عارفين ان المباراه متذاعه، لا الفرقه هيبقى لها شكل تاني يعني صحيح. فرقه النادي الاهلي هيبقى لها شكل تاني، وهنشوف ماتش غير ماتش امبارح خالص. يعني الناس اتفرجت على ماتش امبارح، هتتفرج على النهارده على ماتش غير ماتش امبارح، وفرقه تانيه غير فرقه امبارح. صحيح. طب كابتن خلينا نقول انه الفرقتين يعني سبورتنج حقه الشرعي انه يدافع عن البطوله، حقه انه يلعب لانه ده نهائي، حتى لو في فرق مستويات بس هيلعب على البطوله. هنشوف النهارده شويه عصبيه في الملعب، يمكن هنلاقي شويه احتكاك شويه زق، ولا ده طبيعي في كره اليد؟ لا هو ده طبيعي، بس خلي بالك ان فرقه سبورتنج هي المنافس يعني من تقريبا من سنتين. فرقه سبورتنج احنا برضه لعبنا معاها ماتش الكاس وكان في يعني فاهم اكسترا تايم، والماتش كان مأزم يعني. فالفرقه دي ماتشها في الملعب. الملعب بالظبط. فدي ما ليه انا بقول كده بس حضرتك السؤال ده؟ عشان برضه الساده المشاهدين ما يفتكروش ان الماتش هيبقى وان سايد جيم من اول دقيقه لاخر دقيقه. بالظبط يا كابتن سلوى، الله ينور عليك. انت ليه دايما انت بتاهل؟ يعني احنا كان استوديو تحليلي الجماهير بتبقى قاعده بتبقى يعني بتاخد لا المعلومه منك. ماتش جامد، ماتش جامد، لان فرقه سبورتنج فرقه محترمه وفيها عناصر كويسه جدا. مين المدير الفني يا كابتن؟ مين المدير الفني؟ محمد عبد السلام. كابتن محمد عبد السلام. اتفضل. فان شاء الله يعني لا الماتش جامد. ماتش جامد ان شاء الله نتفرج على الماتش كويس، وان شاء الله يكون الفوز من نصيب الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب يعني خلينا نقول نرجع تاني، مش هنلاقي يعني برضو هل ممكن نلاقي في شد في جذب في ولا ده ما بنلاقوهوش في كره اليد السيدات؟ لا هو لازم يبقى في شد وفي جذب. وبعد كده اللعيبه اصحاب يطلعوا من الملعب كلهم اصحاب بعض يعني نكسر بعض وبعدين بقى بعد كده لازم وبعد كده بعد كده احنا اصحاب، ما فيش اي مشكله. يعني انا بقول ليه كده؟ بقول للناس هتستمتع بماتش. طبعا انا ليه انا عارف الاجابه يعني، ما احنا شفنا وبنحضر تمرينات البنات وبنشوف، بس هو الفكره ان ممكن الجماهير تبقى فاكره انه ماتش بنات ولا هيبقى فيه ضرب وهيبقى فيه زق وهيبقى فيه وطرد دقيقتين عادي جدا، مفيش وهنكسر بعضينا مفيش اي مشكله خالص، وبعد كده نطلع في الاخر صحاب. طيب خلينا نقول برضو التحكيم. انت حضرت امبارح، طبعا لا تعليق على التحكيم ك يعني غلطات او غير غلطات، لان احنا طبعا بنقدر حكام مصر جميعا الحقيقه، ولكن خلينا نقول التحكيم. انت شايف يعني التحكيم في كره اليد مش بس السيدات، لان يعني ده الجزء الاهم. شايف الدنيا ماشيه للاحسن كمستوى تحكيم في مصر، ولا محتاجين شغل فيها كابتن؟ لا بصراحة محتاجين شغل. محتاجين شغل. بصراحة يعني. احتكاك خارجية للحكام. احترامي للمنظومة بتاعة التحكيم، بس احنا محتاجين تركيز شوية على الحكام، لأن ده
من اساسيات اللعبه. انا شايف انه اساس رقم واحد. اه طبعا. لان ممكن الحكم مثلا يضيع لك مجهود سنه كامله. اه طبعا. صفاره. فانت محتاج. طب من وجهه نظر حضرتك يعني شايف ممكن ازاي الحكام يزيدوا زي اللعيبه في مستوى؟ هل مثلا باعارات خارجيه؟ هل ازاي؟ يعني هم الحكام يزيدوا زي ما عملت الكوره. ادي دراسات للحكام. دايما خلي فيه مراقبين على الحكام. اعمل فيديوهات للماتشات وبين الاخطاء الحكام، تقعد الحكام كلها وتشوفوا اخطاء بعض. الكلام ده يتدرس كمان طبعا. الكلام ده مهم جدا بحيث ان انت تعلي، لان انت يعني كمان انت عندك حكام صغيرين في السن، يعني 98 و2000، يعني في ناس بتبقى موجوده على الترابيزات وفي ناس بتحكم. صحيح. فده سن صغير ممكن ما يكونش لعب فتره طويله، فاهم ازاي؟ فلازم تثقله بالدراسه. صحيح. فما ينفعش انا اجيب حكم واحد 98 مبطل واحطه في ماتش نهائي. هو لاعب انتقلوا من لاعب لحكم، عايز شغل تاني. بالزبط. عايز استعداد تاني. بالظبط. لان ده مجهود فرقه سنه كامله، ومجهود مدرب سنه كامله، ومجهود نادي سنه كامله بمصاريفه. صحيح. ما ينفعش انا اضيعه عشان صفاره. صحيح. رايك نفس الكلام يا كابتن؟ اه طبعا. ممكن الاخطاء ما تكونش مقصوده طبعا. بس لازم دورات تدريبية كتير بالنسبة لهم. يعني لازم يتفرجوا كتير، خصوصا لو الحكم ما كانش بيلعب. صحيح. زي ما بتفرق المدرب اللي كان بيلعب، زي ما بتفرق بالظبط الحكم اللي كان بيلعب. في حكام فاحساس الملعب ما بيبقاش بالزبط. يعني فلازم يزودوا بقى بالدراسه، يزودوا بالفرجه طبعا على ماتشات كتير. زي ما كابتن سامح قال طبعا، ان هم يعني يبتدوا الحكام يتفرجوا مع بعض وكل واحد يقول الاخطاء. الحكم دلوقتي مثلا ده كان المفروض ما يتحسبش فاول، كان المفروض يتحسب ايه، كان المفروض. لان طبعا احنا يعني حسن النيه متوفر طبعا. لا احنا ما بنتكلمش، احنا بنتكلم على المستوى الفني. بالظبط. تطوير المستوى الفني. انما طبعا حسن النيه احنا لا، ما فيش كل احترام التقدير لحكم. طبعا. لكن ممكن خطا غير مقصود يضيع تعب سنه كامله. عشان كده احنا بنتكلم ان محتاج المستوى التحكيمي يعلى. يمكن كل الاتحادات الالعاب الجيصالات عندها مشكله في موضوع التحكيم الحقيقه، سواء سله طايره يد، محتاجين طفرات كبيره في الموضوع ده، لان احنا طول عمرنا عندنا حكام وحكمات على اعلى مستوى. طبعا. بس الفتره الاخيره الحقيقه شايفين دروب جامد في العاب الصالات. بس في عناصر مميزه جدا. اكيد. بس احنا عايزين المزيد. بالظبط. وعايزين بالزبط. حتى العناصر المميزه دي تشد وراها يعني زي ما بيقولوا مقطوره كبيره من الحكام، لانه احنا عندنا الكفاءات وعندنا الامكانيات البشريه، بس محتاجين سيستم يفرز حكام كويسين. بالظبط. بالظبط. يعني احنا خلينا نقول النهارده ممكن نشوف عنصر نسائي كحكام، ولا هيكون اغلب الحكام او الثلاث حكام هيكونوا رجال؟ اه. هو في التوأم الحكمين التوأم دول. من يعني معظم الماتشات النهائيه دلوقتي بقت بياخدوها. بس ما اعرفش النهارده هيبقى ايه رايك يا كابتن؟ هو يعني دول لو موجودين، انا اصلا عارف ان هم دول ساعات بيسافروا بيلعبوا بطولات بره افريقيه، بطولات عربيه، بيحكموا بره. بيحكموا بره. لو هم موجودين يعني اتوقع نسبه كبيره ان هم يديروا ماتش النهارده. يديروا ماتش النهارده. طيب بالنسبه برضو يعني خلينا نقول يعني للاعبات بتوعنا، مثلا احنا دلوقتي عندنا تشكيل، عندنا حراس مرمى، عندنا توليفه كبيره جدا من اللاعبات. الموضوع بيبقى الجهاز الفني صعب، ان انت عندك التشكيله دي من اللاعبات، واللاعبات كلها نجوم او نجمات. ازاي كابتن بيسا بتقدر، او كابتن ياسر طبعا المدرب العام، ازاي بيقدروا يوفقوا ما بين النجمات دي بشكل ان اللعيب ما يهربش منك في الملعب؟ الموضوع صعب يا كابتن، خلي بالك، لان عندك مجموعه من نجمات كتير جدا. هو بص يا كابتن ياسر، انا يعني كابتن ياسر وكابتن بيسا هم مسيطرين على القصه، بحيث ان اللعيب اللي قاعد على الدكه زي اللعيب اللي في الملعب. فهو حاسس في اي وقت لما هينزل، انا هدي، انا لعبت 10 دقائق، لعبت 5 دقائق، لعبت ربع ساعه، انا بنزل عارف انا وظيفتي ايه، بنزل اعملها. صحيح. وما تفرقش انا جوه ولا بره، لان انا اللي جوه ده مش احسن من اللي بره. صحيح. هي ظروف او فكر مدرب ان انا بحط ده في الوقت ده. نعم. وعايز ده ينزل في الوقت ده، فلازم اللي جوه واللي بره يبقى كلهم على ايد رجل واحد، قلب رجل واحد. وكلهم ما فيش زي ما قلت لك قبل كده ان هم كلهم واحد، يعني كل اللي جوه زي اللي بره تكنيكيا ومهاريا، كلهم وخبرات برضو. صحيح. كلهم يعني ما فيش حد مميز، كلهم زي بعض. صحيح. طب يعني نفس الكلام يا كابتن ثروت، تتفق مع كابتن سامح في حته انه اللاعبات كلهم ما فيش فرق بين اللي يلعب، مين اللي يطلع، مين اللي ينزل؟ لا 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 طبعا. الموضوع متسيطر. بالعكس، ممكن اصلا لاعب يبقى موجود على الدكه ويبقى هو يعني الورقه الرابحه في الماتش. بيبقى المدير الفني عارف هو هينزله امتى. نعم. وهو هيجيب له الماتش امتى. نعم. وممكن طول الماتش ما يكونش موجود في الملعب. صحيح.
بس دي محتاجه تاهيل نفسي من الجهاز الفني يعني. اه طبعا طبعا كابتن ديسا يعني في الموضوع ده، وطبعا كابتن ياسر، يعني الفريق كله بيبقى حاسس ان هو واحد، ما فيش فرق بين اللي جوه وبين اللي بره، وده ان شاء الله ان شاء الله هتحسه مع صفاره النهايه ان شاء الله لما نكسب. صحيح. ما بتحسش ان مين لاعب او مين مين. اه بالظبط بالظبط. طب كابتن، احنا عندنا كابتن الفريق مي هشام. مي هشام اه. طيب خلينا نقول انه مي اكبر اللاعبات، يمكن هي اكتر اللاعبات اللي شاركت في بطولات مع النادي الاهلي. يعني عايزين نتكلم عن مي شويه، يعني يمكن بتلعب من سنه كام، درجه اولى؟ يعني هي كابتن الفريق بيبقى ليه دور كبير جدا، يعني عندها كام سنه؟ محتاجين نعرف الكلام ده ليه، لان مي ليها دور كبير جوه وبره الملعب. اه طبعا كابتن الفريق بيبقى مختلف بالظبط، هو ده اللي بقوله يعني. دايما احب انا اتكلم كتير، لان كابتن الفريق هو يمكن المقطوره اللي بتشد اللاعبين. بالظبط بالظبط، دايما تدق يعني دلوقتي. هو كمان بيبقى ماسك زمام الفريق بالزبط. بجانب المدير الفني بالزبط. هو اللي بيعرف يجمع اللعيبه، هو اللي بيبقى مصاحب اللعيبه كلها، هو كانه مدير فني بس على الغلط. بالظبط بالظبط بالظبط. اه طيب يعني مي، هل مثلا هي كبيره جدا على اللعيبات؟ يعني مي كام سنه دلوقتي مثلا يا كابتن؟ مي حوالي 27 28 تقريبا. اه مش كبيره قوي. طيب يعني برضو لكن خبرتها طبعا، وبعدين هي لعيبه مميزه لما زادت حتى المميزه. اه بالظبط بالظبط. يعني كابتن فريق في الملعب وبره الملعب. وبره الملعب وبره الملعب. ومحبوبه من زميلتها. من زميلتها. اه وده حاجه ضروريه جدا في كابتن الفريق. طب يعني خلينا نقول في كره اليد انه يعني برضو لعبه زي ما بيقولوا عنيفه شويه. وممكن كمان في السيدات ممكن تلاقي في لاعبات بيبتدوا معاك وبعد سنه اتنين ما يتواجدوش، يعني عارفه ممكن ظروف خاصه، ممكن تكون سفر، الزواج، دراسة. الشغل، الدراسه. فدي موضوع في منتهى الخطوره. انا عايز احط فيه الضوء النهارده انه انت بيبقى عندك ممكن النهارده التشكيل، ممكن السنه الجايه تلاقي تشكيل الفرقه اتغير خالص نتيجه ظروف طرقت، لعيبه سافرت، لعيبه جت بتاع. طب ايه حل الموضوع ده؟ ما هو في بدايل، وهو ده اللي النادي الاهلي على طول شغال عليه، هو ما بيقفش على لعيب. تمام. لازم يبقى فيه بدايل، والبدايل بيبقى المستويات متقاربه جدا. صحيح. بحيث طب انا عندي لعيبه طالعه لي من الناشئات واللعيبه دي كويسه جدا، بس في الدرجه الاولى المكان بتاعها متستف زي ما بيقولوا، ما فيش مكان. هل النادي الاهلي برضو عنده حته سياسات انه يطلع اعارات ويرجع، ولا الكلام ده مش موجود في كره اليد؟ لا بالنسبه للسيدات لا مش موجود. مش موجود. يعني ممكن بالنسبه لفريق الرجال موجود. بيحصل اعارات. يطلع اعاره سنه ويرجع سنه. ممكن حتى بره مصر كمان يطلع، لكن بالنسبه للسيدات مش يعني موضوع الاعارات ده مش مقفول شويه. نفس الكلام يا كابتن سامح. هو طبعا موضوع الاعاره زي ما قال الكابتن سلوى، لا عندنا في البنات، لان انا ما فيش نادي هيدفع فلوس في لعيبه عشان تيجي تلعب له سنه. صحيح. ليه؟ لان النادي اصلا عارف ان هو مش هينافس. صحيح. فانا هاخد لعيبه بس مش لازم، مش قصدي اعاره يبقى ان انا امضي عقد ثلاثي، لا انا قصدي اعاره يعني ايه؟ انا هديك اللعيبه بتاعتي لمده سنه والاتفاق يكون كده، يعني العقد هيكون سنه. ده موجود برده في كره اليد، مش يكون ثنائي، يكون ثنائي برده وهيكون عقد سنه واتفاق اللاعب مع النادي اللي رايح له، بس سنه او سنتين على حسب ما انا عايزه يرجع لي تاني. ده موجود ولا لا؟ لا موجود. ما احنا واخدين شيماء دي اعاره. اعاره سنه. واخدين عادي اعاره سنه. الكلام مظبوط. يبقى شيماء محمد احنا واخدينها بس هترجع تاني النادي المعادي. لو عايزين ناخدها طبعا نهائي يبقى بندفع. شروط تانيه بقى. بندفع. يعني قصدي اقول ان برضه في كره اليد سيدات في انتقالات وفي اعارات وفي. موجود طبعا. شيماء من بنات النادي المعادي ولا كانت لا اصلا النادي المعادي، النادي المعادي. بالنسبه للموضوع اللي انت اثرته ان هو موضوع ان اللعيبه اللي ممكن تقع منك في موسم او الكلام ده، بالنسبه للنادي الاهلي ان القصه دي انا عشان اللعيب من صغره وهو طالع انا ببقى عارف مين اللي مكمل، يعني الفرقه عندي 20 لعيب انا ببقى عارف عندي خمسه هيكملوا. انت عارف دول حابين اللعبه ودي نمره واحد في حياتهم، فدي بتبان من الصغر. فببقى طالع دول حلوه دي على فكره. عارفين دول يعني دول اللي مكملين، فدول اللي ببقى عامل حسابهم. صحيح. عندي سته مثلا مكملين، ممكن يقع منهم واحده، ممكن يقع منهم اثنين، بس عندي اربعه خلاص طالعين من كل مرحله سنيه. لما يطلع عندي اربعه يبقى انا مع بتوع الدرجه الاولى. يبقى انا كده تمام استكفيت. يعني لان انا دي حته كويسه، يعني انت برضو كمدير فني عندك احساس، بتبقى حاسس. يعني حد بيبقى لا واخد الرياضه يعني يعني زي ما بيقولوا هوايه غير اللي مركز، يعني مثلا نصر مركزه
في اليد، يعني ممكن ناصر ما تتخيلش نفسها ما بتلعبش يد، فانت عامل حساباتك عليها. يعني كل لعيبه الدرجه الاولى احنا شايفينهم دول من صغرهم عارفين ان اللعيبه دي مكمله درجه اولى. مكمله درجه اولى. فانت في كل مرحله ما بتتفاجئش، يعني انت قصدك تقول احنا ما بتتفاجئش، احنا بنبقى عارفين. لا بتبقى عامل حسابك. كل مرحله سنيه عندك ثلاث اربع لعيبه عارف ان دول هيكملوا في الدرجه الاولى. هيكملوا، عشان ليه بقول كده؟ في الولاد خلاص اللعيب طلع الدرجه الاولى انت عارف ان ده مكمل وقاعد وده بقت شغلانته وكل حاجه. لما في السيدات لا الموضوع مختلف. فانت ممكن تيجي تبص تلاقي نفسك وقع منك اربع لعبات، بس انت حضرتك بتقول لي ريحتني جدا في الاجابه، قلت لي لا ده احنا بنبقى عارفين ومتوقعين مين اللي ممكن يكمل ده من صغره كمان ومين اللي طالع رايح الدرجه الاولى يشيلها. طب يا كابتن خلينا نقول سن الاعتزال في اللاعبات في كره اليد ده على حسب العطاء، يعني احنا شفنا الاعمار زادت في الولاد، الاعمار زادت في كره اليد الرجال، ممكن نوصل دلوقتي في الحاجه و30 مريح ما فيش مشكله خالص. شفنا كريم السعيد كابتن الفريق اعتزل 36 او 35 سنه. هل نفس الكلام ده في السيدات ولا الاعمار بتبقى اقل في الاعتزال؟ لا هي في السيدات مختلفة شوية. مختلفة شوية، لأن في السيدات أنت اللي بيطلع لك من تحت فخلاص حاطط، أنت حاطط واحد مكانه، يعني في لعيبة مثلا سنها كبير عندك اثنين ثلاثة طالعين من تحت هيلعبوا غير الولاد. غير الولاد يعني الواد أنت ما يبقى عندك لعيب مميز زي مثلا سي مثلا زي حسن يوسف في نادي الزمالك. تمام. ما هو ده في مكانه. لغايه دلوقتي حسن يوسف حاجه شايف بقيت. خلاص بيقعد براحته. فقاعد بيلعب. أحمد الأحمر بيلعب. ما فيش حد راكب مكانه. صحيح. لكن احنا في البنات عندك التبديل موجود على طول واللي طالعين كتير. طب يا كابتن هم يعني الزملاء بيبلغوني في الاعداد نتيجه الطيران والشمس 27 27 في الدقيقه 27، يعني ده كله 27 في بعضه كده في الدقيقه 27 والنتيجه 27 27. لا النتيجه ماتش لازم خلاص ماتش جامد قوي. لا كده بقى ما نقولش بقى خبره. لا 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 بس خلاص. طب خلينا نعمل كده زي ايه يعني يعني مش رهان بس توقع. انت توقعي مين يكسب الطيران ولا الشمس يا كابتن؟ الشمس. ها توقع مين يكسب؟ الشمس. الماتش ما فيهوش تعادل خلاص ده تالت رابع. لا خلاص كده خلاص. والله يا كابتن انا يعني انت حضرتك برضو الشمس. طب خليني اقول غيركم. الطيران يعني ما ينفعش احنا الثلاثه نجمع يعني الشمس. لا يعني ممكن الطيران. اصل انا بقول ايه ان الفرقه اللي بتبقى يعني طيران يعني عندهم مشاكل مش يعني عندهم نقص عددي كلبشوا في الجيم كده لا ممكن يخطفوه. يعني انا دي وجهه نظري. هو بص يا كابتن بص العناصر لعيبه. لا انت طبعا اساتذتنا طبعا وخبره عندي في كل حاجه طبعا. عناصر لعيبه الشمس مختلفه عن عناصر لعيبه الطيران. انت عارف ممكن الجيم يخلص ازاي. ممكن بقى زي ما انت بتقول كده دول ماسكين خلاص ثلاث دقائق يعني ده مش ثلاث دقائق ده الدقيقه 27 دقيقتين ونص. لسه هخش اكسترا تايم لو فضلوا على كده اكسترا تايم. بس لا انا ما اتوقعش اكسترا تايم. لا ما اتوقعش لان الشمس برده فيها يعني لعبات. وعلى فكره اقول لحضرتك حاجه وارد ان احنا نشوف ماتش الاهلي والسبورتنج كده. طبعا يعني وارد نشوفه كده. وارد نروح على اكسترا تايم عادي. يعني الناس ما تستغربش ان الفرق ماشي كده. لا طبعا لا. يعني ممكن يحصل مع سبورتنج كده ان شاء الله. يعني مش عايزين ناهل نفسنا لاي سيناريو. احنا نتمنى طبعا احنا طبعا قناه النادي الاهلي ونتمنى الفوز النادي الاهلي ما فيش كلام. ولكن احنا بنقول انه ان الجمهور يبقى متوقع ان ممكن المباراه تبقى مأزمه كده ما فيش اي قلق. بالعكس تدعم فرقتك وتقف وراها لغايه النهايه. طبعا. وخلي بالك برضو يعني الكلام ده هنشوفه ابتداء من يوم اليوم 5 ان شاء الله في الـ يمكن هخرج شويه اروح للكره الطائره اللي هي سيدات كابتن حمدي الصافي. الاجتماع الفني ان شاء الله هيبقى يوم 5 ان شاء الله يوم الاثنين. ده هيتحدد فيه بشكل كبير شكل البطوله. ليه بيعملوا كده في افريقيا؟ لانه بحكم خبره يعني خبره الواحد افريقيان شويه في الحته دي ان انت ما تقدرش تحسم او تقدر تعرف الفرقه اللي جايه امتى غير لما بيوصل. يعني انت ممكن يتقال لك مثلا فريق افريقي فريق مثلا اكس الانجولي جاي او فريق اكس النيجيري بالظبط وبعت وتاكيد وجاي تيجي يوم البطوله فين الطياره جت ما جاش عليها ما جوش. طب ما جاش ليه ما نعرفش. الغريب في ده بقى ان افريقيا ما بتوقعش عقوبات على الفرقه اللي ما بتجيش. ليه ما بتوقعش عقوبات؟ لانه هم عارفين ظروف الفرقه دي. يعني اوقات كتيره جدا ده بتحسب على المنتخبات كمان مش الانديه. تلاقي منتخب مأكد انه جاي لو في الكوره ومنتخب مأكد انه رايح بطوله وما جاش بيتذبح. يعني بيروح على طول عقوبات وايقاف وبتاع. في الالعاب الجماعيه او العاب الصالات ما بيعملوش كده. ليه؟ لان الفرق امكانياتها الماديه قليله جدا. يعني انا فاكر كان في فريق نيجيري اسمه نيجيريا تاورز او حاجه زي كده والفريق ده كانوا تاورز والفريق ده كان بيلعب باسكت بول في بطوله افريقيا وما جاش. وتوقعت ان يبقى في عقوبات ما فيش عقوبات. فاحنا المؤتمر او الاجتماع الفني يوم الاثنين 5 بتاع الطايره ان شاء الله بطوله افريقيا عشان يشوفوا الفرقه اللي وصلت قدامهم. تمام وصلوا في الاوتيل يبقى ده وصل يحطوا الفرق بالظبط. يعني انت ممكن دلوقتي تقول 16 فرقه جايه وصل لك على ارض الواقع 12. ده مش كده كمان ده ممكن فرقه تقول لك انا جايه يوم الاربع بعد البدايه كمان بعد البدايه. ما دام مش هتلعب ماتش الافتتاح فيقول لك ايه طيب انا احطها وانت جاي اكيد طيب جايين طب تمام طب نحطها واول ماتش باي بحيث انه برضو يدي يعني فرصه للفرق. فيوم الاثنين بشكل كبير ان شاء الله هيبقى
الاجتماع الفني وهيبقى في احد الاوتيلات بحيث انه نعرف شكل بطوله افريقيا للسيدات للكره الطائره. طيب بعد ما نعرف الفرق ان شاء الله هيبتدي من يوم الثلاث الافتتاح. هل الافتتاح الاهلي هيلعب ولا لا؟ ده برضو على حسب اعداد الفرق المشاركه وعلى حسب القرعه. يعني نشوف لو في 12 فرقه مشاركه وهم فرقتين ومجموعتين لا يبقى لازم الاهلي يبتدي اول مره. لو 8 فرق او 6 فرق هيبقى ده برضو ايه متروك للجنه المنظمه. طيب خليني برضو اقول حاجه ثانيه مهمه، انه فريق الطايره لعب البطوله دي يمكن في اخر 4 سنوات او اخر 3 سنوات لعبها الثلاثه لعبوا. خد اول سنه وثاني سنه كان حامل لقب، السنه اللي فاتت بس خسر او خسر اللقب. خسر اللقب ازاي؟ طبعا طلع من قبل النهائي. انا بس بتكلم على الطايره معلش انا اسف، بس احنا طبعا ده حدث لازم نتكلم عنه وعندنا وقت يعني نتكلم عنه فلازم اقول. يعني اول سنه في اخر 4 سنين من السنه دي خدنا اللقب اول سنه، ثاني سنه، ثالث سنه اللي هي السنه اللي فاتت خسرنا قبل النهائي من نادي الشمس. كان نادي الشمس مشارك وكان صراحه عامل فرقه كويسه وكان فيه كمان حتى لاعبات من النادي الاهلي معاه، وكان المدير الفني طبعا كابتن نور برضو من النادي الاهلي. كسب نادي الاهلي في قبل النهائي ولعب فاينل نادي الشمس وخسر، اللي خد البطوله كرتاج. كرتاج هو حامل اللقب. كرتاج دي فرقه تونسيه، الحقيقه الفرقه دي دايما بتجيب اجانب وبتستعد لافريقيا، يعني هي عايشه السنه كلها على بطوله افريقيا بيستنوها. فطبعا النادي الاهلي السنه دي قال لك طيب لما تبقى عندنا ان شاء الله باكيد باذن الله هتبقى البطوله او حظوظنا في الحصول على البطوله عالي. خلينا نقول ان بطوله افريقيا للسيدات للطايره عندنا الفرق المشاركه بتبقى الاقوى الكينيه والتونسيه. الكينيه يمكن ما بتبقاش بالقوه القوي زي المنتخب، لان المنتخب الكيني بيبقى اغلبه محترفات في اوروبا ما بيلعبوش مع الانديه الكينيه، بس برضه بتلاقي لعيبات ممكن يكونوا بطلوا في اوروبا ورجعوا فدوا قوه كبيره لايه؟ لفرقهم. فاذا هيبقى المنافسه غالبا ما بين فرق كينيا، فرق تونس، وفرق السنغال ايضا. السنغال بقت في كره الطايره سيدات خدت طفره كبيره. خلينا نقول ان بطوله الطايره الاول هتتلعب سيدات وبعد كده بطوله الطايره رجال، وبعد كده ان شاء الله هنخش على ماتش السوبر لكره اليد على صيد الامير عبد الله الصفيصل. هيكون معانا ان شاء الله النادي الاهلي والزمالك في النهائي او لا في السوبر. وهيبقى يمكن النادي الاهلي حامل اللقب، وكان السنه اللي فاتت في صاله اغادير المغربيه النادي الاهلي حصل على البطوله بعد الفوز على نادي الزمالك، وكان يمكن دي المره الاولى في تاريخه النادي الاهلي ياخد البطوله وتاهل عليه على ضوءها لبطوله العالم الانديه اللي اعتذر عليها النادي الاهلي. انتوا عايزين تبلغوني بحاجه يا جماعه معلش؟ طيب البطوله هيبقى بعد كده عندنا السوبر، بعد كده بطوله تقريبا هيتلعب في نفس الوقت في نفس التوقيت الرجال كأس أبطال الكؤوس وسيدات أبطال الكؤوس لقاءات. طيب الزملاء بيبلغوني لازم نطلع فاصل، هنطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نستكمل الاستوديو التحليلي بتاعنا مباراة النادي الأهلي وسبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة اليد سيدات. فاصل سريع وارجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد. اسعد اوقاتي انا المستوى الشخصي وانا بتابع العاب الصالات، لانه يعني انا طول عمري بنتمي لهذه الالعاب وحاسس قد ايه يعني بيتعمل فيها مجهود كبير وبيتعمل فيها مجهود صعب كمان، لان بتبقى فيها قله امكانيات شويه غير كره القدم اللعبه الاشهر والاكبر طبعا. ولكن العاب الصالات الحقيقه اسعد وقت ليا الحقيقه بقضيه على هذه الترابيزه مع ضيوفنا ونجومنا الحقيقه اللي برحب بيهم النهارده. كابتن سلوى سليمان طبعا نجمه النادي الاهلي، برحب بك المره الثانيه منورني في الاستوديو، وبرحب بالكابتن سامح لبيب طبعا نجم النادي الاهلي السابق منورني المره الثانيه يا كابتن. خلينا نرجع لمباراه النهارده، مباراه النادي الاهلي وسبورتنج، المباراه الاهم طبعا كاس مصر، نهائي كاس مصر، البطوله الاحب لينا واللي دايما محافظين عليها هي والدوري. خليني اسالك كابتن سامح توقعاتك لمباراه النهارده كشوط اول وكشوط ثاني. والله بص انا هقول لك، هي المباراه في اول 10 دقائق هتبان لا اما هتبقى مأزمة. طب اديني سيناريوهات، يعني برضو خلي بالك احنا بنقول توقعات قد تصيب وقد تخطئ، لان طبعا اداء اللاعبين او اللاعبات في الملعب مش حاجه في علم الغيب، ولكن اديني سيناريو، قول لي لا ال10 دقائق الاولانيه لو حصل كذا هيحصل كذا، لو حصل كذا هيحصل كذا، اديني سيناريوهات. انا اتوقع ال10 دقائق الاولانيه لو الاهلي فرق هيفضل راكب طول الماتش هيبقى فرق كبير. تمام. لو الماتش ال10 دقائق الاولانيه هيفضل مأزم هيفضل مأزم لغايه مثلا اخر ربع ساعه هيبتدي الاهلي يفرق. بس في النهاية حضرتك بتقول أو بتراهن على إن النادي الأهلي هيفرق في الآخر، سواء المباراة فرقة من الأول أو بس كده فرقة يا إما من الأول هيفرق وهيبقى الماتش ماشي وان سايد جيم، يا إما هيفضل للآخر وبرضه هيبقى ماشي الأهلي إن شاء الله وهيفرق بعد كده في الآخر. تمام.
كابتن سالو توقعاتك؟ لا متوقع ان الماتش هيبقى في الاول مأزم. تمام. ده كعشر دقايق ولا كشوط اول؟ لا ممكن كشوط اول، وبتهيالي حراس المرمى هيبقى ليهم دور كبير في الماتش ده. يعني انت بتراهني على حارس المرمى اكتر في الفرقتين. طيب بس حضرتك برضو في النهايه بتقولي الغلبه ان شاء الله النادي الاهلي، فرق الامكانيات، فرق الخبرات، فرق الاعداد للنادي الاهلي. بس حضرتك شايفه يمكن انا المرجح بقى هنا، بقى انا اللي هقول بقى رايي، بس يمكن انا بقول المباراه هتبقى مأزمه شويه، يعني رايي توقعي يعني من ان ممكن المباراه تأزم شويه، بس برضو ان شاء الله هيبقى الفوز للنادي الاهلي. طب خلينا برضو نقول انه يمكن كابتن سلوى بتراهن على حراس المرمى. كابتن خلينا نتكلم مع الجمهور حتى، خلي بالك مش كل اللي بيكلمنا بيعرف كره اليد، وانا دايما بدي جزء من الاستوديو التحليلي لتعريف الجمهور باللعبه. كم لعيبه في الملعب يا كابتن؟ سبعة لاعبات، حارس مرمى وست لاعبات. احنا عندنا الست لاعبات بيبقى في لاعيبه على الدايره وخمسه متوزعين، وينجين باكين سنتر هاف. بالظبط، وينجين، وينج يمين، وينج شمال، وينج اللي هو بيبقى اخر او طرف الملعب. بالظبط، وفي باكات اللي بيبقى اعلى منه شويه، باك شمال وباك يمين. طبعا باك الشمال بيلعب ايده اليمين، والباك اليمين بيلعب ايده الشمال. ليه؟ عشان دايما ايده اللي جوه عدلت ايده على الجون. بالزبط. تاني عشان نفهم الناس المشاهدين، طبعا الكباتن اساتذتي في كره اليد، ومش اساتذتي بس، اساتذه مصر كلها. ولكن احنا بنبسط المعلومه للساده المشاهدين، وده دورنا احنا نحبب الناس في اللعب اكتر. خلينا تاني نقول عدد اللاعبات زي ما قال الكابتن سلوى، سبعة حارس مرمى وست لاعبات. حارس مرمى يبقى اتبقى ست لاعبين او ست لاعبات. في لاعب بيبقى على الدايره، يعني ايه على الدايره؟ في دايره اللي هي 9 متر يا كابتن، مظبوط؟ 6 متر. سنتر فيرود. سنتر فيرود بيبقى في قلب الدايره، واقف على خط الدايره رايح جاي في مكان معين، بحيث انه بيحجز اللاعبين في الدفاع عشان يفتح سكك لزمايله، او يسقط له كور على الدايره يلف نص لفه زي ما بيقولوا كده، يلعب في الجول. يبقى عندنا اللاعيبه او اللاعب اللي في الدايره اتبقى عندنا اثنين، خمس لاعبين. خمسه بيبقى في صانع العاب في النص، ده وضع طبيعي يكون في النص. وفي اثنين يمين واثنين شمال، الاثنين اليمين والشمال الطرفين وينجات، اللي في القلب اللي ما بين صانع الالعاب والوينجين بيبقوا باكات. وزي ما قلنا الباك الشمال لازم يلعب ايده اليمين، الباك اليمين لازم يلعب بايده الشمال. خلينا نقول كمان يا كابتن انه احنا عندنا سبع لعبات، السكور شيت بيبقى متسجل فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 لاعب. 12 لاعب. 12 لاعيبه وثلاثه حراس مرمى يبقى 15. بالظبط. في سبعه في الملعب يبقى معنى كده ان في 8 عديد. 12 لعيبه بحراس المرمى. 12 لعيبه بحراس المرمى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 لا يبقى هم دول السكور 16 لعيبه. 16 لعيبه. يبقى في 3 حراس مرمى و13 لعيبه. بالظبط. فاحنا ال 16 بيبقى في 7 في الملعب، يعني كده في 9 بره. منهم التسعه اللي بره اثنين حراس مرمى طبعا. يعني وسبع لاعبات. بالظبط. وبيبقى طبعا الجهاز الفني اليد، يمكن يا كابتن سامح حضرتك طبعا استاذنا، اليد في التغيير مش زي الالعاب الثانيه، مش لازم اللاعب يقف عشان اغير. لا ما بين الهجمتين او حتى والهجوم شغال او الدفاع شغال اقدر استبدل اللاعبين. استبدل اللاعبين من مكان التغيير اللي متحدد في الملعب، في اي وقت ممكن استبدل اللاعبين. تمام. ومكان اللاعبين موجود في زي لاين كده على الخط، اللاعب اللي بيجي من جوه يغير ويطلع. واسباب التغيير بتبقى دفاعيه او هجوميه، ساعات بيبقى عندك لعيبه في الهجوم اقوى او لعيبه في الدفاع اقوى، حسب رؤيه المدرب وحسب حسب ما هو متمرن عليه. تمام. خلينا برضو نقول انه حته انه المباراه شوطين 30 دقيقه مش ملعوبين، يعني في امور معينه او لا 30 دقيقه ملعوبه. ملعوبه لا، بس انا قصدي اقول ان في ساعات بيبقى الساعه شغاله بس الساعه بتقف في حالات معينه، زي الباسكت. زي الباسكت. عشان كده عايز افهم الساده المشاهدين دي انه يا جماعه الساعه شغاله 30 دقيقه بس شغاله ما بتقفش، يعني لو في فاول والكره بتتلعب لا الساعه شغاله، بس في وقت الحكم بيروح بيشاور الساعه تقف. زي مثلا لعيب وقع، بيتهيألي لعيب وقع يعني مثلا ضربات الجزاء لو انا بغير الجون. بالظبط. الساعه تقف. في اصابه اي حاجه، وقت مستقطع. بالظبط. طيب خلينا نقول 30 دقيقه ملعوبه، 30 دقيقه شوط اول، 30 دقيقه شوط ثاني. دايما في كره اليد يا جماعه بيكون في اي مدير فني بيبقى ليه سيناريو، زي ما قال كابتن سامح حتى قال لكم اول 10 دقائق، ليه ما قالش 15؟ لان دايما بتبقى كره اليد بتتقسم بال 10 دقائق، 13 دقائق في الشوط الاول وثلاث، يعني ست المدرب بياخد سلوت كده 10 دقائق ويبتدي يحط عليه الاستراتيجيه بتاعته. خلينا برضو نتكلم عن احنا قلنا التغيير بيروح ويجي، الساعه شغاله. كم حكم في الملعب يا كابتن؟ ثلاث حكام. حكمين وترابيزه. ثلاث حكام، حكمين في الملعب وحكم في الترابيزه. خلينا نقول انه في
امور معينه بيتحاسب على اساسها ضربات الجزاء دي، هنشوفها من خلال اللعب، مش هنقدر طبعا نحصرها. ولكن شفنا حادثه غريبه يا كابتن مع المنتخب لما كان كابتن احمد الاحمر بيشوط، يمكن دي كانت جديده على جمهور اليد، كان اول مره يشوفها. احمد الاحمر بيحب يشوط فوق راس حراس المرمى، وخد طرد، فحارس المرمى نط، فالكره جت في وش حارس المرمى، استدعى الطرد احمد الاحمر من المباراه، طرد. فاحنا قلنا ان احمد الاحمر مش قصده، فمعلش يا كابتن يعني برضو علق لنا على حاجه زي كده. هو القانون الجديد ان اي شوطه في مستوى، ان انت ما بتشوطش في مستوى وش حارس المرمى. تمام. اي كوره في مستوى وش حارس في وشه، اللاعب ضربات الجزاء ولا حتى في كل حاجه؟ عامه ما تشوطش طرد على طول، طبعا عشان حفاظا على الحارس. صحيح، لان الحاجات دي من الشوطه بتبقى قويه جدا فممكن تاثر على والمسافه قريبه بين التصويب وبين الصد. صحيح، فهو حاطط مغلظ العقوبه حفاظا على سلامه حراس المرمى، ابعد عن وش الحارس خالص حتى لو بالخطا. ابعد عن وش الحارس. يعني شفنا حاله كابتن احمد الاحمر، الكره جت في وجه حارس المرمى، اتطرد بالرغم ان هو ما كانش ابعد في التصويب عن وش حارس المرمى خالص. صحيح. وضربات الجزاء مش شرط اللاعب اللي بياخد ضربه جزاء هو اللي يشوطها، لا طبعا مش شرط. لا بالظبط، انا بس بحب احط اقول الحاجات دي ليه. لا مش شرط، ممكن اصلا لاعب من بره يدخل يشوط. بالظبط، ممكن حارس المرمى يتغير في اثناء ضربه الجزاء. طيب، المباريات اليد بيبقى فيها تعادل ما عدا المباريات اللي على بطوله، زي مثلا التالت والرابع. معرفش يا جماعه الاخبار، بتهيألي اكيد ماتش الشمس والطيران خلص، اكيد خلص، فاستاذنكم تعرفونا. طيب الماتشات اللي على بطوله لا، لازم يبقى في حد كسبان. بالظبط، زي كره القدم. انما في العادي لا، في تعادل. الطايره ما فيهاش تعادل، السله ما فيهاش تعادل، اليد اللعبه الوحيده اللي ممكن خلال فيها تعادل. طيب عايزين برضو نقول للساده المشاهدين انه خلينا في حاجة تانية ممكن نبقى غايبة عن دماغي، ممكن تهم السادة المشاهدين. خلي بالك احنا مش كل اللي هيتفرجوا على كرة اليد بيبقوا متابعين، لا، ممكن الحاجات دي برضو تخليهم يستمتعوا باللعب أكتر، خلي بالك من دي برضو يا كابتن. هل مثلا خلينا نتكلم على الدوائر اللي في الملعب. يعني عندنا كام دايرة؟ في 6 متر، في بتهيألي 7 متر و9 متر، صح ولا غلط؟ 7 دي 6 7 9 ضربة الجزاء. بالظبط. والخط التسعة اللي هو يعتبر خط متقطع. متقطع؟ في عندنا خط التسعة، خط متقطع. والتصويب من التسعة بيريحنا جدا، يعني لما بيكون عندنا مصوبين ماهرين بيبقى عندنا حلول، ان انت تبدا من بره التسعة وتقدر تجيب، الدنيا بتتفتح معاك، ولا رأيك يا كابتن سامح؟ هو طبعا التصويب من خط التسعة ده يعني بيحتاج مهارة عالية شوية، بس ده طبعا بيفرق مع المدرب، ان انا عندي مصوب من بره التسعه بيريحني. صحيح. ان انا بشتغل له التكتيك بتاعه بيطلع يصوب من بره التسعه فبيريحني، ما بيخشش يحتك باللعيبه الدفاع ولا بيحلل لي يعني ايه القصه يعني. طب وهو محتاجه طول يعني، هل اللي بيشوط من التسعه، برضو احنا عايزين نقول التسعه، خط التسعه اللي بيشوط من بعيد قوي، خط التسعه ده 9 متر بعيد قوي، هل ده محتاج طول ولا ممكن تبقى مهاره؟ يعني هو ممكن انا محتاج جامب عالي، بس جامب عالي، وبعد كده تكنيك الشوطه من جنب بقى البلوك، من فوق، ايوه، من تحت بغير بتكنيك اللعيب حسب مهارته. في لعيب عندي بيبقى طول وايده قويه، فده بظبط له التكتيك بتاعه ان هو بيطلع يصوب على طول، ما هوش مهاري. عندنا لعيبه مهاريه زي مثلا زي اسراء، زي ساره، زي شيماء، دول ممكن تعدي ايديها من اي حته وتعرف تسلك ايديها وتشوط. صحيح، فدي مهارة. احنا عايزين بقى نسقط الكلام ده يا كابتن، الاسقاط ده بلغه المهندسين، نسقط الكلام ده نحطه على فرقتنا. مين عندنا مصوب من بره التسعه فريقنا النهارده؟ عندنا ساره الخولي ولا ساره الشعبان؟ ساره شعبان. يعني دي النهارده يا جماعه نبص على ساره ان شاء الله من خارج التسعه. ونصره نصر عيد. تمام، بس نصره مصوبه مهاريه مش مصوبه صريحه، زي احمد الاحمر كده. احمد الاحمر تقدر تفوت وتخش تحط ما بين المدافعين. عندك اسراء برضه مصوبه مهاريه، شيماء مصوبه مهاريه، الوحيده المصوبه الصريحه هي ساره شعبان. ساره شعبان، يعني النهارده ساره ليها دور كبير. ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه الحاجات دي بتخلي المتفرج يستمتع، يعني ساره شايف ويبقى شايف. برافو عليك. يعني احنا دلوقتي بنتكلم، انا ممكن اكون فاهم حضرتك، ممكن اكون فاهم كابتن سلوى، بس المشاهد مش كله فاهم يد، فلازم ننزل لمستوى المشاهد اللي هو اول مره يشوف كره يد. طب خلينا نقول برضو حاجه، مين هنسقط بقى حته اللعب 1-on-1؟ يعني احنا عندنا في 1-on-1 بيحتاج فيكس بشكل معين، فوت ورك عالي. يعني انا في اصابات بتحصل من الموف ده، عندنا احمد الاحمر ما شاء الله عليه كمان في الموفز ده، عنده موف يدرس. خلينا نقول مين عندنا في ال 1-on-1 عالي، مين يا كابتن سلوى؟ في يارا شحاته
يارا شحاته جميل يعني يارا نشوفها النهارده في لعب وان ان وان تقدر يبقى ليها حلول. هي ممكن كمان يارا ما بتنزلش طول الماتش تمام، بس الوقت اللي بتنزل فيه مهاراتها عاليه، مهاراتها عاليه تمام، يعني لما بيبقى ممكن في المان تو مان او المهارات تفوت. تمام. طيب في ياسمين وحيد، وياسمين وحيد برضو تلعب وان ان وان كويس تمام. بس هالي الوان الوان ده محتاج برضو تشوت من بره، يعني ممكن تفوت وتروح من السبعه تحط مثلا، ممكن تشوت وتوصل لغايه الدايره وتشوت، يعني الوان الوان ده بيوصل لغايه حارس المرمى بالظبط. اهم حاجه في الفوت ورك يبقى عالي والسرعه صحيح. اهم حاجه في السرعه. طيب خلينا برضو نقول يا كابتن دفاعيا، احنا بص احنا اتكلمنا جنرال وبنسال بقى الكلام ده عليه، مين عندنا اللي في الدايره في الدفاع لا وحش يعني الدايره لاعبات الدايره هناك ناحيه الثانيه مش هيقدروا ياخدوا عليها بوزيشن بسهوله؟ مين انت عندك الاثنين اللعيبه اللي في النص اللي هو نمره ثلاثه يمين وشمال اللي هي ساره وياسمين عبد الرحيم، ساره الخولي وياسمين عبد الرحيم، لا ساره الخولي او ياسمين عبد الرحيم، دول الاثنين في البوزيشن ده بيبقوا قافلين الدنيا، ونصره نفس القصه ودنيا شريف نفس القصه، عندك اربعه في الدفاع بيقفلوا الدنيا ومتفاهمين وبيعرفوا يسلموا ويستلموا. تاني عشان هنقول النهارده يا كابتن وهنتفرج، ساره الخولي عندنا ما شاء الله، وعندنا مين تاني؟ ياسمين وحيد، ياسمين عبد الرحيم، ياسمين عبد الرحيم انا اسف، ياسمين عبد الرحيم ونصره، ونصره عيد طبعا ودنيا شريف او اسراء، ودنيا شريف، الاربعه دول ان شاء الله عليهم عبء دفاع كبير جدا النهارده، وهم اوريدي في العادي متميزين بالدفاع بيقفلوها بصراحه يعني. طيب خليني اقول برضو للساده المشاهدين انه في حاجه اسمها طرد دقيقتين. يعني ايه طرد دقيقتين؟ يعني فاول جامد شويه، وضع طبيعي، لعبه فيها احتكاك، علقت دراع لعيب مسكته وهو داخل يحط بهدف، بيبقى في طرد دقيقتين، استبعاد دقيقتين، بتلعب بعدد اقل، ممكن تلاقي تشوف في فتره من فترات المباراه النادي الاهلي بيلعب بدل سبع لاعبين في الملعب حارس المرمى بيلعب بخمسه، بيلعب باربعه على حسب اللاعبات اتطردوا، مش معنى ان هو اتطرد دقيقتين انه عمل كارثه، لا ده طبيعي يعني ده عادي. او ممكن يكون خد انذار واللعبه اللي بعدها مش جامده قوي مش قويه، فيطلع دقيقتين. طيب في بعد عدد دقائق معينه كابتن بيستبعد من المباراه على طول، كم مره، كم طرد دقيقتين؟ دقيقتين في الثالث دقيقتين، في الثالث بيطلع بره باستبعاد. يعني برضو ده حاجه في القانون لازم تبقوا عارفين، يعني لو خد دقيقتين، عشان كده اللاعب لما بياخد الدقيقتين التانيين لازم يبقى حريص جدا بالظبط، لانه لو خد الثالثه مش هيكمل، بيستبعد من المباراه، بس المباراه اللي بعد كده يلعبها عادي لو مش سوق الا لو مش سوق سلوك، الا لو سوق سلوك، لان انا اعرف ان اللاعب عشان يستبعد من المباراه اللي بعد كده في اليد لازم يكتب تقرير يعني استبعاد المباراه اللي بعده، مش زي كره القدم طرد او كارت احمر يعني بعديها يستبعد مباراتين، الكلام ده مش في كره اليد. خلينا بس انا بديكم القوانين وبحطها لكم على الترابيزه كلها عشان تبقوا انتم مستمتعين معانا. الدقيقتين اللي هو بيطردهم الاوليه والثانيه، خد طرد او خد كارت احمر بيستبعد المباراه بس دي اللي بعديها بيها. طب افرض هو اتطرد نتيجه سوء سلوك، الحكم كتب تقرير، لا يشوفوا بقى العقوبات شكلها ايه، ممكن يستبعد مباراه، يكتب تقرير في لائحه محطوطه، بيكتب تقرير وبيسحب كارنيهو، بيسحب كارنيهو في لائحه محطوطه في الاتحاد لكل الجزاءات، كل الجزاء ليه عقوبته، ليه عقوبته، ممكن ماتش وفلوس، ممكن ماتشين بس على حسب الجزاء، على حسب وان شاء الله ده يعني نادر لما بنشوف الحقيقه في الملاعب، بس ده برضو حاجه يعني لازم نبقى احنا عارفينها. يعني خلينا نقول برضو انه يا كابتن وارد جدا يكون عندك نقص عددي طبيعي، ممكن فاول، حد وقع على حد عمل. احنا عندنا في النادي الاهلي في مشكله لو نقصنا واحد او اثنين، يعني احنا عندنا حلول دفاعيا وهجوميا نقدر حتى لو لقينا في نقص عددي في الملعب نقدر نعوضه؟ هو الطبيعي ان انا كمدرب يعني كابتن ياسر وكابتن بيسا اكيد ممرنين لعيبه دفاعيا وهجوميا على النقص العددي، في نقص العدد بعمل ايه؟ يعني فاهم ازاي؟ ان نقص العدد انا لازم ارحل اللعيبه كلها، تبقى مرحله كلها ناحيه الكوره، ما بقاش سايب اخر واحد اللي هو الوينج بتاعي يبقى بيلعب على اثنين. طب كابتن كسبتوا الرهان، انتوا كسبتوا الرهان يا كابتن، الشمس كسبت 28 27، انا خسرت الرهان، انا يعني الغدا عليا بقى يا جماعه عشان بس نبقى عارفين، بس هو دلوقتي لا بتهيألي الغدا عدى يا جماعه، لا ده العشاء بقى عليا. بس خلينا نقول الف مبروك لنادي الشمس، هارد لك نادي الطيران. الحقيقه يعني ضيوفي طبعا نجومنا وضع طبيعي، بس نداجهم هم الصح، هم توقعوا ان خبره نادي الشمس هتحسم في النهايه المباراه، وصدقتوا يا كباتن، وتوقعاتكم كانت في زي ما بيقولوا في محلها. انا يعني كنت بقول الطيران، يمكن بقول ليه؟ لانه هو فريق مجتهد عنده نقص شويه، فلما هيمسك في مباراه، ولكن طبعا نادي الشمس زي ما ضيوفنا تشرفوا وتوقعوا انتهت المباراه 28 27، وانا اللي عليا العشاء ان شاء الله. ماشي يا كابتن، بس احنا برضو خلينا يعني نرجع لمبارياتنا، توقعاتنا برضو نادي سبورتنج ونادي الاهلي
ما زالت في صالح نادي الاهلي. احنا بنتكلم بحياديه كامله على فكره، لو في شايفين حاجه غير كده اكيد انتوا كنتوا بتقولوا لنا. بنتكلم على واقع، بالظبط. طيب زملائي بيبلغوني لازم اطلع فاصل سريع برضو وارجع لحضراتكم. فاصل ونرجع نستكمل طبعا تغطيتنا الحصريه لمباراه نهائي كاس مصر لكره اليد سيدات الاهلي وسبورتنج. فاصل صغير وارجع لحضراتكم. المنوراني في الاستوديو الكابتن سامح لبيب، يمكن كابتن سامح اسمع تقليل حضرتك على هذا الحدث. والله يا كابتن هيثم انا مش عارف، انا مصدوم يعني، انا مش عارف يعني الاتحاد طلع فجاه ان قبل الماتش ب 20 دقيقه ان انا الغي. طب ما انت امبارح كان الماتش والناس كلها شايفه ماتش الاهلي والشمس متذاع، لو انت في نيتك زي ما قال الاستاذ ايمن انت استثمار، بلغ النادي الاهلي الماتش هيبقى بكذا، يبقى النادي الاهلي عامل حسابه. لكن انا ما اجيش قبل الماتش بثلث ساعه واخد القرار. صحيح. وبعدين انت لو عايز تعمل استثمار، فين اللوائح بتاعتك اللي انت حاططها، او فين البرامج اللي انت حاططها تبعتها للانديه تقول يا جماعه الماتش هيتذاع بكذا، التصويت بكذا، اللقاءات بكذا، ويمكن عندك بلال ماشي عليه. استاذ ايمن اشاد بموقف اتحاد السله، خلينا نقول لانه كان نفس الموقف ده حدث، والاستاذ ايمن كلم الدكتور مجدي ابو فريخه وطلب منه دخول الكاميرات، والحقيقه نفس الموقف. يعني احنا بنتكلم في نفس انت قناه النادي الاهلي بتسعى لنشر اللعبه، ملوك الصالات الحمد لله رب العالمين بفضل الله وطبعا يعني بمجهود زملائي ومجهود طبعا الناس هنا ومتابعه حضراتكم، ملوك الصالات اصبح يعني الحمد لله من البرامج القليله اللي بتتابع عن كتب العاب الصالات. فطبعا حاجه زي كده يا كابتن سامح الواحد بيكون حزين ليها. احنا عايزين ننشر اللعبه، عايزين نعرف الناس باللعبه ونقاتل بهذا التعسف الشديد يا كابتن. وبعدين انت حرمت، يعني حرمت ناس كتيره ان هي تتفرج النهارده، حرمت فرحه اللعيبه، حرمت فرقه اصلا المفروض بتستعد لبطوله افريقيا الناس تعرفها زي ما قلت يا كابتن هيثم. يعني كل ده لايه؟ عشان خاطر ايه يعني؟ ما دخلش حاجه الاتحاد، يعني قصدي اقول بعد كده خلاص يا جماعه المباراه دي فيها كذا، طب ابعتوا لي اتفق. احنا قلنا استاذ ايمن قال هيبعت مبلغ 10,000 جنيه لغايه ما نقدر نتكلم، بس نحل الموقف لغايه ما نقعد بكره ونتكلم ونشوف ايه اللي نقدر نعمله. وبرده حتى ده واضح ان القرار متاخد تعسفي تعجيزي. انا شايف ان الموضوع غريب، ويعني يعني مع احترامي للمهندس هشام نصر، يعني ده النادي الاهلي، يعني انت النادي الاهلي يعني على الاقل في تفاوض، ما تاخدش قرار ان انت لا منع. صحيح. لا يبقى في كلام ويبقى في حوار. صحيح. بحيث ان انت خلاص انت واخد قرار، وفي خسائر حصلت ان الماتش ما اتذاعش. صحيح. فانا شايف ان الموضوع غريب. صحيح. كابتن سلوى لتعليق حضرتك على هذا الموقف. بتهيألي استاذ ايمن وضح الصوره كامله، وضح الاحاديث اللي حصلت، ووضح المشكله بالظبط. و بتهيألي يعني مفيش حد فائز بهذا القرار خالص، يعني خلاص احنا الكاميرا هناك وقناه الاهلي، قناه الاهلي قالت مش هتدفع لعيبه، يعني شفنا استاذ محمود عدلي قال هندفع، هنبعت دلوقتي اكيد ال 10,000 جنيه دول مفيش خزنه مفتوحه، مفيش بالظبط النهارده الجمعه اكيد كان تصرف شخصي، طب هبعت لك ال 10,000 جنيه وهنتكلم، يعني مش ما قلناش مش هندفع، لا ابعتوا ال 50 كامله. طيب يعني حتى الطلب يعني ده احنا يعني صعب ترفض كاميرا عليها لوجو النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي تقول له لا. في الوقت النادي الاهلي فاتح كل زراعه ومنشاته وامكانياته ولاعبته ومدربينه وامكانياته الماليه في كل الالعاب، فاتح زراعه لكل المنتخبات وكل الاتحادات. هو برضو يعني مش عايزين نسبق الاحداث ونشوف برضو وجهه نظر الاتحاد ايه، ومجلس الاداره اكيد هيبقى ليه اكيد في يعني مجلس اداره يعني، واحنا من يعني كل الاحترام طبعا احنا كل اللي عملناه طبعا احنا بنسرد حدث حصل، والاستاذ ايمن بدره مشكورا يعني يمكن دي اول مداخله او اول ظهور ليه على قناه النادي الاهلي الحقيقه استاذ ايمن، لانه كان رافض تماما انه يطلع على قناه النادي الاهلي او على شاشتها، هو بيدير من الخارج، ولكن النهارده من قوه الحدث واحترامه الاول والاخير لجمهور النادي الاهلي ومشاهد قناه النادي الاهلي كان لازم يطلع بنفسه يوضح اللي حصل بكل كامله. فالحقيقه يعني احنا ما عندناش تعليق، احنا كل اللي نقدر نقوله يا جماعه معلش بعد اذن حضراتكم زمايلي في الاعداد لو نقدر بس نعرف حتى نتيجه المباراه، نتابع المباراه كنتيجه على الاقل، ده اقل شيء ممكن نقول لجمهور النادي الاهلي. ولكن احنا مستمرين مع ضيوفنا ومستمرين مع حضراتكم حتى ان شاء الله ما الفرقه تتوج بلقب الكاس. وعايز اقول برضو انه مش النادي الاهلي او مش كاميرا النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم موقف مشابه لداوك، يمكن كان يعني كباتن عارفين وشافوه، النادي منتخب مصر كان بيلعب بطوله افريقيا في الجابون المؤهله لكاس العالم، وكابتن خالد العوضي الاسم الكبير ونائب رئيس الاتحاد المصري ورئيس البعثه هناك احد ابناء النادي الاهلي، الحقيقه ما كناش شايفين خالص، هو اول ما دخل الاتحاد
خلع عباءه النادي الاهلي وكان على منتهى الحياد. شركه برزنتيشن خدت حقوق بس مباريات الدوري، يمكن القنوات الاخرى الزميله كان على راسهم قناه اون سبورت، الحقيقه ما كانش فيه الوقت او المساحه الكافيه لاذاعه المباريات بالتزامهم العقود والحقوق البث الدوري كره القدم، فكان قناه النادي الاهلي هي عندها المساحه. استاذ ايمن بدره والمسؤولين طبعا قبل استاذ ايمن بدره في القناه، سواء مجلس اداره النادي الاهلي او شركه النادي الاهلي او حتى استاذ عماد الغور رئيس القناه، الكل رحب وقال مفيش مشكله تذاع المباريات على شاشه قناه النادي الاهلي، ودي اكبر هديه او اقل، مش اكبر هديه، اقل حاجه نقدر نقدمها ونساند بيها فريق منتخب مصر كره اليد، وزعنا وادينا مساحات كبيره باستوديو تحليلي ومباريات حتى المباراه قبل النهائيه، ومع ان احنا ما زعناش حتى المباراه النهائيه ولكن كنا هنا في الاستوديو بندعم الفريق ومتابعين حتى المباراه النهائيه. فطبعا ده ما يبقاش رد جميل او ما حدش هيزايد علينا خالص في قناه النادي الاهلي، ولكن ده دورنا وهيستمر بتهيألي دورنا الاعلامي قناه النادي الاهلي هو ده، ولكن يعني بتهيألي ما يبقاش الرد كده ان قناه النادي الاهلي راحت توثق مباراه يمكن سنين طويله ما حدش ذاع ماتش النهائي لكره اليد السيدات، سنين طويله يا كابتن ما شفناش مباراه بتتذاع لكره كره اليد السيدات، ونفس الكلام يا كابتن سامح، واحنا قلنا حتى مظلومين اعلاميا، وما يجي الوقت ان احنا يعني نحط السبوت عليهم عشان هم هيمثلوا مصر بعد اقل من شهر في بطوله افريقيا، يبقى هو ده الجزاء ان احنا نمنع من دخول الصاله والحكم يامر بعدم بدايه المباراه حتى تخرج كاميرا النادي الاهلي، ومش كده بس، وتامر بالزملاء في موقع النادي الاهلي بالخروج من صاله 2 في استاد القاهره حتى تبتدي المباراه. طب ازاي؟ طب هو يعني طب كان فين الكلام ده؟ ما احنا امبارح زقنا مباراه نادي الشمس، ولو احنا ما فيش تقصير من عندنا، لو كانت طلب فلوس كنا اكيد هنتفاوض وايه هنتكلم، وهيبقى في مسؤولين هنا على اعلى مستوى، شركه برزنتيشن يعني عندها قدره كبيره جدا التفاوض في الامور دي، لو كنا نعرف كان الامور هتتغير. ولكن قبل اللقاء ب 40 دقيقه كابتن سامح، قرار زي ده صعب، توفير مبلغ زي ده في الوقت ده في 40 دقيقه. انا مش عارف، انا كنت عايز، انا مستغرب يعني، هو القصه المفروض ان فيها تفاوض، يعني زي ما قال استاذ ايمن ان عرضوا مبلغ كبدايه تفاوض. صحيح، المفروض كان الاتحاد يوافق، يعني مفيش حاجه اسمها ان انا 50,000 جنيه هاتهم لي دلوقتي، هجيبهم منين دلوقتي 50,000 جنيه؟ صحيح، يعني وكان دخول كاميرا النادي الاهلي مش مفاجئ، لان هو امبارح كانت موجوده هناك، كانت موجوده يعني موجوده من الصبح، دخلت من الاستاد وموجوده والناس كلها شايفه ان في كاميرا الاهلي في الصاله، واعلنا وعملنا برومو وقلنا في الدنيا كلها ان احنا هنذيع الماتش، فاذا الموضوع مش غريب، والموضوع احنا ما احنا شايفين الماتش وشايفه والناس عارفه انه اذاعه قناه النادي الاهلي، كنت من بدري يعني، انت ليه تزنق الماتش قبل الاذاعه ب 20 دقيقه وتاخد القرار؟ انا عايز 50,000 جنيه. طب حتى لو المبلغ متواجد صعب حتى نلحق، طب خد يعني، حتى قالوا 10,000 جنيه وهنتكلم يعني ممكن نوصلهم ل 50,000 جنيه عادي. طب ما هو مين الفائز في حاجه زي كده؟ انا مستغرب يعني ليه، وليه نوصل انه زي ما بيقولوا ان احنا يبقى كل خسران؟ الموضوع غريب يعني صراحه، يعني مش عارف، انا مش عارف يعني، ما عنديش تعليق اقدر اقوله يعني، غير ان احنا كنا نامل ان احنا نوثق هذا النهائي زي ما قال الاستاذ ايمن، والحقيقه انا ما عنديش اي كلام اقدر اقوله بعد الاستاذ ايمن. استاذ ايمن لخص القصه بإيجاز شديد، والموضوع اترفع طبعا لمجلس إدارة النادي الأهلي للإنتاج الإعلامي، وكمان رفع كمان الموضوع لمجلس إدارة النادي الأهلي عشان اتخاذ القرار المناسب في حاجة زي كده، لأن طبعا النادي الأهلي عنده يعني من الالتزام، وده طبعا عمره ما هيخلي قناة النادي الأهلي أو المسؤولين حتى في النادي الأهلي يتخلوا عن زي ما بيقولوا الالتزام الأدبي ناحية الرياضة المصرية وناحية دعم الرياضه المصريه. خلينا اقول يا كابتن برضو احنا يعني حرمنا اسر لاعبات، وحرمنا يعني جمهور المتابع لكره اليد، والجمهور مش جمهور الاهلي، كل الناس بالزبط حرمناهم ان هم يشوفوا المباراه. يعني لعلمك انا والله يعني زعلي الاكبر مش ان احنا ما نقلناش المباراه، انا زعلي الاكبر للناس اللي استنتنا عبر شاشات قناه الاهلي، لان هو فعلا كانت الناس عارفه ان المباراه هتتذاع، هي الفكره بس في القرار المفاجئ. بالظبط بالظبط، يعني هو انا يعني هو ده حزننا، ان الجمهور مش هيقدر يتابع. احنا موضوع قناه النادي الاهلي يعني كان الناس تلحق تروح. بالظبط، الله ينور حضرتك، الناس كانت تقدر تروح، الناس كانت تقدر المباراه في ارض الملعب. الواحد يزعل ليه؟ لانه ما فيش حد فاز من القرار ده. والله انا لو القرار ده يعني زود دخل الاتحاد او علم موارده بالقرار ده، فاضل 30 ثانيه في الشوط الاول و5 4 للنادي الاهلي، تشكروا قليل قوي يا كابتن، فاضل 30 ثانيه الماتش جامد جدا، معلش يا جماعه، فاضل 30 ثانيه من الشوط الاول و5 4 وخمسة أربعة. طيب أنا بلغوني أكيد يا جماعة الكلام ده، معلش يا جماعة أكيد الكلام ده، ستة أربعة للنادي الأهلي، طب أكيد هيتم اللي أنتوا قلتهولي ده،
طب سيتم اذاعه الشوط الثاني ان شاء الله. الشوط الاول فاضل 30 ثانيه، واضح ان يعني تحركات يعني مجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين في قناه النادي الاهلي. طيب بصوا يا جماعه، دلوقتي احنا الموقف كالاتي، ان في شركه بريزنتيشن طبعا الاستاذ محمود عدلي طبعا المدير المالي والاداري في قناه النادي الاهلي بيبذل مجهود رهيب عشان يقدر يلحق يذيع الشوط الثاني. الموقف كالاتي، ان في احتمالات كبيره ان يذيع الشوط الثاني نتيجه هذا التحرك الـ يعني الغير مسبوق الحقيقه في وقت قصير جدا، يعني وقت ازمه احنا كنا في غنى عنها كلنا، لمحاوله نقل الشوط الثاني والاحتمالات لنقل الشوط الثاني ما زالت كبيره. احنا مع حضراتكم هو دلوقتي فاضل اقل من 30 ثانيه ونتيجه 6-4 للنادي الاهلي، وانا بقول برضو واضح من السكور ان الحركه اللي حصلت دي تنشنت اللاعبات. يعني معلش انا برضو عايز اقول حاجه، انا كنت لعيب وعارف اللي بقوله، اللاعبات اكيد شافوا الكاميرا وهي خارجه، اكيد شافوا ان في حركه مش طبيعيه. 6-4 في كره اليد دي احنا ما بنلعبش كره قدم عشان يبقى النتيجه كده، يعني 6-4 يا كابتن سامح واضح ان يعني الماتش لو مشي بهذا المعدل يخلص 12-8. هذه السكور غريب، 6-4 دي في ماتش نهائي كاس مع فرقتين زي الاهلي وسبورتنج، ده سكور ماتش امبارح فوق ماتش الاهلي والشمس 28-23، يعني في الاهلي حاطط تقريبا، واضح ان السكور ده حصل يا كابتن سلوى زي ما تقول توتر في ارض الملعب بالظبط، والتوتر من ناحيتين مش من ناحيه الاهلي. من ايوه بالظبط، ما هو اكيد الموقف حاصل قدام الفرقتين. يعني الموقف حاصل قدام الفرقتين. طيب ومعلش يا كابتن، بلغوني دلوقتي رسمي طبعا، رسمي شركه برزنتيشن الحقيقه اصرت وقالت ان مهما طلب منا من المبالغ سنذيع الشوط الثاني. انا بقول دلوقتي طبعا هذا الموضوع على الهواء، شركه برزنتيشن بلغتنا رسمي الاستاذ محمود عدلي عشان خاطر جمهور النادي الاهلي لو طلب اي مبالغ ماليه تفوق حتى اللي قاله كابتن هشام نصر ستذيع برزنتيشن الشوط الثاني. تاني بكرر هذا الكلام، استاذ محمد كامل طبعا رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن اكيد الموضوع قاعد يتصعد، وزي ما قلنا ان شركه برزنتيشن هي راس الحربه دلوقتي اللي بتمثل الاعلام الرياضي مش بس كره القدم، لا ده حقوق البث حتى الالعاب الاخرى، شفناها في الجابون مع فريق اليد كتف بكتف معاه عشان تذيع المباريات. مهما طلب من اموال، هي بتقول دلوقتي ان هي مهما طلب منها من اموال ستسددها خاطر جمهور النادي الاهلي. شركة برزنتيشن بتقول يعني ان هي مستعدة لسداد اي مبلغ، ولكن التزامها الادبي قدام جمهور النادي الاهلي ان هي هتذيع المباراة، على الاقل هتذيع الشوط الثاني. كل الشكر والتقدير لشركة برزنتيشن الحقيقة، بشكركم جدا الحقيقة. انا مش عارف اقول ايه، ده موقف بينم عن التزام ادبي واحترام للمشاهد واحترام لاسر اللاعبين واللاعبات الموجودين في الملعب. يعني تاني بكرر، شركة برزنتيشن قالت واعلنت وبلغوني، ما اعلنتش، بلغوني ان انا بلغ حضراتكم انه شركه برزنتيشن طبعا احتراما لجمهور النادي الاهلي العريض اللي بيمثل الاغلبيه طبعا داخل مصر، انه مهما طلب او اي رقم سيطلب ماليا من اداره الاتحاد، مش اداره الاتحاد، من المهندس هشام ناصر، خلينا نقول ان هو كان قرار فردي من المهندس هشام ناصر، مهما طلب من اموال ستدفعها. والشوط الثاني ان شاء الله في محاولات كبيره لاذاعه الشوط الثاني. كل الشكر والتقدير لشركه برزنتيشن. يعني كابتن سامح، احنا كنا في غنى عن كل هذا الكلام، وكنا في غنى ان احنا كان ممكن المفاوضات دي تحصل بدل ما بتحصل على الهواء بالشكل اللي مش هيسيء ابدا لقناه النادي الاهلي، بالعكس سيسيء لمن تعسف انه يمنع ماتش زي ده انه يتذاع. كنا ممكن الكلام ده كله يخلص زي ما بيقولوا بتليفون. ما هو ده اللي انا قلته لحضرتك يا كابتن هشام، ان انا من الاول، انا من امبارح وانت عارف ان قناه الاهلي هتذيع، والناس كلها عارفه ان قناه الاهلي هتذيع النهائي، وانا ذعت امبارح، كان طبيعي ان انت لازم تتصل تقول يا جماعه في كذا، صحيح عايزين فلوس. كان بدل ما حصل دلوقتي بعد ما خلص الشوط والناس كلها ما اتفرجتش عليه، كان الكلام ده حصل من بدري، وكنا اتفقنا يعني القناه كانت اتفقت، وكان الماتش اتذاع من الاول. صحيح، وكان انتوا المبلغ اللي طلبته دلوقتي شركه برزنتيشن بتقول لو هدفع اي مبلغ احتراما لجمهور النادي الاهلي، يعني كان ممكن. طيب الشوط الاول خلص 6-5 للنادي الاهلي، النادي الاهلي بيسير بخطه ثابته، هو ده الاساس، هو المكسب يهمنا، لانه احنا كل ده بنعمله عشان بطوله تخش النادي الاهلي. تاني بكرر ان في احتمالات كبيره ان شاء الله لاذاعه المباراه، اذاعه الشوط الثاني من المباراه، والاهلي ده ان شاء الله الاهم، واكيد سيتابعوا التتويج وتسليم الجوائز. شركه برزنتيشن بلغتنا رسميا انه اي مبالغ ستطلب سيوفروها على الفور احتراما لجمهور النادي الاهلي الكبير العريض الذي يمثل
غالبية داخل مصر، وكمان مش كده بس، ان هي محدش ابدا يقدر يزايد عن النادي الاهلي، ومحدش ابدا يقدر يزايد عن دور بريزنتيشن دلوقتي في الرياضه، او دور شركه بريزنتيشن في حصول على حقوق البث، ومش بس كوره، بكرر تاني يا جماعه، حقوق البث اللي بتقدر تشتريها شركه بريزنتيشن، مش بس في العاب الكوره، لا شفنا شركه بريزنتيشن بتخش مناقصات لشراء حقوق البث في المباراه، في الاتحادات الجماعيه، اذا هي بتدعم خزينه الاتحادات دي بالاموال مقابل ان هي تاخد حقوق البث. فهي النهارده ان شاء الله باذن الله محاولات كبيره لاذاعه الشوط الثاني. كابتن سلوى يمكن تالي اذاعه الشوط الثاني يعني كنا في غنى عن هذا الكلام، بتهيألي كنا زعنا، والمفاوضات دي حصلت بعيد عن المشاهدين وبعيد عن الموقف اللي احنا شفناه ده. هي المشكله بس في التوقيت. صحيح. لكن المفاوضات بتبقى موجوده في كل المباريات وفي كل يعني كل حاجه ممكن يحصل فيها مفاوضات، مفيش مشكله. صحيح. وبعدين النادي الاهلي يعني الحمد لله ما العائق المادي بالنسبه له مش موجود. مش موجود، صحيح. صحيح. وحضرتك شفت دلوقتي يعني شركه بريزنتيشن الراعي الرسمي للقناه. بالظبط، طبعا بنشكرها وقالت لك انا فورا اي مبلغ سيطلب بالظبط هدفعه احتراما لجمهور النادي الاهلي. وعلى طول النادي الاهلي معروف ان هو العائق المادي مش موجود بالنسبه له في اذاعه مباريات. صحيح. في ان صحيح. هو يوصل اللعبه للجمهور، ان هو يريح جمهوره. صحيح. بس ان شاء الله يعني صدقوني برضو انا عايز اقول حاجه عدت. يعني عايز اقول حاجه يعني صدقوني يا جماعه، لوجو النادي الاهلي ده يعني حاجه كبيره جدا. الموضوع ليس له علاقه باسم او سين او صاد او عين، النادي الاهلي هو اللي عملنا كلنا. شعار النادي الاهلي، يمكن انا دايما بقول شعار النادي الاهلي هو الاساس، ما ينفعش ان انا اقول على اي حاجه، يعني انا لو الكارت كارت عليه شعار النادي الاهلي، اذا الكارت ده بيعلى بيعلى في نظر الناس مجرد انه عليه شعار النادي الاهلي. ما بالك كاميرا النادي الاهلي داخله صاله استاد القاهره تقول لها لا؟ ازاي تقدر تقول لكاميرا عليها شعار او ميكروفون عليه شعار النادي الاهلي لا؟ اي حاجه تتسوى تاني، اي حاجه تانيه تتسوى. وعمر ما النادي الاهلي يعرف القيم والاصول والمبادئ، عمر ما النادي الاهلي هياكل حق حد، عمر النادي الاهلي هتقول انت سياسه ويحاول يخترق القانون. النادي الاهلي بيلتزم باي اطر قانونيه او حقوق بس او او او. شفنا ده في نهائي كره اليد في مصر لما كانت بتلعب تونس في النهائي كره اليد، وطلع بيان واستاذ ايمن يعني انا تشرفت ان انا قلته على الهوا للساده المشاهدين، انه احتراما لحقوق البث في قناه زميله زي اون سبورت ما نقدرش ابدا نقول ان احنا نذيع المباراه النهائيه، وكل التوفيق لمنتخب مصر ونذيع. يعني احنا بنحترم العقود والتعاقدات، وعمر ما النادي الاهلي هيقول لا مش هدفع، وعمر ما النادي الاهلي هيقول لا. يعني انت لو كنت النهارده قلت خلوا الكاميرا تذيع ونتكلم بعد المباراه، فانت يعني قدمت زي ما بيقولوا السبت مع النادي الاهلي في الوقت النادي الاهلي مقدم السبت والحد والاثنين والثلاث مع مصر كلها. مش بس كده، ما ينفعش ابدا اي كاميرا عليها لوجو النادي الاهلي. لوجو النادي الاهلي ده لوجو كبير، ده اسم عظيم، اسم النادي الاهلي. ما ينفعش ابدا، مع احترامي لكل الاسماء. واستاذ ايمن حتى في كلامه قال على الهوا، قال لك ان الاهلي والزمالك هما قطبي الرياضه في مصر. فلما انت تيجي تقول للنادي الاهلي لشعار النادي الاهلي والكاميرا الوحيده اللي موجوده في الملعب هي كاميرا النادي الاهلي، تقول لها لا، وتامر الحكام بعدم بدايه اللقاء حتى تخرج كاميرا النادي الاهلي من الملعب، لا لا ده كتير. وحتى المسؤولين عن الموقع الرسمي للنادي الاهلي، مش قناه النادي الاهلي بقى، ده الموقع الرسمي للنادي الاهلي، من حقه يخش اي مكان ويتابع احداث نشاطاته الرياضيه، بتقول لهم اخرجوا كمان من ارض الملعب. الموضوع يعني اذا الموضوع ليس له علاقه بتسويق، يعني احنا بنفهم برضو الاحداث وبنقرا، الموضوع له علاقه باللوجو، الموضوع ملهوش علاقه بحته ان انت موارد الفلوس هتتروح دلوقتي ان شاء الله وهتدفع، ولو طلب اكتر من كده هتروح. الموضوع ابدا مش فلوس. وشركه بريزنتيشن قالت اي مبلغ هيطلب احتراما لجمهور النادي الاهلي. ليه شركه بريزنتيشن عامله كده؟ عارفه قيمه هذا اللوجو، يعني شركه بريزنتيشن المحترمه عارفه قيمه هذا اللوجو وعارفه قيمه جماهيره، وعارفه ان البادج ده هيتحط على اي حاجه يثقل معناها، لانه البادج ده وراه قيم كتير وتاريخ عريض وجمهور كبير. ما ينفعش انا اجي اقول لكاميرا موجوده دلوقتي في ارض الملعب لا، ده انا حتى الاسلوب اللي اطلب فيه من قناه النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي او حتى موقع النادي الاهلي لازم اسلوب يكون مختلف، لان النادي الاهلي بيعرف الاصول والقيم والمبادئ. وزي ما احنا شفنا الفلوس هتدفع والمباراه هتتذاع الشوط الثاني. طب ليه كل ده؟ ما كان كل ده ممكن يخلص بس. هل هذا الموضوع الهدف منه هو احراج النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي او الشركه الراعيه للنادي الاهلي؟ ابدا ابدا، الموضوع ده عمره ما يحرجهم، بالعكس احنا التزمنا. وزي ما قال الاستاذ ايمن، المعلق في ارض الملعب، الكاميرا في ارض الملعب، الاستوديو التحليلي نجومنا كابتن سلوى وكابتن سامح مشرفيني في الاستوديو، واحترمنا الناس بالدقيقه، كنا الساعه 4 مطلعين على الهواء
واخدين كل الاجراءات. مش معقول النادي الاهلي هيطلب منه فلوس ويقول لا انا هاجي عندي هنا مش هدفع، او مثلا قناه النادي الاهلي يطلب منها مثلا مبلغ عشان اذاعه تقول لا مش هدفع. لا الكلام ده مش مظبوط. لو طلب منا من امبارح، ما احنا زي ماتش الشمس وزعنا لحضراتكم، معلش يا جماعه عايزين تاني لقطات من ماتش الشمس امبارح، معلش حطوه لنا تاني على الشاشه بعد اذن حضراتكم. ماتش الشمس امبارح اتذاع وتابعناه على الهوا، فجاه اهي الماتش ده امبارح اهو، الماتش اللي حضراتكم شايفينه والكاميرا اللي بتذيع كاميرا النادي الاهلي امبارح ما طلبش من النادي الاهلي جنيه. ولو كان طلب من النادي الاهلي كان مش النادي الاهلي طبعا، قناه النادي الاهلي، والنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي جزء من النادي الاهلي، لو كان الدفع طلب من قناه النادي الاهلي مبلغ كانت هتدفع. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي كانت على الهواء مباشره، مش تسجيل، على الهواء مباشره من مباراه الاهلي والشمس في قبل النهائي، ونفس الاتحاد لم يطلب اي مبالغ نظير اذاعه هذه المباراه. فاحنا قلنا ان هذا بالمثل، هنروح روحنا. طيب انت في نيتك تطلب اموال اخرى او حقوق، بس اطلب قبليها ليلتها، قول يا جماعه بعد اذن حضراتكم احنا عملنا الاذاعه دي يعني كذا، والفاينل لحسابات اخرى. انما فوجئنا قبل الماتش ب 40 دقيقه اتفضلوا اطلعوا بره عشان نقدر نلعب الماتش. طب ده كلام يعني الحقيقه انا ما عنديش اي تعليق، ولكن الناس كلها عارفه من الخاسر. انا برجع تاني واقول الناس كلها وجمهور النادي الاهلي العريض اللي شايف الـ 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 الاحداث دي واكيد بيتابع الاحداث دي، يمكن احنا في الاستوديو معزولين مش عارفين اللي بيحصل بره، ولكن اكيد اللي بيتابع الاحداث دلوقتي عارف مين اللي خسر، عارف كويس قوي مين اللي خسر من هذا الموقف. عمر ما النادي الاهلي، عمره ما اللوجو ده تاني، عمر ما اللوجو اللي انا بقول عليه لوجو النادي الاهلي ده يقدر يخسر ابدا، مستحيل، ولا يتحرج حتى، ولا يحرج ان يتقال له مثلا اصل كذا اصل، لا 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 الكلام ده خارج. ولسه كابتن سلوى كانت بتقول النادي الاهلي عمره ما العائق المادي هيبقى سبب، وكابتن سامح قال نفس الكلام، عمر ما المبلغ المالي هيكون، الفلوس هتتدبر من تحت الارض. انما الخاسر معروف مين الخاسر، وللاسف يعني انا مش شايف غير انه يعني 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 تصرف. الحقيقه استاذ ايمن قال، انا ما عنديش تعليق، استاذ ايمن قال كل الكلام اللي ممكن يقال بشكل الحقيقه ما فيهوش اي تجاوز. استاذ ايمن قال بمنتهى الحرفيه، بمنتهى استاذ ايمن بدره المدير عام البرامج ما كان معانا على الهواء منذ قليل، وقال بمنتهى الحرفيه، بمنتهى زي ما بيقولوا يعني معرفه الاصول والمبادئ والقيم، ورد على هذا الحدث في اطار يعني اللي بيحافظ عليه دايما النادي الاهلي. عمر ما خرجش بكلمه، واكيد ده هيزعل حضراتكم مرارا وتكرارا، ما خرجش بكلمه بره. ليه؟ لانه ما بيمثلش نفسه دلوقتي استاذ ايمن، وقال كده، انا ما بمثلش نفسي، انا بمثل لوجو عظيم وقناه عظيمه قناه النادي الاهلي. الحقيقه الموقف الان انه بيبلغوني لسه المفاوضات شغاله، ولكن احتمال كبير جدا يتذاع الشوط الثاني لحضراتكم. الشوط الاول انتهى 6-5. طيب خد حضراتكم بره كابتن سامح، 6-5 نتيجه قليله، واضح ان المباراه مأزمه. توقعات حضرتك للشوط الثاني يكون ايه؟ هو بالنسبه للنتيجه دي يا كابتن هيثم، انا توقعاتي ان اصلا اللعيبه هتلاقيها سخنت وخدت فتره الاحماء كامله، وبعدين خدوا وقت طويل واقفين عشان عبال ما الكاميرات والموقف ده يتحل وبتاع، فاللعيبه ابتدت تهمل تاني او تبرد تاني وابتدوا يلعبوا الماتش، فده اثر عليهم عشان كده النتيجه دي. ده توقعاتي ان النتيجه كانت كده يعني، لان 6-5 دي توتر والماتش اتاخر. طيب هما بيبلغوني الشوط الثاني بدا ولسه المحاولات مستمره لاذاعه المباراه. طيب اتمنى بس من الزملاء ان هم دايما يحطوني في الايه في الصوره عشان نبقى عارفين لو تم نقل الشوط الثاني ولا لا. كابتن برضو مباراه 6-5 نتيجه قليله بالنسبه للنهائي، طبعا نتيجه قليله عامه بالنسبه لمباراه كره يد. لكن ان شاء الله في الشوط الثاني اكيد الامور هتبقى. طيب معلش يا كابتن، انا اسف، بيبلغوني المشكله بتتحل، المباراة إن شاء الله ستذاع الشوط الثاني، طبعا في استعدادات بتحصل في الملعب ثاني بعد طبعا ما عملنا الاستعداد ده، مع احترامنا للجميع طبعا، واحنا كلامنا كله ما فيش تجاوز خالص ضد حد، مع احترامنا للجميع الأزمة بتتحل إن شاء الله. طب هنطلع فاصل يا جماعة؟ طيب هنطلع فاصل، لازم طبعا أنا أطلع فاصل قصير وهنرجع على أحداث الشوط الثاني حتى طبعا الاستعدادات تنتهي من الفاصل على إذاعة الشوط الثاني، وهنتابعه مع حضراتكم وأكيد هيكون لنا لقاء بعد الشوط الثاني. شكرا جزيلا لحضراتكم. طيب هل طيب هما بلغوني ان الامور بتتحل، فالفاصل مش هيبقى فيه فاصل، لا احنا هنكون مع حضراتكم مستمرين حتى نقل احداث الشوط الثاني. معلش يا كابتن انا اسف، توقعات حضرتك للشوط الثاني، هل ستستمر هذه النتيجه بالمنظر ده ولا بنات النادي الاهلي سيستطيعوا حسم اللقاء في العشر دقائق الاخرى الاخيره؟ لا هو بدايه الشوط الثاني الامور ممكن تتغير، وربنا يسهل ان شاء الله الماتش يبقى يعني يبقى ماشي بوتيره اسرع.
يعني بتتوقع النادي الاهلي ممكن يحسم اللقاء بفرق اعلى من كده ولا هيمشي بالمنظر ده؟ لا ممكن في الاخر ان شاء الله، ولا عشان احنا ما شفناش الاحداث فاحنا مش قادرين نحكم. بس على ممكن في الاخر الدنيا تختلف. كابتن سامح بتراهن لسه على هذا السيناريو انه المباراه، يعني يمكن السيناريو الثاني اللي حضرتك قلت انه ممكن يحصل مباراه تتؤزم هيحصل، الشكور هيبقى قريب، النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحسمها في الاخر. هو ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك كابتن هيثم ان الشوط الاولاني طالما ماشي كده، يعني المفروض ال 10 دقائق الاولانيين بتوع الشوط الثاني هو ده اللي ممكن الاهلي يفرق فيه. غير كده هيفضل ماتش متأزم لغايه اخر 10 دقائق، يعني لو ما فرقش في ال 10 دقائق الاولانيين هيفضل ماتش متأزم لغايه اخر 10 دقائق. وبالتالي يمكن عشان احنا ما شفناش احداث الشوط الاول، بالتالي يا كابتن ما احناش بنحكم فنيا، الصوره مش واضحه، بس احنا بنقول نتيجه يعني 6-5 نتيجه قليله جدا. يعني يمكن انا مستغرب يعني يا كابتن لو رجعنا حتى ماتش سبورتنج وسموحه لاقل سكور في الرحله 18-17، لا ده احنا بنتكلم 6-5 دي يعني ممكن يخلص الماتش 12-10. ما هو 6-5 بالنسبه للاهلي وسبورتنج على كم اللعيبه اللي هنا واللعيبه اللي هنا قليل، سكور قليل قوي، يا اما الاجوان كانت عاليه قوي زي ما قالت كابتن سلوى في الاول ان الماتش دوت. بس لازم التوتر، بتهيألي التوتر اللي حصل ده هو ده اكيد فرق معاهم طبعا، اكيد فرق ان انا اعمل احماء وبعدين اقعد وبعدين العب، دي طبعا اكيد فرق مع اللعيبه. يعني كنا ممكن نشوف حتى بتهيألي نتائج احسن او اداء احسن وكنا في غنى عن التوتر ده كله. طب كابتن خلينا نقول برضو انه يعني طيب هستاذن حضراتكم، هنروح لنقل احداث الشوط الثاني من مباراه نهائي كاس مصر كره اليد سيدات بين الاهلي وسبورتنج في الصاله رقم 2 باستاد القاهره، فالى هناك. ألف مبروك فوز النادي الأهلي بكأس مصر لكرة اليد سيدات 22-21، مباراة ماراثونية كبيرة بعد أربع أشواط إكسترا تايم وشوطين رئيسيين، يعني ست أشواط في مجملها فاز النادي الأهلي 22-21. ألف مليون مبروك، هارد لك نادي سبورتنج، أدى مباراة كبيرة، نادي كبير نادي سبورتنج وكافح ولعب حتى النهاية، يمكن كان في الأواخر نادي سبورتنج هو الأقرب، ولكن النادي الأهلي استطاع بخبرته وبيد سارة الخولي في آخر ثانية من الفوز على نادي سبورتنج 22-21. ألف مليون مبروك. أرجع لضيوفي في الاستوديو، الكابتن سلوى محمود نجمة النادي الأهلي السابقة في كرة اليد، والكابتن سامح لبيب نجم النادي الأهلي. كابتن سلوى ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. الحمد لله، وكان ماتش صعب قوي بس صحيح. الحمد لله احنا طلعنا نادي الأهلي. صحيح كابتن سامح. يمكن طيب قبل ما اروح ليك يا كابتن سامح، لازم هنروح لزميلنا كريم احمد في ارض الملعب ولقاءات مهمه عقب المباراه. كل مكان اكيد بنبارك لكل فريق كره اليد بالنادي الاهلي على المباراه القويه والعصيبه، لكن عندنا ثقه كبيره، كابتن ياسر صلاح، الكابتن نبيسه، بنات من ذهب النهارده حاولوا ان هم يعملوا كل ما يستطيعوا من قوه، بنهنيهم ونبارك لهم، واكيد طبعا يمكن فرحه كبيره، وبنحاول ان احنا نشوف كل اعضاء مجلس الاداره المتواجده، كمان هيبقى معانا المهندس محمد الضماطي. مهندس محمد الضماطي ببارك لك النهارده على الفوز، وشك حلو علينا وعلى النادي الاهلي على طول، حابب تقول ايه للبنات؟ شفت مباراه صعبه جدا النهارده. الحمد لله على المكسب، المكسب كان صعب بس الحمد لله كالعاده، يعني الحمد لله دايما الاول. جمهور النادي الاهلي ده ليه تاثير كبير جدا 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 على طول ورا فرق كره الصالات وكل فرق اليد وكل الطايره كمان. حاجه رائعه، ربنا يحميهم والله، حاجه شيء رائع يعني. اخيرا تقول لكل البنات الفتره اللي جايه افريقيا بقى. مبروك وان شاء الله افريقيا نعمل فيه حاجه كويسه باذن الله، شكرا كده. كل الشكر طبعا استاذ محمد ضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واكيد هنكون مستمرين معاكم، وبنحاول ان احنا طبعا ناخد الكابتن ياسر صلاح المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن ياسر بنبارك لك طبعا على الفوز، وبنبارك لك على البطوله، الف مبروك النهارده، فوز مميز وفوز كبير، حابب تقول النهارده على المباراه الصعبه دي؟ الحمد لله، ده تعب طبعا، تعب فرقه
نشكر ربنا سبحانه وتعالى ونشكر جمهورنا تمام، نشكر طبعا مجلس الاداره اللي ورانا. الحمد لله تعب كبير علينا الفتره دي اللي فاتت، ضغط عصبي غير عادي، بنلعب حوالي 3 بطولات، بلعب في الاسبوع حوالي من 4 ماتشات ل3 ماتشات تمام. الحمد لله الحمد لله تعبنا تمام، بان في الملعب. البطوله مش سهله زي كل سنه، كل نادي دلوقتي بيدعم فرقته تمام، واحنا الحمد لله ربنا يسهل ان شاء الله، نحاول ندعم الفتره اللي جايه في خلال مجلس الاداره الجديد. كنت متوقع صعوبه المباراه كده ان هي توصل للتايم واثنين وثلاثه واربعه؟ كنت متوقع كده يا كابتن ياسر؟ كنت متوقع كده، وكان الاعداد ماشي في الطريق ده. ما عرفت ان الدوره هيتضغط تمام، كنت متوقع ان الماتشات كلها هتبقى صعبه علينا، لان احنا بنلعب، بقول لحضرتك بنلعب من 3 ماتشات ل4 ماتشات. حابب تقول ايه في رساله للفرقه الفتره اللي جايه؟ افريقيا ده الهدف بالنسبه لكم، حققتوا بطولات لكن افريقيا هي الهدف ان شاء الله. افريقيا طبعا هدف صعب علينا تمام، بس الفتره اللي جايه ان شاء الله، انتوا عارفين ان احنا بقالنا 30 سنه ما دخلناش افريقيا، بطوله صعبه جدا جدا جدا. ان شاء الله هنحاول على قد ما نقدر، وان شاء الله ربنا يتممها بخير باذن الله وناخد الدوري. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، وفرحه كبيره طبعا، واكيد هنروح بقى للكابتن بيسا رئيس الجهاز والمدير الفني. مبروك يا كابتن بيسا، مباراه صعبه يعني حاجه صعبه جدا، لكن كن عندنا ثقه كبيره في كابتن بيسا، كابتن ياسر، في كل البنات. والله بص، هو كان الكاس بالذات بلوش مستوى. انا بقول ان الكاس من اخطر البطولات الرياضيه. ليه؟ لان انت ما تقدرش تعوض فيه. النهارده فرقتك ما هياش في يومها، خلاص انت كده خسرت بطوله، مش خسرت ماتش. بس هو كان ماراثون يليق بكره اليد في مصر. يعني انتوا طبعا اتفرجتوا 4 اشواط، الكوره ماشيه جون بجون، الحمد يعني الحمد لله ربنا وفقنا في الاخر باخر جون. لكن طبعا ده انا بقول ان ده مش مستوى النادي الاهلي. النهارده حاله عارضه، النهارده كان في شد جامد جدا على اللعيبه، وضغط جامد جدا. طبعا انت شايف الصاله عامله ازاي، فهي فرصه برضو ان هم يتعودوا على ماتشات افريقيا، واحنا بصراحه محملين عليهم جامد عشان الاعداد بتاع بطوله افريقيا الشهر الجاي. فكل يعني احنا بنعتبر الماتشات دي ماتشات تجريبيه. الحمد لله، الف مبروك للاهلي، الف مبروك لينا كلنا، وان شاء الله كل يوم بطوله يا اهلي يا اسطوره. مستمرين معاكم، وناخد بقى البطل بتاع مباراه اليوم كابتن غدا حسام حارس مرمى النادي الاهلي. الف سلام عليكي النهارده، يمكن التشجيع ده هو اللي خلاكي ترجعي تاني. الاصابه كانت جامده جدا، قولي لي تعرضتي للاصابه ايه اللي حصل؟ مفيش، ان انا خبطت في العارضه، شفتي اتفتحت، وظهري وايدي موجعني، بس روح الفانيلا حمراء وجمهور وفريقي لازم ابقى اقف جنبه، فده طبعا حاجه ما ينسيني اي وجع، ولازم اكمل. والحمد لله ربنا، احنا بجد بنتعب، وربنا الحمد لله ادانا على قد تعبنا. قولي لي الجمهور ده كان ليه تاثير عليكم النهارده بشكل كبير؟ المباراه كمان كنت متوقعاها ان هي يبقى فيها اكتر من شوط، ولا كنت شايفه المباراه النهارده؟ لا، احنا ما كناش متوقعين الماتش يبقى اكتر من شوط، وغير كده الجمهور هو اللي رجعنا، الجمهور هو اللي بجد خلانا ان احنا ندافع كويس ونجري، وخلانا نجيب بجد اللقب يعني الحمد لله. افريقيا هو ده اللي منتظرينه منكم ان شاء الله مع جمهور النادي الاهلي. شايفه البطوله الافريقيه بالنسبه لكم ازاي؟ البطوله دي يمكن دخلت في التاريخ خلاص، اللي جاي هو الاصعب ان شاء الله. لسه هيبقى عندنا نهائيات الدوري هنركز فيها، وبعد كده بطوله افريقيا ان شاء الله ده هدفنا الاكبر، وان شاء الله مستوانا هنعلي بيه اكتر، ان احنا بالمستوى دوت عايزين نزود كمان عشان افريقيا يعني، فان شاء الله خير. ربنا يخليك، شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا لكل بطلات النادي الاهلي على هذا الفوز المميز، واكيد دلوقتي يمكن استلام الميداليات بالنسبه طبعا لفريق النادي الاهلي وفريق سبورتنج. هسيبك كابتن هيثم كل نجوم الاستوديو التحليلي مع التتويج لفريق النادي الاهلي ولقاءات ما بعد التتويج، والف مبروك من جديد للنادي الاهلي. شكرا جزيلا. الحقيقه يعني نقل الفرحه من ارض الملعب بيبقى ليها طعم تاني، وشايفين طبعا طبعا لمراسم تسليم الجوائز الف مليون مبروك. خليني اقول ان النهارده الحضور الجماهيري هو اللاعب رقم واحد، وجود النهارده الجماهير بهذه الكثافه. الحقيقه احنا كناش متوقعين ده، امبارح كان في بعض الجماهير، النهارده ما فيش مكان في الصاله لقدم. الحقيقه ده اللي فيدل على وعي كبير من جمهور النادي الاهلي اللي هو اللاعب رقم واحد، اللي بنشكرهم شكرا جزيلا على مجازره الفريق. خلينا نقول ان احنا
شفنا هذا المنظر كمان مع فرقه البنات الطايره في البطوله العربيه. وعي كبير من جمهور النادي الاهلي، بس مش العاب الرجال، وده اللي بقوله، العاب الصالات رجال وسيدات، بنقف وراهم بنفس المسافه، بنفس القوه، بنفس التأييد. لحظات جميله، التسليم، المراسم. طبعا خليني اقول يعني كلمه كابتن بيس على الهواء، الاهلي اسطوره، كل يوم بطوله، هي دي الحقيقه. كل يوم النادي الاهلي بيخش بطوله، كل يوم النادي الاهلي بيرفع شعار النادي عاليا. شفنا طبعا استاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره متواجد هناك وبيأزم الفريق، وكمان بيسلم الجوائز وبيشارك في تسليم الجوائز للنادي، طبعا الاول الاهلي، الثاني سبورتنج، الثالث الشمس. اكيد طبعا لحظات مش هتتنسي، بالذات واللي خلى الحقيقه للحظات دي طعم تاني هو حضور الجماهير. والتاني انا باكد احترامنا لكل الجهات، احنا كقناه النادي الاهلي وانا شخصيا يعني باكد على احترامنا لكل يعني مسؤول جوه، طبعا اسر كره اليد من اول المهندس هشام نصر، مجلس الاداره، احنا خالص لم يحصل تجاوز منا في اي شيء لا قريب ولا بعيد، ولكن احنا كل الاحترام ده. التتويج زمان مي وهي بتستلم الكاس وفرحه كبيره، يمكن اللي خلى الطعم الفرحه دي حلوه يا جماعه هو المنظر اللي احنا شايفينه في خلفيه الصوره، جمهور النادي الاهلي وهو بيحتفل مع فريقه، ونسمع جمهور الاهلي بيقول ايه يا جماعه. شايف البطوله الافريقيه؟ الحمد لله احنا بنتعب، احنا اكتر ناس بنتعب في مصر، فالحمد لله ان شاء الله بطوله افريقيا جايه، وان شاء الله نقدر نفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. حبيبي مستمرين معاك يا كابتن هيثم، كابتن مي هشام طبعا احد نجمات فريق النادي الاهلي، مبروك النهارده، كان ليك تاثير كبير في النزول، جمهور النادي الاهلي ليه تاثير كالعاده، البطوله بالنسبه لك بتمثل لك ايه والحضور الجماهيري المميز؟ طبعا احنا بنشكر الناس اللي جت دي كلها عشاننا، مجرد ما نزل طبعا على موقع النادي، فدي حاجة يعني بنشكرهم عليها من قبل ما نيجي والناس موجودة، فدي حاجة بتحفزنا جدا، ولولا ما كناش كملنا لحد الآخر مع 2 اكسترا تايم، فدي حاجة طبعا تعب بيبقى كبير علينا، وأكيد هتفقد الأمل في وقت من الأوقات في الماتش، فهم بيرجعوا دايما الأمل لينا إن احنا نكمل لحد الآخر. لعبت مباراة كتيرة جدا، كنت متوقع الجيم يبقى ماشي كده بالمنظر ده، ولا المباراة النهاردة ظروفها كانت إيه بالنسبة لك؟ مش متوقعين إن الجيم هيطول قوي كده، بس يعني ولا ثانية كنت عندي شك ان الماتش هيفلت، لان احنا راكبين يعني احنا عندنا حاجات هنظبطها، فاحنا هنجيب الجيم، بس هي اللقطه، فاللي هيكمل لحد الاخر وهيكون ماسك الماتش كويس هو اللي هيجيب الماتش. اخيرا البطوله الافريقيه، عندنا ثقه كبيره فيكم، كنت ان شاء الله في البطوله دي، شايفه البطوله الافريقيه ازاي؟ ان شاء الله بقى بيهم وبالجمهور ده كله ان شاء الله هيبقى ليها يعني شان كبير، وان شاء الله تكون في الاهلي باذن الله. ربنا يخليك يا كريم. مبارك من جديد لكل نجمات فريق النادي الاهلي على هذا الفوز المميز، بطوله جديده. النادي الاهلي على فكره هو حامل اللقب في بطوله الكاس، والمره دي بيحافظ على بطوله لقب الكاس من جديد. اجواء مميزه واحتفاليات مميزه هنا داخل استاد القاهره، ويمكن زي ما احنا شايفين فريق النادي الاهلي بياخد الصور التذكاريه، وحاجه رائعه. مبارك من جديد للكابتن ياسر صلاح، للكابتن بيس رئيس الجهاز، مهندس محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي على تواجده اليوم وعلى التحفيز المميز. اسيبكم مع الاجواء الاحتفاليه لفريق النادي الاهلي. حقيقة يعني لحظات جميلة، صور تذكارية للفريق بعد حصوله على كأس مصر، يمكن
حابب اقول حاجه في التابلو الجميل ده. جمهور النادي الاهلي وجوده في الملعب منتهى الالتزام، منتهى. شفنا اوقات عصيبه يمكن كان في نهايه المباراه، النتيجه كانت اقرب لنادي سبورتنج، ومع ذلك ما حصلش اي تجاوز من جمهور النادي الاهلي، وكان في منتهى الالتزام، محدش نزل الملعب، حتى الجمهور اللي نزل الملعب لالتقاط الصور التذكاريه في منتهى الالتزام ومنتهى الاحترام. وهذا هو جمهور النادي الاهلي حتى في مباراه السيدات، بيكون على قدر المسؤوليه. التابلو اللي احنا شايفينه ده، المنظر اللي احنا شايفينه ده، ما كانش حد ابدا يتوقع حضور هذه الجماهير بهذا العدد. يمكن عذور البنات، البنات حتى تحت ضغط جامد جدا، اول مره فريق كره اليد للسيدات يحضر فيه هذا العدد من الجمهور، لان الحقيقه زي ما احنا قلنا الفريق مظلوم، الفريق ما اتحطش عليه السبوت بشكل كبير، لان دايما كان معودنا على المكسب، فكان طبيعي ان كره اليد السيدات تكسب. اول مره نشوف هذا العدد من الجمهور بيروح، فكان طبعا وضع طبيعي يحصل ضغط عصبي على البنات يخرجوا خارج ادائهم الطبيعي المعتادين عليه، ومع ذلك قدروا يحسموا اللقاء بعد يعني مباراه ماراثونيه امتدت لست اشواط. الحقيقه ما اقدرش اقول حاجه غير الف مليون مبروك، واحب اكد كمان ان دي اكبر اعداد جيد للفريق قبل بطوله افريقيا، لانه في افريقيا هيكون هذا الحضور الجماهيري موجود، في افريقيا هيكون هذا المستوى الفني المتقارب. ده ما يمنعش طبعا ان احنا بنحيي نادي سبورتنج، بنقول له هارد لك، قدم مباراه كبيره، وحتى لو كان نادي سبورتنج كسب كنا اكيد هنقول له مبروك، لانه الحقيقه عمل مباراه كبيره جدا جدا نادي سبورتنج، وده الطبيعي. كابتن بيسا طبعا رئيس الجهاز بيتصرف كانها لاعبه من ضمن اللاعبات، وبتلقط الصور التذكاريه، اكيد طبعا احنا ملوك الصالات هنحتفل بيهم، بطلات من ذهب، ويعني وحاجه الحقيقه تسعد. يعني ارجع لضيوفي في الاستوديو، يعني كابتن سامح عايز حضرتك تعلق على المشهد اللي احنا شايفينه. والله كابتن هيثم دي حاجه يعني الواحد مش عارف حاجه تفرح بصراحه، مع ان الماتش كان مأزم يعني، بس الحمد لله زي ما قلت لك في الاول ان الاهلي بيلعب لغايه اخر وقت، وزي ما قالت مي هشام احنا لغايه اخر ثانيه مش ممكن جوانا ان احنا نخسر. صحيح، ودي روح المكسب في النادي. الحمد لله، وبصراحه الجمهور النهارده كانت حاجه تفرح، ما كانش حد متوقع ان الجمهور يملى مدرج بحاله. صحيح، لكن هو ده جمهور النادي الاهلي، وهي دي لعيبه النادي الاهلي. طيب يعني كابتن خلينا نقول انه برضو نعذر البنات، الناس بتقول طب انا اسف يا كابتن، كريم احمد جاهز ببعض اللقاءات، كريم هو الاساس، هنروح للزميل كريم احمد في الملعب عشان ينقل لنا احداث ولقاءات مهمه. شايف المباراه النهارده ازاي؟ كنت متوقع الجيم يبقى كده حماس، شايفينه بره خارج المدرجات غير عادي، خارج المستطيل. قول لي النهارده حابب تقول على الفوز المميز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ان اول بطوله مع فريق الدرجه الاولى الحمد لله، ومباراه عصيبه طبعا، دايما تبتسم مباراه النهائي كوس بالشد العصبي. المباراه راحت طول الشوط الاولاني والثاني احنا رايحين جايين عليهم وليدنج على الماتش كله، الحمد لله توفيق من ربنا طبعا، والجهاز الفني قدر يحجم لعب سبورتنج، فرقه ممتازه، فرقه جيده، فرقه محترمه، والحمد لله ان احنا وصلنا ان احنا ناخد الكاس كبدايه قبل بطوله افريقيا ان شاء الله في النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي المميز وحضوره النهارده اللي كان ليه تاثير كبير جدا، شايف تاثيره النهارده ازاي على البنات؟ شفنا جدع حسام اتصابت واصرت ان هي تنزل كمان، شايف تاثير جمهور النادي الاهلي ازاي؟ جمهور يحرك الحجر يعني، الحمد لله ان عوده الجماهير وناس محترمه وناس ملتزمه، الحمد لله ان هم دول اللعيب رقم 7، اللعيب رقم 8 في الملعب الجمهور بالنسبه لكره اليد، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الله يخليك يا كابتن. كل الشكر والتقدير طبعا لكابتن عمر شوقي. هناخد كمان دنيا شريف احد نجمات فريق النادي الاهلي. كابتن دنيا مبروك النهارده الفوز، مباراه بطوله مهمه، انتوا حاملين اللقب، لكن تاثير المباراه النهارده شايفاه ازاي؟ طبعا هو يعني كانت واضحة قوي انها مباراة يعني صعبة جدا، الحمد لله ربنا كرمنا، نادي سبورتنج نادي قوي وخصم قوي، الجمهور كان ليه عامل كبير، طبعا احنا علينا ضغوط، عندنا بطولة افريقية ومركزين فيها، فده برضو عامل علينا حمل، يعني حاولنا على قد ما نقدر نبقى في اجواء المباراة من قبل ما ننزل، احنا كلنا مركزين، يعني كل تقريبا الارشادات اللي المدرب قالها كابتن ياسر كلنا يعني اشتغلنا بالظبط، وكنا نازلين مركزين، بس هي بتبقى ظروف مباراه، لان انت برضو دي مش مباراه عاديه، ده يعني مباراه نهائي، والحمد لله يعني قدرنا نكسب يعني، والاعداد الكويس والتمرين الكويس ومجهودنا اللي احنا بنعمله، وتقريبا مفيش فرقه في مصر زينا، وانتوا متابعينا من اول الموسم، جبال وتمرين فبنيجي على حاجات كتير قوي، وكان رد راس ربنا كرمنا، وكان الرد ان احنا ربنا يعني كرمنا وكسبنا البطوله الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. مستمرين معاكم اكيد، معانا احد نجمات فريق النادي الاهلي كابتن ساره، ببارك لك النهارده على الفوز والبطوله، وليكي تاثير كبير ككل اللاعبات النهارده على المباراه المميزه دي، حابه تقولي ايه النهارده بعد الفوز المميز ده؟
حابه طبعا اقول الحمد لله لكل مجتهد النصيب، يعني ده نتاج تعبنا طول الموسم. احنا مفيش فرقه اتمرنت اللي احنا اتمرناه طول الموسم ده خالص، ولا شافت فتره الاعداد اللي احنا عملناها، فده طبيعي، ده نتيجه كل اللي احنا عملناه الحمد لله. حطيت الجون الاخير، كنت حاسه ان انت هتحطي الجون الاخير ده في اخر ثواني، وكان عندك الاصرار ده ولا لا؟ انا كنت حاسه، ايوه يعني انا كنت حاسه لما مش لي. طب تأثير الجمهور ووجوده النهارده ده كان ليه دفع كبير جدا جدا ان الجيم يوصل بالمنظر ده وتفضلوا بالمستوى المميز ده لاخر ثانيه؟ طبعا احنا الجمهور هو اللي كسب النهارده مش احنا، يعني الفوز ده كله يرجع للجمهور والله العظيم يعني. الله يبارك في حضرتك. مبارك من جديد يا كابتن عيسم لكل طبعا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اعضاء مجلس الاداره بالكامل. النهارده يمكن كنا بنامل ان احنا نذيع المباراه بشكل كامل، لكن يمكن كان قرار كان مفاجئ، والحمد لله قدرنا ان احنا يعني ان نستحدث هذا الامر. بنشكر اكيد وبنوجه كل الشكر لشركه برزنتيشن بقياده الاستاذ محمد دكامل على هذه المحاولات المستميته لاذاعه هذه المباراه، وبنتمنى الفتره القادمه يكون في تنسيق كبير بيننا وبين الاتحاد المصري لكره اليد. الهدف هو ظهور اللعب. كل الشكر ليك كريم احمد ولكل طاقم قناه النادي الاهلي اللي تواجد في مجهود كبير جدا بعد هذه الاحداث انه يقدر ينقل المباراه بهذا الشكل. بشكركم شكرا جزيلا، تيم ورك محترم اشتغل باحترافيه عاليه، قدرنا ننقل المباراه بشكل جيد. احب اوضح حاجه، طبعا كل الاحترام والتقدير لكل من ساهم في نقل هذه المباراه. طبعا قناه النادي الاهلي طبعا بتقدر وبتحترم، وانا شخصيا بقدر وبحترم المهندس هشام نصر، ومفيش اي حاجه نقدر نقولها غير التقدير والاحترام لرئيس الاتحاد المصري لكره اليد المهندس هشام نصر. وكنا كقناه النادي الاهلي دايما في تنسيق مع اتحاد اليد بخصوص الاحداث اللي حصلت النهارده، بناكد ان ما حصلش اي خروج عن النص او اي خروج عن الاطار الطبيعي تجاه اي فرد داخل اتحاد كره اليد، وبناكد احترامنا الكامل للمهندس هشام نصر ومجلس اداره اتحاد اليد بالكامل. وبنشكر شركه برزنتيشن الحقيقه اللي بذلت مجهود كبير في نقل المباراه، وكانت على استعداد ان هي تسوي الامور الماليه باي امور ممكن تطالب بيها او يطالب بيها الاتحاد اكتر من الطبيعي. كان جاهز برزنتيشن احتراما لجمهور النادي الاهلي. بنشكر طبعا كل المسؤولين في قناه النادي الاهلي على الحرص ان احنا ننقل هذه المباراه، وباكد تاني احترامنا وتقديرنا لكل يعني اسر كره اليد وكل المنظومه. احنا الحقيقه ما فيش اي مشكله خالص، احنا كان في مباراه عايزين نذاعها والحمد لله قدرنا على قدر المستطاع ان احنا نذاعها، ولو في اي امور محتاجه تنسيق اكيد هيكون فيها تنسيق بعد كده. نرجع للحدث الاهم وهو الفوز. الف مليون مبروك لفريقنا، الف مليون مبروك للجهاز الفني واللاعبات. يمكن ساره الخولي هي صاحبه اللمسه الاخيره، او يعني اقول ايه، اقول يعني يعني نقول ايه، نقول نجم المباراه النهارده. مش يعني دايما الاهلي بلس 90 زي ما بيقول، ساره الخولي النهارده كانت بتقول يا جماعه واحنا كمان سيدات كره اليد برضو بلس 90 كوره، يعني يمكن ده اخر هدف. لا احنا عايزين اخر هدف يا جماعه في المباراه بتاع ساره الخولي بلس 90، عايزين نقول النادي الاهلي هو ده الهدف الاخير، بعد كده صفر الحكم وانتهت المباراه. يعني النادي الاهلي زي ما بنقول دايما بلس 90 كوره، اخر ثانيه تحسب اللقاء 22-21. الحقيقه لحظه جميله جدا، برافو عليك يا ساره، كلكم اديتوا مباراه رائعه. احنا مقدرين الضغوط اللي كانت عليكم، ومقدرين ان طبعا اكيد المستوى كان يعني مش ثابت نتيجه ان انتوا اول مره البنات تشوف هذا الجمهور اللي كان فعلا الحقيقه هو العامل الاساسي في المكسب. ولكن بنرجع نقول ده اكبر اختبار ليهم قبل كاس افريقيا، ونجحوا في الاختبار، وان شاء الله اكيد بعد كده هيكون في اختبارات كتير، وان شاء الله نستنى منهم المزيد. ارجع يعني للكابتن سامح، يمكن زي ما قلت لحضرتك احنا عايزين البنات، حتى البنات نفسهم قالوا احنا كنا مش متوترين من الجمهور، لكن عايزين نكون عند محل ثقه الجمهور، فيمكن ده اللي عمل توتر في ارض الملعب. ولا راي حضرتك يا كابتن؟ هو طبعا كابتن ياسر هم اللاعبات عليهم ضغط، ان هم زي ما قالت مي ان هم بيجهزوا لبطوله افريقيا. صحيح. وهم متعودين دايما ان المكسب البطولات بتاعتهم بتبقى الماتشات بتبقى ما بتأذبش معاهم، فطبعا هم كل تفكيرهم كان او كل شغلهم كان على بطوله افريقيا. صحيح. لقوا النهارده فرقه سبورتنج على غير المعتاد، ان هي فرقه بتنافس ومعاهم لغايه اخر دقيقه بتدافع، فرقه بتلعب عليهم جامد. صحيح. فالماتش كان مأزم، والحمد لله ان هم في اخر وقت برضو اثبتوا ان هم فرقه النادي الاهلي وكسبوا الماتش الحمد لله. تقول ايه يا كابتن لحضور الجماهير الغفير ده؟ الجماهير دي طبعا نمره واحد في سبب مكسب النهارده يعني. صحيح. يعني في اوقات كثيره كان في فرقه فيها دروب، الجمهور هو اللي بيقوم الفرقه تاني. والالتزام يا كابتن؟ الالتزام طبعا ده معروف، ان احنا زي ما اتكلمنا قبل كده ان الجمهور اهو، الجمهور موجود دلوقتي ومدرج بحاله،
والماتش خلص بغير اي مشكله، رغم ان الماتش كان فيه يعني جيم قريب جدا ومع ذلك ما حصلش اي تجاوز، وكان في اوقات كتيره وبتاع ما حصلش اي مشاكل، واللعيبه خلصت والجمهور فرح بيهم والماتش خلص بدون اي مشاكل وبدون اي امن. صحيح. كابتن سلوى تقولي ايه لحضور الجماهير الغفير والالتزام للجماهير؟ دي يعني خطوه كويسه جدا ان احنا نطالب بقى برجوع الجمهور. صحيح. لان هو بيبقى ليه عامل اساسي جدا جدا، خصوصا لما الماتشات بتبقى قريبه جدا من بعض. صحيح. فبيبقى عليه عامل كبير في التشجيع وفي ان هو اللي بيحسم نتيجه المباراه. بس خلينا نقول يا كابتن انه برضو نعذر البنات، البنات كان عليهم ضغط كبير جدا عصبي. طبعا. عايزين يشرفوا جمهورهم، يمكن بالزبط. اول مره يتعرضوا لهذا الضغط، احنا ما كناش متوقعين، احنا كنا في الاستوديو مش متخيلين ان الجمهور بالشكل الرهيب والجميل ده ما فيش مكان، وكمان خلينا نقول من اول ثانيه لاخر ثانيه بيشجع، ومن اول ثانيه الماتش مأزم. صحيح. فالضغط جامد والتشجيع جامد، وف يعني الف مبروك. صحيح. مباراه، وانت عارفه كمان يا كابتن ارجع واقول ان دايما المباراه اللي بيجي فيها مكسب بعد عناء ومجهود الحقيقه بتبقى طعم الفوز احلى بكتير. بس ده طبعا ما يخليناش ننسى ان نادي سبورتنج فريق محترم. طبعا. خليناش ننسى نقول ان فريق سبورتنج مدير فني محترم، جهاز فني محترم، نادي محترم بيدعم اللاعبين اللاعبات. نادي سبورتنج النهارده قدم مباراه كبيره جدا الحقيقه، وكان يعني هو والاهلي قريبين للفوز جدا جدا. والف مبروك طبعا لكابتن بيسا وكابتن ياسر صلاح والجهاز الفني والاداري والطبي، يعني المجهود باين. يعني انت عارفه يا كابتن فرحه البنات تضاعفت بكتير بحضور هذا الجمهور، لان هو الحقيقه والله انا شفت، كنت متابعين على قناه النادي الاهلي لحظات التتويج بالكاس السنه اللي فاتت، ما كانتش الفرحه كده وما كانتش الاحساس، يعني الجمهور هو حلاوه، يعني اقول ايه، هو الرياضه الجمهور. ادى طعم تاني للماتش، ادى طعم تاني وفرحه تانيه. وشفنا حتى يعني نصر عيد وهي بتتكلم على عفويه وطبيعيه ومش عارفه تقول ايه، يعني الجمهور بيدي حلاوه تاني خالص. فعلا فعلا. واحنا نتمنى ان طبعا خلي بالكم المشهد ده ان شاء الله هيتكرر الاسبوع ده بس في الطايره، لان عندنا بطوله افريقيا اللي على سيد امير عبد الله الفيصل، هنشوف الجماهير دي واكتر كمان جوه النادي الاهلي، هيبقى يعني الحقيقه هيبقى منظر يعني احنا مستنيينه ونشوفه. وزي ما احنا شايفين حتى بعد انتهاء المباراه الجماهير ما نزلتش ارض الملعب، لو تاخدي بالك يا كابتن. خد بالك يا كابتن، الجماهير ملتزمه انها ما تنزلش، الجماهير ما بداتش تنزل الا بعد ما خلاص اللاعبات بدات يعني الدنيا تهدى في الملعب. يمكن دي اخر كوره يعني او هدف الفوز لساره الخولي، يعني الحقيقه لحظه انا حتى يا جماعه كنت بسال هو الماتش خلص؟ هو بجد هو خلاص؟ هو خلاص يعني بجد؟ يعني الفرحه دي مفيش اكسترايم تاني؟ طب اتاكدي من ده يا كابتن سلوى، طب يا كابتن سلوى هيتاكد خلاص يعني مش هنلعب تاني اكسترايم؟ لا الحقيقه يعني ده ولا الباسكت بيبقى فيه كده، بس الحقيقه النهارده كان يعني عدوا الباسكت بكتير. والفرحه كانت احلى. الاثاره الحقيقه يا كابتن سلوى، ايه رايك؟ الاثاره كانت عاليه جدا. هي كمان برضه وجود الجمهور ادى حلاوه للمكسب. وكمان كان انا بحب جدا شكل الجماهير الحقيقه، وكان احد اللاعبات بتهدف او حاجه من الفرقه بلاقي الجمهور كله بينط، كانه هدف كره قدم. كانه هدف كره قدم مختلفه. يعني الحقيقه ادى طعم تاني خالص والتزام، حتى ما شفناش، انا برضو عايز اقول حاجه، ما شفناش شملوخ واحد في الملعب. فعلا. خدي بالك من دي يا كابتن. يعني هم الجمهور يدرك تماما ان شمروخ يعني او بيضر فرقته، هيضر فرقته وهينفس هيبقى في صاله مغطاه صعب. الجمهور واعي، المئات بل الالاف اللي موجوده دي مدركه ان ما ينفعش اولع شمروخ في صاله. كل التقدير والاحترام الحقيقه، انتوا النهارده ابهرتونا كجمهور النادي الاهلي بحقيقه، يعني انتوا عريس الليله، واحنا بنقول ان ما كانش المكسب ده يتحقق لولا وجود هذه الجماهير، لان انتوا اللاعب رقم واحد والتزام وتقدير واحساس بالمسؤوليه. كل التقدير والاحترام، كل وقفتكم دي على راسنا من فوق، احنا حتى كبرنامج ملوك الصالات جمهور الاهلي هو الاساس، وهو قوه النادي الاهلي الحقيقيه في جمهوره ومحبينه اللي بيشجعوه واللي بيأزروه في كل مكان. ونرجع النهارده لحدثنا يا كابتن سامح، يمكن بطوله غاليه، بطوله يعني مهمه جدا، يمكن البنات دي كانت يعني بتحقق البطولات دي قبل كده، بس ما كانش عليهم الضوء، ما كانش عليهم السبوت، طعمها حلو النهارده المكسب. طبعا المكسب النهارده يعني الواحد بيبارك لفرقه النادي الاهلي وللجهاز الفني، وبصراحه يعني فرحه لها طعم تاني. صحيح. ان هي صحيح. انت البنات ابتدى الاضواء بتيجي عليهم وابتدى الناس تشوفهم على دخولهم بطوله افريقيا، ده هيدي حافز البنات كويس. كان لازم مكسب النهارده عشان يدعم البنات معنويا، فالحمد لله ربنا كرم وتعبهم ما راحش على الفاضي. هقول لك على حاجه كابتن، على اللحظه من اللحظات قلت حتى لو الفريق خسر انا مش زعلان، بالاداء اللي هم ادوه والرجوله اللي هم عملوها وبيلعبوا لاخر نفس وبنفس الروح، يعني شفنا مي هشام بتقول احنا ما فيش ثانيه عندنا شك ان احنا هنخسر،
يعني كلمه تدل على روح ودل. انا الحقيقه حتى واحنا قاعد بتفرج قلت حتى لو خسروا والله العظيم انا راضي عن البلد دي وراضي عن ادائهم وراضي ان هم اللي عملوه النهارده، حتى ان احنا عارفين ان مستواهم اعلى من كده، لان هم البلد دي فعلا تعبوا. يعني البلد دي فعلا زي ما بيقولوا هي الفرقه الوحيده في مصر اللي بتتمرن التمرين اللي هم بيتمرنوه ده. صحيح. فالحمد لله ان ربنا كرمهم النهارده وكل تعبهم بفايده يعني. الحمد لله. الحمد لله. كابتن يمكن النهارده شفنا حتى التوتر باين على كابتن ياسر، يمكن كابتن ياسر النهارده كان متحمس جدا على الخط وبيجري وبيروح ويجي، مش طبيعي كابتن ياسر ده. يمكن برضه الاحساس بالمسؤوليه قصاد الجماهير عمل توتر ايضا في الجهاز الفني. اكيد طبعا كان في ضغط جامد جدا، يعني الجمهور على قد ما شجع وعلى قد ما مد دفعه جامده جدا، بس كان عامل ضغط على لان الجهاز عايز حسين بالمسؤوليه. الناس دي ما يعني مش معقوله كل الناس دي ترجع زعلانه وترجع من غير الكاس او ترجع من غير الكاس او يمشوا يعني يروحوا يروحوا وفرقتهم خسرانه بالظبط. فالاحساس بالمسؤوليه ده الزياده عمل توتر حتى في الجهاز الفني. فعلا فعلا. يعني وشفنا حتى الكابتن بيسا معروف عنها يعني عندها يعني كنترول جامد على اعصابها، شفنا في الاخر بتشجع وفي اخر يعني حتى كابتن بيسا. لا بس هي بيسا على طول كده. يعني حتى لو ماتش سهل هي على طول عايزه الاحسن. عايزه الاحسن. عايزه الاحسن. وخلي بالك برضو ده يعني انعكس على اللاعبات، بس انا عجبني برضو اللاعبات الخبره النهارده الحقيقه. عجبني نصر عيد منتهى الرجوله في الملعب، عجبني مي النهارده، عجبني شيماء محمد جدا. يعني شوف احنا اتعرفنا بالنجمات دلوقتي، احنا بنتكلم عليهم زي ما بنتكلم على الكوره دي. خدت بالك كابتن يمكن قبل اللقاء ما كنا يعني لو اتكلمنا عن ساره الخولي ما نعرفش، دلوقتي خلاص الماتش ده اتحفر ان اخر كره ساره الخولي. ساره الخولي هي شيماء محمد. نصرة غاده البطل غاده اللي اتعورت يعني برضه عايز اروح على الموقف ده كمان يا كابتن. اتخبطت في العارضه ده لو ولد هيطلع مش وقامت وكملت وايتوما تخافوش انا كويسه انا والدم يعني كان بقها اتعور انا شايف الدماء برضه ومع ذلك بتقول لك لا انا هلعب وادي. لا يا جماعه ده اداء رجولي ده لازم الموضوع ده. حتى اللاعبات الصغيرين اللي بتشوفوا الماتشات الماتش ده بيتعلموا دروس كتيره. بالظبط بالظبط. صحيح. وخلي بالك يا كابتن برضه الثلاث تجوان لما شفناهم خارجين وداخلين سواء غاده هند اميه الثلاثه اللي داخل واللي طالع مش متضايق انه خارج حتى. يعني الروح اللي حضرتك اتكلمت عليها روح اكن واحده يعني روح واحده كلهم مع بعض اللي بينزل. صحيح. هو اللي بيشيل. صحيح. بس النهارده برضو يا كابتن ارجع واقول ان الخبره كان ليها دور كبير جدا وزي ما بيقولوا الثبات اللي انفعل ان انا اتاخرت بجونين. احنا جينا علينا فتره اتاخرنا بجونين وجون ومع ذلك كان في ثبات انفعالي وقدرنا نعوض ونركب ونمشي حتى يعني ما يفرقوش عنا بحيث ان الماتش يهرب. لا كنا مسيطرين على الماتش ده برضو حاجه تتحسب للاعبات الخبره. هو طبعا يا كابتن هيثم عشان دول اللاعبات دول طالعين من صغرهم متعودين على كده مش متعودين على الخساره فلغايه اخر لحظه انت لو تلاحظ طول الماتش ما فيش الفرق ما بيعلاش واحد تعادل اتنين واحد فالماتش قريب وهم لغايه اخر لحظه حاطين ان هم هيعرفوا يكسبوا الماتش. صحيح. بتوفيق من عند ربنا طبعا ومجهود اللاعبات حققوا اللي هم عايزينه. صحيح. هو ده النادي الاهلي. صحيح. خليني برضو اكد على حاجه انه النهارده المجهود اللي بذل يعني بين الشوطين او من اول انطلاق المباراه حتى اذاعتها ده كان احتراما لجمهور النادي الاهلي سواء الشركه الرعايه شركه برزنتيشن طبعا متمثله في استاذ محمد كامل او استاذ محمود عدلي المدير الاداري والمالي للقناه. مجهود بذل استاذ ايمن بدره بذل مجهود كبير جدا ايضا في الكواليس عشان الموضوع ده يتنقل للساده المشاهدين. خلينا نقول ونوضح تاني وتمرارا وتكرارا قناه النادي الاهلي كجزء من النادي الاهلي وانا شخصيا على المستوى الشخصي بكن كل الاحترام والتقدير ما فيش اي مشكله مع اي حد بالعكس احنا كل التقدير والاحترام احنا كل اللي بندور عليه احترام جمهور النادي الاهلي اللي بيتفرج علينا احترام الجماهير اللي بيتفرج علينا ومع ذلك كل التقدير والاحترام وكنا حريصين جدا ان يكون حتى الكلام عن المشكله في اطار محدد حتى استاذ ايمن تكلم بكل حرفيه وكل مهنيه عن هذه المشكله اللي حصلت في الاول يمكن اصرار قناه على اذاعه المباراه حتى لو الشوط الثاني ده منطلق من او نابع من احساس بالمسؤوليه والاتجاه والمسؤوليه الادبيه قدام جمهور النادي الاهلي. نرجع نقول برضو انه اكيد يعني في مباريات ثانيه هتتذاع في كل الالعاب مش لعبه بس كره اليد او السله او الطايره في العاب كتير جدا والنادي الاهلي او قناه النادي الاهلي بتقدم خدمه كبيره وبتقدم رساله كبيره مش خدمه دي رساله ده واجب على قناه النادي الاهلي وجمهور والنادي الاهلي نفسه انه ينشر الالعاب ويحط السبوت على هذه الرياضات وسنستمر ان شاء الله قناه النادي الاهلي في اداء دورنا بكل الحرفيه وبكل المهنيه وبكل الاحترام لكل الاطراف. طيب معانا كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن رؤوف والف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن هيثم ومبروك لجماهير النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي والفريق الفني
والاداري والطبي، وطبعا ابطالنا اللاعبات اللي شرفونا كان عند حسن الظن النهارده يعني. كابتن رؤوف، يمكن انا اعرف شخصيا مدى الجهد اللي حضرتك بتبذله عشان يظهر هذا المظهر على الشاشه من الالتزام والناحيه الفنيه والناحيه الاداريه، كل المنظر المشرف ده. انا اعرف قد ايه حضرتك بتبذل مجهود ليلا ونهارا عشان المنظر ده يخرج. اكيد البطوله دي تعني لحضرتك الكثير، خاصه في حضور هذه الجماهير الغفيره. والدعم الاول طبعا احيي الكابتن سابح لبيب وكابتنة النادي الاهلي كابتن سلوى سليمان، وبقول ان هم منورين الاستوديو مع حضرتك. طبعا هم بيسلموا على حضرتك جدا يا كابتن رؤوف. لا كلكم ابطال ومثلتوا النادي الاهلي، وسواء في كلاعبين او هم كاجهزه، فببارك لهم. وبقول انا اعتقد ان الفلسفه بتاعه اداره النشاط الرياضي المفروض تتلخص ان هي توفر الجو المناسب للفرق الرياضيه علشان تحقق الانجازات. يعني المفروض احنا الدور بتاعنا ان ما نخليش اي فرقه تقول ان انا محتاجه اي حاجه، يعني قبل ما تطلبها تكون جاهزه. فاعتقد ان احنا بنحاول على قدر الامكان ان احنا نقف جنب جميع الفرق الرياضيه، لان كما تعلم كل جماهير النادي الاهلي ان النادي الاهلي بيبحث تملي عن المقدمه عن المركز الاول. والحمد لله يعني عايز اقول برضه دي روح الفانيلا الحمراء هي بتتذاع دلوقتي قدامي اخر ثانيه واخر لحظه. بلس 90 يا كابتن رؤوف، بلس 90 النادي الاهلي. وهو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي هم بيقولوا ان التملي في الدقيقه 90 بيفوز. لا دي الروح القتاليه اللي بتتوارثها يعني الاجيال عن بعض. فيعني بقول الحمد لله، والجماهير اهي اللي موجوده قدامي دول يعني هم اللي ورانا في كل حته، فبنهدي لهم هذا الفوز. والف الف مبروك لجميع اللاعبات والجهاز الفني والاداري والطبي، والف مبروك ليكم في الاستوديو والف مبروك. كابتن رؤوف، عايز اسال حضرتك سؤال. يمكن وجود الجماهير بالغفيره بالشكل ده والتزامهم وعدم الخروج عن الاصول في التشجيع يعني يطمن حضرتك كتير قبل بطولات افريقيا القادمه، صحيح ولا انا غلطان؟ والله هو كلامك مظبوط. وعايز اقول كمان يعني المفاجأة الكبيرة ان امبارح طرحنا التذاكر بتاعت البطولة الافريقية، يعني نفذت في خلال نصف ساعة. يعني الجماهير باذن الله هتحتشد ورا الفرق بتاعتنا بتاع الكرة الطائرة سيدات، وباذن الله الرجال. والحمد لله يعني في الكريتيكال تايم اللي كان موجود وكان تقدم علينا الناس سبورتنج في بعض لحظات في المباراه، ولكن التزمت جماهير النادي كلها الاهلي بالتشجيع المثالي زي ما شفناه. وباذن الله هتمتثل في البطولات الافريقيه علشان دي تكون رساله لعوده الجماهير باذن الله لمباراه كره القدم باذن الله. باذن الله. كابتن رؤوف، ما ينفعش حضرتك تبقى معايا على الهواء وما اسالكش عن الاستعدادات او اخر الاستعدادات لبطوله افريقيا للكره الطائره سيدات التي ستنطلق ان شاء الله يوم بالكثير يمكن 6 مارس. قول لنا يعني يا كابتن برضو الاجتماع الفني امتى؟ المفترض كم فرقه المفروض تشارك؟ يعني ادينا الكواليس اللي عند حضرتك حتى الان. يعني هو الحقيقه طبعا على طول اتشكلت لجنه برئاسه اعضاء مجلس الاداره الاستاذ محمد الجرحي ومحمد الضماطي، وعلى طول ابتدت اللجان كلها تشتغل. والحمد لله يعني احنا في المراحل النهائيه، لان خلاص النهارده 2 والاجتماع الفني يا كابتن باذن الله هيكون في احد الفنادق يوم 5 اللي هو يوم الاثنين الجاي الساعه 1 الظهر. ده هتجرى فيه القرعه، وبعد كده الافتتاح باذن الله. احنا محضرين مفاجاه كبيره جدا لجماهير النادي وعشاق النادي الاهلي في حفل الافتتاح اللي هيكون يوم الثلاث الساعه 5. هو تزامن طبعا الافتتاح مع مباراه كره القدم في افريقيا، هتكون مباراه كره القدم الساعه 8 وهيكون الافتتاح الساعه 5. وزي ما بقول باذن الله محضرين مفاجاه باذن الله يا رب تعجب جماهير النادي الاهلي. الحقيقه هو لغايه دلوقتي التاكيد يمكن لغايه من حوالي ساعه هيبقى 16 فريق لغايه دلوقتي. ما شاء الله ده عدد كبير يا كابتن. جدا عدد كبير. فرقتين من مصر النادي الاهلي ونادي الشمس، بالاضافه ل 14 فريق
يعني من يعني عايز اقول لك من اقوى الفرق الافريقيه حقيقه، هتبقى بطوله قويه جدا، لان حامل اللقب نسور قرطاج مشارك، فريق الانابيب الكيني وفريق بريزون اللي هو السجون الكيني مشارك، فرق فاب الكاميروني، يعني دول الفرق اللي هي بتنافس دايما على البطولات الافريقيه. فاعتقد ان البطوله من حيث الكم 16 فريق يعني كتير قوي، من حيث الكيف يعني احسن فرق القاره موجوده. فبنتمنى باذن الله الفريق عاد امس من معسكره في سلوفينيا بقياده الكابتن حمدي الصافي، والحمد لله يعني اللعيبه كلها في حاله عاليه جدا. نتمنى ان احنا باذن الله الفريق يفوز بالبطوله ويسعد جماهير النادي الاهلي ويديها الكاس البطوله باذن الله كما عودتهم دائما. طب سؤال اخير يا كابتن مش هطير على حضرتك، هل احنا يوم الثلاث وقت ماتش دور ال 32 في بطوله افريقيا لكره القدم ممكن النادي الاهلي يلعب في المباراه الافتتاحيه، ولا ده ما نقدرش نحدده من دلوقتي؟ هو طبعا يعني جرت العاده ان لازم في الافتتاح لازم المنظم هو يلعب المباراه الافتتاحيه، بس لما حضرتك يعني احنا كان عندنا اثنين بروجرام يعني لحفل الافتتاح، لان احنا مطلوب لينا يوم 25 برضه بطوله الرجال هتبتدي حفل افتتاح ثاني، فكان في اثنين يعني بروفا لحفل افتتاح، قررنا ان احنا يعني نختار الحفل اللي هو قصير شويه على اساس ان احنا نحاول نخلص بدري علشان المباراه تتلعب والناس كلها تقدر اللي عايز يتوجه للاستاد القاهره لمعازره فريق كره القدم او يتابع على شاشات قناه النادي الاهلي او القنوات الناقله. فباذن الله يعني هنلعب مباراه الافتتاح، وباذن الله الوقت هيكفي يعني في ثلاث ساعات ما بين المباراتين، فربنا يسهل باذن الله والجماهير تقدر تتابع الافتتاح وباذن الله بطوله افريقيا باذن الله كره القدم. كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بنادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك، مجهود كبير مجهود عظيم بيبذل عشان يطلع البطولات والالعاب الجماعيه بالالعاب الصالات بهذا الشكل. الحقيقه لازم اطلع فاصل اكمل، طبعا فرحتنا النهارده بفوز النادي الاهلي لكره اليد السيدات بكاس مصر بعد ان فاز على سبورت 22-21. فاصل سريع وارجع لحضراتكم. ودي كانت فرحتنا، فرحة بناتنا بنات كرة اليد في النادي الأهلي بعد التتويج بكأس مصر لكرة اليد. ألف مبروك النادي الأهلي، ألف مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك لاعبات النادي الأهلي، ألف مبروك الجهاز الفني والإداري والطبي، ألف مبروك جمهور النادي الأهلي.
والحقيقه بنبارك برضو لاتحاد اليد على نجاح الكاس ونجاح المباراه النهائيه بحضور هذا الجمهور الغفير اللي نجح المباراه وخلى التابلو كله كمل. خلينا نقول ان لو كان لينا عتاب كان لينا عتاب هدفه هو احترام جمهور النادي الاهلي اللي احنا قلنا لهم ان احنا هنطلع ان شاء الله النهارده وهنذيع المباراه، فكان ده كان عتاب بسيط، ولكن احنا هدفنا واحد اكيد طبعا مهندس هشام نصر واتحاد اليد واحنا كمان كقناه النادي الاهلي هدفنا واحد، الهدف هو الارتقاء باللعبه او بالالعاب الاخرى اللي كره اليد واحده من اهم هذه الالعاب. والحقيقه احنا برضو بناكد وبنعيد مرارا وتكرارا حرصنا على التاكيد على احترام طبعا الجميع، ومش بس احترام الجميع فقط، ولكن ان احنا بنقدر مجهود كل من حاول يعني ينقل المباراه بهذا الشكل. وفي الاول والاخر ملوك الصالات او حتى قناه النادي الاهلي والالعاب كلها اسره واحده، هدفنا هو هدف واحد، هدفنا هو نشر الالعاب، حط الضوء على العاب بنقول عليها شهيده يمكن او مش واخده حقها اعلاميا، فاحنا اكيد هدفنا ده، اكيد هدفنا مش اي حاجه غير ده، واحنا كلنا في الاول والاخر اسره واحده، ومش ممكن ابدا يكون في اي تجاوز ممكن يحصل من قبل قناه النادي الاهلي، بالعكس احنا التزمنا الشفافيه ان احنا قلنا الموقف بكل حياديه وبكل وضوح وما كانش في اي تجاوز الحقيقه اتجاه اي حد، بالعكس احنا اكدنا مره وتكرار احترامنا للجميع وان احنا اسره واحده. ومش كده بس، كمان كل ما قيل داخل هذا الاستوديو من اول البرنامج موجود، وموجود اكيد على الميديا وموجود على صفحاتنا، والكل يقدر يتاكد تماما من صحه كلامنا وتاكيدنا على احترام الجميع، وان احنا بنقرر بنقول ان احنا اسره واحده. ومش بس كده كمان، احنا اذا كان لينا اعتاب فالاعتاب كان من منطلق احترام جمهور النادي الاهلي ومن احترام الجماهير المتابعه لكره اليد اللي انتظرت وقعدت قدام الشاشه تنتظر اذاعه المباراه. ففي الاول والاخر احنا بنشكر الجميع، وزي ما شكرنا الجميع لازم نشكر اتحاد اليد ايضا على طبعا تنظيم البطوله بالشكل ده وتنظيم كاس مصر وحضور هذه الجماهير. في الاول والاخر احنا اسره واحده، وبنبارك للجميع على هذا المشهد اللي اكيد طبعا بيصدر مشهد منظر جميل او صوره جميله عن كره اليد المصريه خاصه النسائيه اللي اتظلمت في الفتره اللي فاتت بشكل كبير. خلينا نرجع لضيوف الاستوديو، طبعا الكابتن يعني سلوى محمود نجمه النادي الاهلي السابقه، والكابتن سامح لبيب نجم النادي الاهلي السابق. كابتن، يمكن زي ما قلت لحضرتك اكيد احنا في الاول والاخر هدفنا واحد، اسره واحده، هدفنا هي مصلحه اللعبه بالزبط. هدفنا ان احنا التابلو يكمل، جمهور، تغطيه اعلاميه، مباراه بتقام، whatever مين اللي يكسب في الاخر، بس التابلو يكون كامل ومكتمل. وده مش هيحصل غير لما كل الجهات تبقى يعني في اتفاق وفي حوار، فده هيؤدي في الاخر ان كل حاجه هتطلع كويسه وهتطلع مظبوطه. وده شفناه بعد ما الشوط الثاني اتنقل واتنقلت لنا فرحه الفوز يعني، فاكيد اكيد طبعا. واكيد كمان بتهيألي توثيق حدث زي ده كمان يعني، والفرحه لاجيال كتيره تقدر تشوف المباراه دي حتى بالزبط. وكان الشوط الثاني يعني خلينا نقول الشوط الثاني، الشوط الاول خلصان 6-5، الحماس كله كان في الاربع اشواط التانيين، وفرحه الفوز وفرحه استلام الكاس صحيح. وال يعني كبروفا لبطوله افريقيا صحيح. يمكن برضو نفس الكلام يا كابتن سامح، يعني بيتهيألي التابلو لما بيكتمل بجمهور وتغطيه اعلاميه وماتش فنيا عالي بيتهيألي المشهد حلو، فلازم يكون في تعاون من الكل على اخراج المشهد ده، لان المستفيد في الاول والاخر هو كره اليد المصري. كابتن حازم، هي القصه كلها هي منظومه، يعني سواء اتحاد سواء نادي سواء جمهور سواء حكام، هي منظومه كلها وكلها بتصب في مصلحه واحده. فاحنا اذا كنا بنتكلم على اساس ان الناس كلها قاعده مستنيه الماتش والناس صحيح. كلها قاعده تشاهد الماتش، ان الوقفه بنقول يعني كان ممكن الموضوع يتحل، والموضوع في الاخر يتحل برضه. فاحنا بنشكر طبعا الناس اتحاد اليد، وبنشكر قناه النادي الاهلي والشركه الراعيه، ان كلهم اتفقوا لمصلحه النادي الاهلي ومصلحه جماهير النادي الاهلي صحيح. ان كل الناس تستفاد وكل الناس تتفرج، واحنا شفنا اللعيبه فرحه اللعيبه كانت عامله ازاي، واللعيبه ابتدت تتعرف، الناس ابتدت تعرفها وابتدت تشوفها، عشان دي تبقى بروفا لبطوله افريقيا صحيح. وخلي بالك يا كابتن برضو المستفيد الاول والاخير هو كره اليد المصريه، سواء منتخبات سواء انديه، لانه احنا زي ما قلنا كره اليد سيدات بعيده، خلينا اعترف بده، بعيد على مستوى المنتخبات، بعيد على مستوى الانديه. يمكن ورجوعهم تاني او وضع الضوء او تسليط الضوء على احداث الدوري او الكاس للسيدات اكيد هيرجع الرياده تاني لمصر افريقيا وعربيا.
طبعا ده لما اللعيبه تبقى شايفه، حتى اللعيبه الصغيره لما تبقى طالعه تبقى شايفه اللعيبه الكبار بيطلعوا والناس كلها بتعرفهم، ده يبقى هدف ان انا يبقى عندي بنشر اللعبه وبدي دافع للعيبه ان هي عايزه تلعب عشان تطلع في التلفزيون وعشان تبان وعشان تتعرف، فدي حاجه مهمه طبعا لكره اليد عامه. صحيح يا كابتن، وخلينا نقول برضو انه يعني جمهور النادي الاهلي وجوده النهارده بالكثافه العدديه دي او الغفيره دي جوه يعني صاله النادي الاهلي، فده احساس بالمسؤوليه. احنا الحقيقه حتى احنا نفسنا اتفاجئنا من هذا العدد، احنا ما كناش متوقعين، لانه الحقيقه اول مره نشوف العدد ده في ماتشات سيدات اليد، يمكن شفناها في الطايره، النهارده شفناها في اليد، فده اكبر دليل على وعي الجمهور. النهارده كابتن رؤوف عبد القادر كابتن سامح بيقول انه التذاكر طرحت امبارح خلصت في نص ساعه، ده وعي كبير جدا من الجماهير، ولو ده اللي بيدل على اهتمام الجمهور النادي الاهلي بالعاب الصالات، فده لازم يكون قصاده الناحيه الثانيه احساس عالي من اللعيبه ان هم ما يخسروش هذه الجماهير. هو ده طبعا ان الجماهير حاسه باللعيبه، فطبعا وده كمان النهارده ان لعيبه الاهلي في اخر وقت مش عايزه تخلي الجماهير دي تمشي مش مبسوطه. صحيح. عايزه تمشي في الكاس. صحيح. فده طبعا هيدي دافع للعيبه ان هي تحقق البطوله وان هي تبذل اقصى مجهود عشان خاطر الجمهور ده بصراحه يعني. صحيح. كابتن سلوى نفس الكلام بيتهيألي هو احساس اللاعبات يمكن النهارده بالجمهور والمسؤوليه وان هم حاسين ان كل ما يزيدوا في البطولات كل ما هيلاقوا دعم من الجماهير. اكيد. تالي ان شاء الله مرحله جديده للسيدات تهيألي. ان شاء الله. وبعدين احنا متربيين في النادي الاهلي على كده. يعني روح المكسب. صحيح. فعلى طول كنا بنقاتل لاخر وقت. يعني هو النادي بالظبط كده. يعني احنا فعلا النادي الاهلي، يعني كلمه النادي الاهلي دي بالنسبه لنا كبيره جدا. صحيح. فان البس تيشرت النادي الاهلي وانزل دي مسؤوليه. صحيح. مسؤوليه قدام الجمهور وقدام نفسي كلعيبه، ده صحيح. يعني حاجه التزام التزام التزام, التزام. دي يعني التزام بالظبط، يعني بطوله، يعني احساس بالمسؤوليه تجاه النادي. فاكيد ان شاء الله تبقى خطوه كويسه وربنا يسهل بدايه ان شاء الله. ان شاء الله تبقى كويسه. خلينا نقول بعض الامور المهمه اللي كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي وضحها لنا. يمكن بطوله الطايره للسيدات كابتن رؤوف تاكد له حتى الان مشاركه 16 فريق وهو عدد ليس بالقليل. خلينا اقول لحضراتكم حاجه، بحكم تغطياتنا في قناه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت لكل العاب الصالات خاصه بطولات افريقيا اللي كان النادي الاهلي طرف فيها او مشارك فيها، دائما ابدا لما يكون النادي الاهلي منظم بطوله بنلاقي كثافه في عدد الفرق المشاركه. يعني لو البطوله دي معموله مثلا في بلد افريقيه او حاجه مش هنلاقي 16 فريق يبعتوا ياكدوا مشاركتهم في بطوله افريقيا لكره الطائره السيدات، عدد كبير. يمكن لو قلنا 8 فرق و8 فرق مجموعتين هيبقى كتير، حتى لو قلنا 3 مجموعات 4 مجموعات لا، يعني في عدد في 16 فريق. كابتن رؤوف قال انه الاجتماع الفني سيكون يوم 5 مارس الساعه 1 ظهرا في احد الاوتيلات، هيكون فيه القرعه. طب ليه 5 مارس؟ عشان تكون تاكد وصول الفرق، ممكن فرق على اخر لحظه تعتذر. كابتن رؤوف كمان قال لنا انه اول مباراه هتكون ساعه ماتش او يعني في يوم الثلاث، يوم مباراه كره القدم في دور 32 مع بطل الجابون والنادي الاهلي في كره القدم، فهو قال ان هنحاول نبدر الموضوع شويه عشان نعمل وهنعمل افتتاح، وفي مفاجاه كابتن رؤوف اكد عليها في حفل الافتتاح. احنا بنقول الكلام اللي قاله كابتن رؤوف، احنا ما نعرفش المفاجاه وحتى لو عرفنا مش هنقولها لان ما تبقاش مفاجاه. فكابتن رؤوف اكد ان في مفاجاه في افتتاح بطوله افريقيا للكره الطائره اللي هو هيبقى يوم الثلاث، وقال ان هيبقى في فرق 3 ساعات ما بين الافتتاح والمباراه الافتتاحيه اللي هيكون الاهلي لازم يكون طرف فيها، لان جرى العرف ان الفريق المستضيف البطوله يلعب مباراه الافتتاح، فهيبقى في مباراه افتتاح هيدي الفرصه لجمهور النادي الاهلي يحضر هذا اللقاء في النادي الاهلي ويتجه على استاد القاهره لمؤازره فريق كره القدم اللعبه الشعبيه الاكبر والاشهر كره القدم. هيبقى في فرق 3 ساعات كافيه من انتقال الجمهور من هنا لهنا. الحقيقه طبعا احنا منتظرين، لان الحقيقه الواضح ان الاستعداد للبطوله كان بيجري على قدم وساق طبعا باللجنه اللي كان رئيسها الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي والاستاذ محمد الضماطي، بذلوا مجهود كبير ولجان كثيره طبعا اشتغلت في هذا الموضوع. الحقيقه مر وقتنا بسرعه، ولكن وقت مر جميل، وقت انتهى نهايه سعيده بفوز النادي الاهلي ببطوله افريقيا لكره بطوله الكاس. يا رب ان شاء الله يبقى فال كويس، انا غلطت بافريقيا، يبقى فال كويس ان شاء الله بفوز افريقيا، ولكن النهارده فوز الكاس السيدات اليد ان شاء الله. بشكر ضيوفي اللي نوروني في الاستوديو، بشكر نجمه مصر ونجمه النادي الاهلي كابتن سلوى محمود، شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا، واحنا سعداء ان حضرتك نورتينا في الاستوديو. شكرا، ميرسي جدا، وشرفتينا.
وكان يوم جميل والحمد لله خلص بالفوز. الحمد لله رب العالمين. بشكر شكرا جزيلا ضيفي العزيز الكابتن سامح لبيب نجم النادي الاهلي والمدير الفني السابق لفريق السيدات واحد طبعا رموز النادي الاهلي في الجيل الذهبي. بشكرك يا كابتن شكرا جزيلا. شكرا كابتن ربنا يخليك والف مبروك لجماهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. نورتنا وشرفتنا ولقاء جديد مع مكسب جديد ان شاء الله. اعزائي المشاهدين في الاخر بحب اقول بناكد تاني احترامنا الكامل لكل أسر كرة اليد احترامنا ومش بس احترامنا لا ده احنا بنأكد على ان احنا مستمرين في رسالتنا ان احنا نقدر نحط الضوء على ألعاب الصلاة وخاصة طبعا كرة اليد من الألعاب المهمة. بنشكر شكرا جزيلا لكل من ساهم في نقل هذه المباراة وحتى الشوط الثاني على الأقل نشكره شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي للحصول على البطولة. وأقول دايما كابتن يعني ما كل الكابتن بي سألتها نادي الأهلي أسطورة كل يوم بطولة وبص على اللوحة بص على اللوحة النادي الأهلي نفسه مفتوحة. يمكن دي آخر يعني كلماتي في هذا اللقاء. شكرا جزيلا وإلى لقاء آخر مع ملوك الصراط. شكرا لكم.